قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف اني جايب لك حاجه عظمه من الاخر يا صديقي، اقسم لك بالله تشوف ليفل عالي من العظمه، بس انا عاوزك تركز في البدايه علشان تستمتع بالحكايه. ويلا بينا نبدا. من 10 سنين فاتوا كان في جندي ماشي كده وسط مدينه متدمره، بيقابل واحد تاني اكبر منه في السن وبياخده على مكان مليان بالجثث. الواد طبعا بيترعب، والفرس الاكبر منه بيقول له انت شايف كل الجثث دي؟ اللي قتلهم 7 اشخاص بس، اسمهم الخطايا السبعه، لو سمعت بوجودهم في مكان اهرب منه. وفي الوقت الحالي بقى كان في طفل كده شغال في حانه ودنيته تمام، العصير عنده حلو ولكن اكله طعمه مقرف يا صديقي. عنده خنزير كده بيعرف يتكلم شبه البشر اسمه هوك، والخنزير ده بينظف الارضيه من الاكل اللي بيقع. وهو قاعد في حانته مره بيسمع الزباين وهي بتتكلم عن الخطايا السبعه، بيقولوا انهم اشرار قتلوا الفارس المقدس بطريقه وحشيه جدا، وهم كلهم وحوش، ولكن اخطرهم هو القائد بتاعهم مليوداس. وعلم على الكلمه ديت علشان هنحتاجها كمان شويه يا صديقي. المهم الكلام كان شادد انتباه صاحب الحانه وكانه يعرفهم، بس فجاه بيدخل عليهم واحد شكله مرعوب من حاجه بره، بيقول لهم في فارس بدرع حديدي ماشي يتكلم عن الخطايا السبعه وشكله منهم، بس الناس ما بتصدقوش وبيقولوا انهم مختفيين من 10 سنين وزمانهم ماتوا اصلا. ولكن هوب فجاه باب الحانه بيتفتح، الفارس قدامهم، الناس اللي في الحانه كلهم خافوا وطلعوا يجروا براها، الا الولد درع على الفارس وقال له انت عاوز مين؟ لسه ما كملش الكلمه وبيلاقي واقع على الارض والقناع بتاعه بيتشال، وبيطلع لنا القمر دي شكلها تلعب ولا ايه يا صديقي. بياخدها صاحب الحانه وبيعالجها وبعدها بيجيب لها اكل، وكالعاده كان وحش جدا، ولكن البنت كانت بتعيط علشان اخيرا حد اكلها. بيسالها الواد ده انت بتدوري على مين وليه كنت لابسه كده؟ بتقول له انا بدور على الخطايا السبعه. ولسه هتكمل واذا بباب الحانه بيخبط، جنود من المدينه جايين علشان يقبضوا على الفارس الحديدي. صاحب الحانه بيطلع لهم وبيخلي هوك يلبس الدرع ويمثل كانه الفارس، ولكن الخدعه ما بتمشيش عليهم. لسه ما كملوش الكلام والبنت بتطلع من الحانه وبتبدا تجري على الغابه، الجنود لما بتشوفها بتجري وراها وبتبدا تلاحقها، بس وفجاه هوك من وراهم بيضربهم واحد ورا التاني وبيوقع الاخير من على الجرف ويبعده. جامد يا هوك والله. صاحب الحانه وكمان كان لحق البنت وما خلاهاش تقع، سالها بعدها وبيقول لها انت ليه بتدوري على الخطايا السبعه؟ البنت بتقول له الفرسان المقدسين هجموا على الملك من فتره، ولو حد يعرف يقف قصاد الفرسان فهم الخطايا السبعه مش اكتر. الواد بيقول لها بس الناس بتقول عليهم اشرار وممكن يقتلوكي. البنت بتقول له استحاله يكونوا كده، ابويا دايما كان بيحكي لي عنهم وانا متاكده انهم الضحيه مش اكتر. ولسه ما كملتش الكلام وهوب واحد بالسيف بتاعه بيشق المكان اللي هم فيه وبيقعوا تحت، واتضح ان ده فارس مقدس جاي هنا علشان يتخلص من الفارس الحديدي. بس انت متخيل انهم هيموتوا وخلاص يا صديقي؟ لا والله. صاحب الحانه بيلحقهم كلهم وبينقذ الجندي اللي كان واقع قبل كده، الفارس اتصدم منه، بيبص بعد كده عليهم علشان يعرف مين الخطير فيهم، بيلاحظ الحلق بتاع البنت وبيعرف انها الاميره اليزابيث. ده يوم سعدي، اجهزي علشان هتموتي. البنت بتطلع تجري والفارس بيهجم عليها بكل قوته، بس الواد بيلحقها. اليزابيث بعدها بتقرر تسلم نفسها علشان صاحب الحانه يهرب، بس الفارس بيضربها تاني لان الولد بيلحقها. البنت هنا ما قدرتش تستحمل وبدات تعيط، بتقول له انا طلعت علشان ادور على الخطايا السبعه وعمري ما خرجت في رحله قبل كده لوحدي، لبست درع كبير عليا علشان اخفي هويتي، كل الناس كانت بتعاملني وحش الا انت، بالرغم من ده كله بتحاول تحميني وانا حتى لسه ما اعرفش اسمك. الواد بيقول لها مليوداس ده اسمي. البنت اتصدمت، مستحيل يكون بجد، الجندي اللي مليوداس كان لحقه وكان فاق في الوقت ده وبيقول لي اللي معاه ما تعصبهوش، انا شفت الرمز على كتفه ده اخطر واحد فيهم. وهوبا الفارس ضرب ضربه وهو اللي اتعور في الاخر، بيقول ازاي كده انا متاكد اني ضربته بقوه. بيدقق النظر في مليوداس وبيعرف حقيقته، بيقول ازاي كده انت شكلك ما اتغيرش من 10 سنين. مليوداس قال له اخيرا عرفتني، وهوب ضربه ضربه كسرت عظمه وطيرته في السماء. اللي بعده يا هناه يا سعده، خطيئه الغضب مليوداس قائد الخطايا السبعه تم التاكيد بوجوده. وتاني يوم بقى بتكون اليزابيث فرحانه جدا علشان اخيرا لقت حد من الخطايا السبعه، بتفتكر الماضي بتاعها لما الحراس هجموا على الملك علشان يحبسوه، بتفتكر كمان الملك وهو بيقول لها تهرب وتدور على الخطايا علشان هم اللي هيقدروا يلحقوا المملكه، وكانت في قمه الحزن وقتها. بس بعدها مليوداس بينده لها، بيجيب لها هدوم جديده وبيخليها تلبسها، بياخدها بعدها على مدينه بيرنيا واللي فيها افضل الاعشاب لعمل العصير، وطبعا الاعشاب ديت بتنمو على اطفاف الانهار المليئه بالماء العذب.
العذب. بيروحوا فعلا هناك، ولكن الانهار بتكون جافة نهائي، مفيش فيها قطرة مية واحدة. بيشوفوا هناك كده ناس متجمعة وبيروحوا عليهم، وبيعرفوا ان في فارس مقدس حط السيف بتاعه في المدينة علشان العصير بتاعهم ما عجبهوش، ونتيجة لكده السيف ده بيمنع تدفق اي مياه في الانهار او اي حاجة. كل المدنيين في الوقت ده كانوا متجمعين علشان يرفعوا السيف، بس محدش قادر يحركه. بس في اللحظة ديت ولد صغير كده بيدخل عليهم، واسمه ميدو بالمناسبة، والظاهر انه كان سبب المشكلة مع الفارس، وده اللي خلى اهل القرية كلهم متعصبين منه وبدأوا يضربوه بالحجارة. ولكن ميليودس بياخد الواد بعيد وبيدخله الحانة. اليزابيث في الوقت ده هي كمان بتقف مع العمدة وبتسأله عن اللي حصل. وفي الوقت ده كان ميليودس عمل اكل لميدو، وبيسأله هو ليه اهل القرية عملوا كده، وبيعرف ان لما الفارس قال على عصير القرية وحش ميدو اتعصب منه وحط له حشرة جوه العصير بتاعه، ونتيجة لافعاله الفارس عمل اللي عمله. ميليودس فهم الوضع وقال له تمام. اليزابيث بتيجي هي كمان بعدها وبتخليه يحكي لها على حكايته. ميدو بيقول لها انا كنت عايش حياتي مع ابويا وامي وكنت فرحان جدا، بس بسبب هجوم احد الوحوش علينا ابويا وامي ماتوا. اهل القرية هنا ربوني وعملوني كاني واحد منهم، ما اثروش معايا في اي حاجة، بس كنت دايما بحس بالوحدة واني مش جزء من اي عيلة، وعلشان كده كنت بحب اكذب او الفت الانتباه باي حاجة علشان بس اي حد يعبرني. ميليودس بيقول له علشان كده حطيت الحشرة في عصير الفارس. ميدو قال له استحالة، العصير ده اهل القرية كلهم تعبوا وهم بيعملوه، ولما لقيت الفارس بيشتم مجهودهم والعصير بتاعهم اتعصبت وعملت كده. ميليودس بيتأثر من كلامه، ولكن فجأة بيسمعوا صوت جاي من جوه القرية، وبيطلع ان الفارس المقدس بعت لهم 2 من جنوده علشان يهددوهم، لو السيف ما طلعش في حدود المغرب الضرايب اللي على المدينة هتزيد او هيقتلوهم كلهم. اهل المدينة كلهم كانوا متعصبين ومش عارفين يعملوا حاجة، ولكن مرة واحدة ميدو بيمسك السيف وبيحاول يرفعه. اهل المدينة بتتأثر بعزيمته وبيروحوا يرفعوا السيف معاه. الجنود ولاد الرخمة دول كانوا قاعدين يضحكوا على اهل القرية اللي مش قادرين يعملوا حاجة. بس انت متخيل ان ميليودس هيسكت بعد كل ده يا صديقي؟ لا والله، ميليودس بيتقدم زي الاسد وبيشيل السيف بايد واحدة. اهل القرية كلهم اتصدموا من اللي حصل، الانهار رجعت تاني والكل بقى في قمة السعادة. بالليل بقى الكل بيروح علشان يحتفل ويشربوا عصير من القرية، بس الفارس ده جنوده بتجيله وبتقوله على اللي حصل، وان في شخص قدر يطلع السيف بتاعك وشكله عيل صغير. الفارس بيقول لهم تمام وبياخد رمحه وبيطلع بيه على بره. وبالمناسبة الفارس ده اسمه غل، بيقول للي جنبه قول لي على المسافة واتجاه القرية بتاعتهم بالظبط. بيقول له فعلا، وغل بيقول له تمام وبيحذف الروح بكل قوته. ميليودس بيحس بروحه وهو داخل عليهم، بيطلع علشان يستناه بره. اليزابيث هي كمان بتكون بره، بتكون حاسه انها تقيله على ميليودس ومش عارفه تساعده باي حاجه، بس الواد بيقول لها ما تقلقيش كله تمام واهم حاجه صحتك، وكان مشغول في الرمح اصلا. اليزابيث لسه هتفرح وبتلاقيه بيمسك الرمح بكل قوته، الرمح بياخده بيرجع لورا وبيكسر كذا بيت في طريقه، ولكن ميليودس بيلف جسمه وبيقدر يمسكه، بيجمع كل قوته وهوب بيرجع الرمح للفارس تاني. الفارس بيحس بيه، ولكن ده ميليودس يابا، هد المكان بتاعه وجرحه في وشه. غيل بعدها بيتاكد ان ده هو فعلا قائد الخطايا، وبيستعد بعد كده للهجوم عليه وقتله. بس ميليودس بيقرر بعدها انه يمشي من القرية علشان اهلها ما يتعرضوش للاذى بسببه. بيحدد وجهته على غابة الاحلام، واللي شاكك ان في حد هناك من الخطايا، وشكلها هتولع يا صديقي. تاني يوم بقى غيل بيروح على القرية علشان يقتل ميليودس، ولكن ما بيكونش هناك. بيسأل الناس اللي في القرية وبيعرف ان هو راح ناحية غابة الاحلام، فبيقرر يروح وراه ويخلص عليه. وفي الوقت ده ميليودس واليزابيث وهوك بيكونوا وصلوا على الغابة. الغابة بتكون مليانة ضباب ومش عارفين هما ماشيين فين اصلا. بعد شوية بيسمعوا صوت حد بيكلمهم وبيقول لهم يطلعوا برا الغابة. لسه ما لحقوش يسمعوا بيلاقي خنازير كتيرة من هوك جنبه. الكل بيتصدم، بس ميليودس بيخلص عليهم في لمح البصر وبيضرب هوك معاهم. بيطلع اشكال تانية من اليزابيث وبتحاول تخوفهم، بس ميليودس بيتعرف عليهم وبيضربهم كلهم في ثواني. وما تسألنيش هو عارف الحقيقية ازاي يا صديقي. المهم الوحوش بترجع لشكلها الحقيقي وبتطلع تجري على بنت نايمة في الغابة، بتقول لها الحقي في فارس مقدس قدر يهزمنا. البنت بتصحى وبتتعصب، بتمسك ميليودس وبتكون خلاص هتقتله، ولكن بعدها بتتعرف عليه وبتاخده في حضنها وبتطلع عضو هي كمان في الخطايا السبعة، خطيئة الثعبان ديانا، ولكن شكلها بتحب القائد شوية او شويتين يا صديقي. وبتنزل في ضرب بعد ما بتعرف انه بيسافر مع اليزابيث لوحده، ولكن وفجأة بيقطع كلامهم رعد من السماء،
بينزل قدامهم وبيقيدهم كلهم، ما فيش حد فيهم عارف يتحرك. ايوة يا صديقي، غيل وصل علشان يخلص على الخطايا، بيدخل عليهم بكل شجاعة وبيقول لهم اجهزوا علشان هتموتوا. اليزابيث بتتعرف على غيل وبتبدأ تقنعه ما يقتلش مليودس، بس ده مش شايف غير الانتقام مش اكتر. وبيطلع ان غيل ده ابن الفارس المقدس زرتار اللي الخطايا السبعة متهمين بقتله اصلا. غيل بيقول لي اليزابيث امشي من هنا، انا مش عاوز اقتلك معاهم. بيفك اللي عليها ولكن البنت ما بتمشيش وبتروح تدافع عنهم. بيلاقي اوك تحته كده بيتلوى من الوجع فبيشوطه برجله بعيد عنه، واليزابيث بتروح علشان تلحقه وبتبدا بعدها المعجنه. مليودس بيفك الكهرباء اللي عليه وبيقول لديانا ما تتدخليش في القتال. بيبدا الاثنين في هجوم من نار على بعض. غيل بيكون متفوق وبيضرب مليودس بكل سهوله. مليودس بيحاول يفادي الضربات بس الوقت سريع جدا ومش ملاحق على تحركاته. مليودس بيقع على الارض وبيجي علشان يقوم تاني. بيسمع غيل من وراه بيقول له انا دلوقتي اقوى من الخطايا السبعه كلهم، وبيدوله واحده بتوقعها على الارض غرقان في دمه. مليودس شكله في لحظاته الاخيره يا صديقي. بيسال غيل على مكان باقي الخطايا وبيقول له على مكان اتنين منهم، مفكر انه كده بيحقق له امنيته الاخيره قبل ما يموت يعني. بس انت متخيل ان مليودس هيخسر او هيموت يا صديقي؟ لا والله. مليودس بيقوم ولا كان في حاجه حصلت له وبيقول له انا كده خدت اللي انا عاوزه، يلا يا عم سلام. غيل بعدها بيتعصب وبيبدا يهجم على مليودس بكل قوته. الواد بيفادي هجماته بكل براعه وبيفضل يجرجر فيه لحد لما ديانا بتمسكه، بتقول له القائد بيقول لك سلام وبتحدفه بعيد. وفعلا مليودس كان بيديله التحيه. بترجع اليزابيث وهوك عليهم وبيكونوا فرحانين انهم اخيرا خلصوا من الفارس ده. بيقرروا بعدها يكملوا رحلتهم ويرجعوا اتنين من الخطايا، بان وكينج. اليزابيث بتقول لمليودس انت مصاب بجروح خطيره، لازم نعالجك الاول. بس مليودس بيقولها ما تقلقيش كله تحت السيطره. بيدخل على اوضته علشان يرتاح، واليزابيث بتكون قلقانه جدا عليه. بتروح بعدها وراه علشان تغير له هدومه، ولكن اول ما بتدخل بتلاقيه واقع على الارض مغمى عليه قدامها. البنت بتترعب جدا وما بتكونش عارفه تعمل ايه. ومن ناحيه تانيه بقى في سجن باستا، كان الحراس هناك عرفوا ان الخطايا جايين عليهم علشان يحرروا تالتهم او العضو التالت من الخطايا. جمعوا اكبر عدد من الفرسان المقدسين وجهزوا علشان يقتلوهم. ومن جانب تاني ديانا بتكون شايله مليودس وبتدور على اي دكتور علشان يعالجه، بس للاسف كل اللي بيشوفها بيخاف من حجمها وبيطلع يجري. اليزابيث وهوك بيطلبوا منها تقعد مكانها وهم هيجيبوا الدكتور لحد هنا. ديانا بتضطر انها توافق وبتقتنع بكلامهم. واحده من الفرسان المقدسين كانت بتراقبهم وبتقرر تهجم عليهم في الوقت ده. اليزابيث بتجيب الدكتور فعلا وبيبدا يدي العلاج لمليودس. البنت كانت حزينه جدا عليه وبتحاول تعالجه باي طريقه. ديانا يا كمان بتكون قاعده ومش عارفه تعمل حاجه، بتقرر تروح لسجن باستا وتحرر بان لوحدها. اليزابيث بتجري عليها علشان تمنعها، بس ديانا بتقول لها ارجعي انت وخدي بالك من القائد، انت صغيره وهتعرفي تدخلي البيت بكل سهوله، انما انا مستحيل اقدر اعمل كده. ديانا بعدها بتعيط اكتر وبتقول لإليزابيث انا كنت ماشيه في مره شويه من البشر اتجمعوا عليا علشان يضربوني، كنت متعصبه منهم وهضربهم، بس مليودس اتدخل وضربهم هو بدالي. سالني بعدها اذا كنت خايفه منهم ولا لا، اتصدمت منه علشان دي كانت اول مره احس ان في حد خايف عليا. انا عارفه ان مشاعري مستحيله، بس انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي ان اقاتل علشانه. ارجعي انت بقى وخدي بالك منه. وكانت بتقول يا ريتني ابقى صغيره في بالها. ولسه هتمشي يا صديقي وبتلاقي عاصفه من الحشرات داخله على المدينه، الكل بيترعب وشكل الفرسان بداوا في الهجوم عليهم. اليزابيث وهوك بيروحوا يستخبوا منهم، وديانا بتكون خايفه من الحشرات جدا. بس انت متخيل انهم هيستسلموا يا صديقي؟ لا والله. ديانا بتجمع قوتها وبتضرب ضربه بتخلص على كل الحشرات مره واحده. جامده يا بنت والله. اليزابيث بتقرر ترجع على مليودس بعدها، وديانا بتتجه الى السجن لوحدها وشكلها هتولع ولا ايه يا صديقي؟ اليزابيث كانت واقفه كده عند مليودس وبتشوف ماله. الدكتور بيقول لها هو مش هيقوم، هو مات دلوقتي. البنت ما بتكونش فاهمه وبتقول له مات ازاي؟ هو انت مش كنت بتعالجه؟ الدكتور قال لها انا اديته سم ممزوج بسم تاني علشان يقتله. البنت اتصدمت مش قادره تتكلم. بتسمع صوت بعدها بيكلم الدكتور وبيقول له عاش عليك وفرت علينا عناء مقاتلته. اليزابيث بتقول له انت مين؟ فبيطلع لها من جنبها وده فارس مقدس جاي يقتلهم. وفي نفس الوقت ده كان الحراس اللي واقفين على الزنزانه بيتكلموا عن الخطايا اللي جايين يحرروا السجين ده. بيسمعهم وهم بيتكلموا وبيكسر الحاجز برجل واحده. بيقول لهم سمعتكم بتتكلموا عن موضوع مهم فقلت اتمشى شويه. الحراس بتتصدم وما بتكونش مصدقه انه بيتحرك اصلا. واحده من الحراس بتسمع الدوشه وبتدخل عليهم بكل شجاعه. بتقول له الحراس بلغوا الفرسان بالاتي في سجين قاوم، فاضطرت جيريكو انها تقتله.
انت ايه السكاديات يا بنتي؟ الحراس قالوا لها تمام وراحوا على الفرسان. البنت تهجم على السجين بكل قوتها وهوب مره واحده بيفادي كل ضرباتها وبيخليها تقص له شعره، بيقول لها عاش عليك والله. تنفعي حلاقه برضه يا ابن اللعيبه. وبالمناسبه يا صديقي ده العضو الثالث من الخطايا، خطيئه الثعلبان. ومن جانب تاني كان الفارس المقدس عند اليزابيث بيحاول يسرق سيف مليودس، حط ايده عليه ولكن مليودس مش راضي يسيبه. بعدها بيظهر فلاش باك لمليودس هو وبان قبل كده لما حاول انه ياخد السيف بتاع القائد بالعافيه، فتعصب منه وعمل له الجرح ده في وشه. وشكل السيف ده مهم جدا بالنسبه له يا صديقي. نرجع بقى للحاضر، لما الفارس المقدس اخده منه بالعافيه لسه ما لحقش يفرح بيلاقي مليودس واقف وماسكه منه. الفارس اتصدم حاول ياخده تاني ولكن هوب هاله شيطانيه تحيط بمليودس المكان كله. عينين الواد اتغيرت وخلت الفارس يترعب وطلع يجري منه. اليزابيث كانت قلقانه من اللي بيحصل وسالته اذا كان هو مليودس اللي عارفينه ولا لا، فقال لها ما تقلقيش انا زي ما انا. وهو في قمه السعاده بيسالها بعد كده على اللي بيحصل هنا، وبتبدا تحكي له على كل حاجه. عرفته بكل اللي بيحصل وان ديانا راحت علشان تحرر بان لوحدها. مليودس قال لها تمام وطلعوا يلحقوا الفارس، وباستخدام انف هوك الخارق قدروا يحددوا مكانه بسهوله. جهزوا علشان المواجهه. مليودس قال له انت هتقول لي مين اللي بعتك عشان تسرق السيف ولا اقتلك دلوقتي؟ الفارس اتصدم رفع ايده مستسلم لمليودس، لسه هيستسلم وبيلاقي مليودس بيصد الخنجرين بتوعه، واللي اتضح ان الفارس ده رماهم وقت ما رفع ايده علشان يعمل نفسه مستسلم. ده شكله مش سهل وغدار يا صديقي. الدكتور هو كمان بيجي في الوقت ده وبيقول للفارس انا سممت الولد زي ما قلت لي، ارجوك بقى حرر بنتي وما تاذيهاش. ولكن لسه ما كملش واذا بالفارس اختفى من مكانه وبقى وراه. شق جسمه وبيقول للطبيب بعدها اللي بنتك تحصلك قريب ما تقلقش. ميلودس بدا يقلق واخد اليزابيث وطلعوا علشان يجروا. الفارس كان كل شويه بيختفي وبيظهر لهم من مكان تاني ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. هوك وهو ماشي كان بيقول لميلودس مع انه بيختفي لسه ريحته موجوده، وده معناه ان هو ما بينتقلش بشكل اني، ده مجرد بيختفي. وعلشان كده ميلودس بياخد هوك واليزابيث على بيت مهجور كده بيستنوا الفارس هناك، وميلودس بيعمل فخ قدام الباب بيستناه يجي، وفعلا الفارس بيظهر من وراه لسه هيضربه وهوبا بيقع في الفخ اللي عمله. اللعيبة مليودس بيقول له قدرتك هي الاختفاء صح، وده معناه انك ما تعرفش تدخل غير من الباب بس، وانت كده خسرت يا معلم. انا هاخد راحتي بقى وانا بضربك علشان اليزابيث مش جنبي. مليودس ضربه ضربه طلعته بره المكان كله. راح بعدها عليه علشان يساله مين اللي بعته، ولكن اليزابيث بتشد انتباهه فالفارس بيهرب. بعدها اليزابيث بتكون حزينه جدا وبتروح على الدكتور اللي خلاص في لحظاته الاخيره. الدكتور بيترجى اليزابيث انها تساعد بنته وفعلا بتوافق. بعدها اليزابيث بدات تعيط جامد بتقول كل ده بسببي، لو انا ما كنتش جيت هنا ما كانش حصل كده ولا حد مات. انا حاسه اني عباره عن النحس كل لما اروح في مكان حد يتاذى بسببي. وقتها مليودس بيتعصب منها ويقول لها انا مش شايف انك نحس ولا حاجه، انا شايف ان كل اللي بيحصل ده ضروري لتحقيق الغايه النهائيه واللي هي اننا نلحق الملك وننقذ شعبه. انا وافقت اساعدك علشان عزيمتك اللي شفتها قبل كده، وهساعدك حتى لو ده معناه موتك. عزيمه قائد الخطايا غير يا جدعان. اليزابيث اتصدمت من الكلام وعرفت انها غلطت لما قالت كده، اعتذرت منه. وبعدين بيكملوا رحلتهم، ولكن شكل الفرسان عارفين طريقهم وبيجهزوا لهم ترحيب من نار يا صديقي. بيطلعوا اخيرا من المدينه علشان يروحوا على سجن بان، ولكن هوب ديانا بتقف قدامهم وشكلها كانت هتقتله، بس مليودس بيندهلها فبترجع لوعيها تاني. لسه هيكلموها وبتسمع صوت جرس كده وبتدخل في حاله هيجان تاني، بتبدا تضرب في القائد وفي كل اللي قدامها، واتضح ان في فارس بيدخلها في وهم وبيخليها تفكر مليودس عدو ليها ولازم تقتله. الواد بياخد اليزابيث وهوك وبيجروا علشان يستخبوا ويشوفوا حل للي بيحصل ده، ولكن ديانا وراك وراك ومش هتسيبك. بيقابلوا اتنين من رعاة الغنم وهما بيجروا فبياخدوهم معاهم. اليزابيث بتبدا تعتني بالاتنين دول ومليودس بيطلع علشان يهدي ديانا، ولكن وفجاه الجرس بيرن تاني ومليودس بيدخل في مجاله الوهمي، بيفتكر ديانا عدو ليه وبيبدا هو كمان يهاجمها. في نفس الاثناء كان بان مسك جيركو وعمل منها بطاطس محمره، سابها في نص الجنود بهدومها الداخليه، وبعدين بدا يتمشى في السجن كله. ده ايه العظمه دي يا ابني؟ وهو ماشي بيشوف واحد من الفرسان وبيهجم عليه، واتضح ان ده هو اللي كان حابس بان قبل كده من 10 سنين. بيمسك حديده كده وبيرشقها في صدر بان، وشكلها دي النهايه ولا يا صديقي؟ لسه الفارس هيضحك وبيلاقي بان بيضحك له وبيقول له عاش عليك والله. نرجع بقى للقتال تاني ما بين مليودس وديانا، واللي كان مشتعل ما بينهم. الاثنين مش عارفين ان هم تحت السيطره وبيقتلوا بكل قوتهم، بس في وقتها اليزابيث بتند عليهم وتفوقهم. الاثنين بيتصدموا من مكانهم وفين الفارس اللي كانوا بيواجهوه
من شوية لسه ما لحقوش يفوقوا والجرس بيرن تاني، بيرجعوا للهجوم على بعض من تاني. الولد الصغير ده بيترعب وبيرجع يستخبى في اللي معاه، وواحدة كمان من الفرسان بتظهر وبتجهز عاصفة من الحشرات علشان تقتلهم. الولد الصغير بيدخل فيها وبيكون خلاص هيموت قدامهم، ولكن اليزابيث بتضحي بجسمها وبتدخل وسط الحشرات تدافع عنه منهم. اخلاق وعزيمة جامدة والله. الولد الصغير بيبص لها بعدها بصة احتكار كده وبيقول لها عاش عليك والله، ضحيتي بنفسك علشان تلحقي عيل صغير، بس للاسف تضحيتك راحت على الفاضي. وبيطلع ان ده الفارس المقدس اللي خلاهم يدخلوا في الوهم ده اصلا. يا ابن الخبيثه، اليزابيث بتتحايل عليه يرجعهم لطبيعتهم، ولكن الواد بيضربها من غير رحمه. بتقوم تاني ولكن برضه بيضربها تاني. بيقول لها الفارس كمكافاه ليكي على تحملك الضرب ده اعرفك ايه اللي بيدخلهم في الوهم. لسه هيقول لها الجرس ده وما بيلاقيهوش معاه. اليزابيث كانت عارفه واخدته وهي بتنضرب اصلا. الفارس بيتعصب منها جامد وبيكون خلاص هيضربها، بس مليودس بيمسك ايده بيزقه بعيد عنه كده وبيروح على البنت وبيقول لها انا خلاص قبلت بعزيمتك وهساعدك بكل قوتي. الفارس بيستغل الفرصه وبيضرب مليودس بكل قوته وبيبعده عنه. بس انت متخيل ان مليودس هيسكت له بعد ما ضرب اليزابيث صديقي؟ لا والله، هوب بوكس بيخليه يطير في السماء. الفارس بيقف والبوكس التاني بيكسر بيه جدار السجن بعدها. وقف تالت، بس التالتة ثابتة يا صديقي. الفارس خلص بضربة واحدة. مليودس بعد ما ضربه قال له ده جزاك علشان انت ضربت حد عزيز عليا، الله على الجمال يا ابني. اما الفارسة بتاعت الحشرات فديانا كانت قامت معاها بالواجب، والجنود بعد ما شافت الفارس بينضرب اترعبت وكلهم طلعوا يجروا من السجن وهربوا. اما اليزابيث فكانت تعبانة جدا من كمية الجروح اللي فيها ومش قادرة تتحرك. بتروح عليها ديانا وبتقرر توديها على المدينة تتعالج الاول، ولكن اليزابيث ما بترضاش وبتقرر تكمل معاهم الطريق للاخر. ديانا بتوافق على عزيمتها وبتحطها في شنطتها معاها. بعدها بيسألوا الراجل اللي واقف عن مكان كل من بنت الطبيب وبان، بيقول لهم على المكان فعلا. وبعدين بيروحوا. اول ما بيدخلوا جوه السجن الفارس ده بيعمل عليهم تعويذة تحبسهم جوه السجن الى ابد الابدين، وبيقول مستحيل اي حد يقدر يطلع من هنا حتى لو كانت عشيرة تنانين هيجة. وفي الوقت ده كانت ديانا عرفت مكان بنت الطبيب وراحت علشان تنقذها. البنت كانت مرعوبة جدا منها، ولكن في الاخر اغمى عليها. اخدتها ديانا وحطتها في الشنطة بتاعتها جنب اليزابيث، ولكن هم واقفين كده بيسمعوا صوت وراهم، بيبصوا واذا به بان خطية الثعلب. وبنعرف ان بان كان قدر يهزم الفارس وشال الحديدة وحطها في صدره. يا ابن اللعيبة. المهم بعد ما مليودس بيشوف بان بيبدأ الاتنين في الترحيب ببعض، وكان هزارهم تقيل حبتين يا صديقي، او تقيل خالص حرفيا. يعني السجنة والحاجز بتاع الفرسان ما قدرش يستحمل وتهد من قوة هزارهم. ده الجمدان ده يا جدعان. الفرسان طبعا وحراس السجن بعد ما شافوا قوتهم خلعوا من المكان كله. بعدها بيرجعوا على المدينة، والمفاجأة ان الطبيب بيطلع عايش وما ماتش زي ما هم فاكرين. بيسألوا مليودس عن اللي حصل، بس الطبيب بيقول له انا ما عنديش ادنى فكرة انا خفيت ازاي. بعدها بيعزمهم الطبيب على وليمة بمناسبة انهم رجعوا له بنته، فبيوافقوا. اليزابيث في الوقت ده كانت اتعالجت ونايمة علشان ترتاح وتحضر الوليمة بالليل. بس بعد ما عرفتها ديانا بان الطبيب بقى كويس كانت فرحانة جدا وعيطت من الفرحة. بالليل بقى بيعرفهم القائد على بان، والكل بيرحب بيه. بيتصدم شوية من هوك علشان لقى خنزير بيتكلم، ولكن مع الوقت بينسجموا، والكل بعدها بقى في قمة السعادة. وبعد ما احتفل الخطايا برجوع بان ليهم مع الطبيب وبنته، قرروا بعدها التوجه الى عاصمة الموتى، وده علشان انهم سمعوا ان كينج هناك. بيروحوا هناك فعلا والكل بيكون متحمس، ولكن بان في الوقت ده كان عمال بيفتكر ذكريات مؤلمة في ماضيه لما حاول يسرق كاس الخلود في غابة الجنيات زمان. بيوصل عند الكاس فعلا، ولكن الحارسة بتكون هناك وبتمنعه. بيحاول يطلع تاني ولكن بتمنعه. تالت، ولكن كل مرة الحارسة بتوقعه من على الشجرة، لحد لما بان بيتعصب منها في مرة وبيقدر يسرق الكاس منها. لسه هيشربه البنت بتلحق ايده وبتكتفه بالشجر، بتاخده منه وبتقول له انت ازاي ما بتموتش من الوقعات دي؟ انت متأكد انك بشر عادي؟ بان بيقول لها كل مرة بقع على حاجة شكل بتحميني. البنت بتعرف ان الغابة بتحمي الشخص ده وشكله وراه حاجة. بتقول له البنت اللي اسمها ايلاين بالمناسبة ان الكاس ده هو روح الغابة، ولو شربته كده الغابة هتموت وهتختفي من الوجود. بان قال لها خلاص فهمتك ومش عاوزه، بس البنت كانت شاكة فيه وقالت هو اكيد يعني بيكذب. حاولت تقرأ افكاره وتأكدت ان هو ما بيكذبش فعلا. فكت بعدها وساقه وعرفته بنفسها، وبان وقتها بيفوق من نومه. بيطلع على القائد بره وبيوصلوا اخيرا على مدينة الموتى، وبيدوروا على كينج هناك. واليزابيث كانت سالت مليودس عليه وحكى لها شوية عنه، وقال لها ده نجمة حظ الخطايا. وبان في الوقت ده كان ماشي في المدينة بيحاول يجمع اي معلومات، ولكن مش لاقي اي حاجة.
بيشوف بنت صغيرة كده بتقع قدامه من الجوع فبيروح عليها بيفوقها، والظاهر ان البنت دي جعانة جدا وما اكلتش بقالها فترة كبيرة. اخوها وكمان بيشوفها وبيفكر بان خاطفها وبيحاول يحميها، بيرشق البتاعة ديت في بان وبان ما بيتحركش. اخته الصغيرة بتروح عليه بعدها وبتقوله انه بان كان بيعتني بيها مش اكتر، واخوها لما بيعرف غلطه بيعتذر منه على اللي عمله. ولكن هوب فجأة رمح بيخترق جسم بان وبيكون عليه ولد صغير كده، وبالمناسبة ده كينج بقى يا صديقي، بس بان مش عارفه. بان بيقول له انت مين؟ الواد بيقول له مش عارفني يا خطية الثعلب، ولا انا ديلك ببان الخالد احسن، انا مش ممكن اسامحك على جريمتك وقتلك لحارسة غابة الجنيات، انت لازم تموت دلوقتي. بان وقتها بيتضايق جدا من كلامه، بيقول للولد اللي جنبه يبعد ويبدأ في الهجوم عليه بكل قوته. الاتنين بيكونوا قويين جدا، ولكن في الوقت ده ميلودس وديانا بيجوا عليهم، بيتعرفوا على كينج وبان ما بيكونش مصدق ان هو ديانا. لسه راح اتكلم كينج بتلاقيه بيدير وشه وبيسيبهم ويمشي. بعدها بان بياخد الاطفال الصغيره وبيعمل لهم اكل ما اكلوهوش قبل كده. هوك كان اول مره يشوف اكل حلو يا صديقي، والظاهر ان بان طباخ طباخ مفيش كلام. العيال وهي بتاكل كانت فرحانه جدا ومش عارفه هترد الجميل لبان ازاي. بان بيقول لهم قولوا لي ازاي ادخل مدينه الموتى وانا مش عاوز اكتر من كده. ميلودس بيقول له بس احنا لقينا كينج هندخل نعمل ايه هناك؟ بان بيقول له يا عم استحاله ده مش كينج. ميلودس بيقول له لا هو. المهم بيقرروا يدخلوها في الاخر. بيسالوا الواد ده على مكانها والواد بيقول لهم هي موجوده في القريه بس مش اي حد هيعرف يدخلها. بان بيقول له بلاش الغاز ولخص في الكلام علشان نفهم. البنت بتقول له ذكرى سمينه مع شخص ميت هتفتح لك الطريق لعاصمه الموتى، وبالمناسبه الواد اللي عورك ده كان كل يوم بيسال عليها ولكن برضه ما بيعرفش يدخلها. بان بيقول للبنت تمام وبيكون خلاص مقرر يدخلها. وفي الوقت ده كينج كان طاير في الغابه كده ومبسوط جدا وشكله بيحب ديانا قوي يا صديقي. بيفتكر بعدها بان ووشه بيقلب وبيقول ما تسمحوش للخاين ده يخدعكم، وبعدها بيقرر يروح عليهم تاني. وفي الوقت ده كان الكل رايح على المدينه علشان يشوفوا يدخلوا على عاصمه الموتى ازاي. بان بيقف كده وبيفتكر ايلاين وهي بتساله هو كان عاوز كاس الخلود ليه. بان بيقول لها علشان حياتي ملهاش طعم دلوقتي وحاسس ان لو عشت فتره اطول يمكن الاقي حاجه تغير حياتي. ايلاين بتقول له تمام. بان بيفوق من ذكرياته والمكان كله بيتملى ازهار، الكل ما بيكونش مصدق. عاصفه بتلف حواليهم والمفروض ان دي البوابه اللي هتنقلهم جوه عاصمه الموتى. كينج بياخد باله انهم هيدخلوا وبيجري عليهم وبيدخل في الاعصار هو كمان. بيوصلوا على مكان غريب كده والكل ما بيكونش عارف هم دخلوا ازاي، ولكن فجاه بان بيشوف ايلاين وبيجري عليها. كينج هو كمان بيشوف بان وبيطير عليه علشان يقتله. وفي الوقت ده كان في فارسه وصلت على المكان وعرفت ان الخطايا في عاصمه الموتى، قررت تروح لهم هناك وتقتلهم وشكلها هتولع من هنا يا صديقي. الفارسه بعدها بتمسك الاطفال وبتخنقهم لحد لما بيقولوا لها على طريق الدخول، وبالمناسبه اسمها غيلا. غيلا بتقول لهم طالما هي عاصمه موتى فانا هدخلها بطريقتي. بتدخل ايديها في جسمها وبتوقف النبض بتاعها. ميلودس وهو ماشي في عاصمه الموتى كان حاسس ان في كيان غريب دخل معاهم. بيكملوا ماشي عادي وكينج كان عمال بيجري ورا بان. بان بيقول له ابعد عني، بس الواد مش سايبه. بان بيتعصب منه وبيحاول يضربه ولكن كينج بيثبته في مكانه. بان اتاكد انه كينج فعلا. ساله انت بتعمل كده ليه اصلا؟ كينج بيقول له بعد ما سبت الخطايا من 10 سنين كنت راجع على موطني غابه الجنيات، ولكن لقيت الغابه هناك اتدمرت وما عادش موجود حاجه. انا اول ما عرفت انك انسان خالد كنت مفكر ان ده عادي، ولكن ما توقعتش تكون قتلت حارسه الينبوع علشان تبقى كده. بان بيقول له وانت تعرف الحارسه دي منين اصلا؟ كينج قال له ايلاين تبقى اختي وانا مش هرحمك. بان بيقول له طيب هتموتني ازاي يا معلم وانا ما بموتش اصلا؟ كينج قال له مش لازم اقتلك، انا هحجرك هنا بواسطه سلاحي ومش هخليك ولا تموت ولا تعيش. بان استسلم وشكلها كده دي نهايته يا صديقي. بس انت متخيل ان بان عمل كده؟ لا والله. بعد ما بان وايلاين اتعرفوا على بعض اسمعها مره وهي بتقول يا ريتك كنت جاي علشان تسرقني انا بدل الكاس يا بان. فاسمعها بان وقال لها وماله احنا لسه فيها اهو. ايلاين قالت له بس انا عندي مسؤوليات ومش هينفع اسيب الكاس هنا. بان قال لها مش انت قلت انك ليك اخ بعيد؟ انا هرجعه وبعدين اسرقك من هنا. البنت فرحته وكانت في قمه السعاده، ولكن مره واحده شيطان بيهجم على الغابه وبيحرق كل الاشجار اللي فيها. ايلاين بتلحق الكاس وبتقول لبان يهرب بسرعه. بان ما بيسمعش الكلام وبيروح على الشيطان علشان يقتله. بيستخدم قوته وبيطلع قلبه بكل سهوله، مفكر انه كده خلاص قتله، ولكن المصيبه ان الشياطين عندها اكتر من قلب يا صديقي. ايلاين بتحاول تلحقه ولكن الاتنين بينضربوا وبيكونوا خلاص هيموتوا. بان بيقول لي ايلاين اشرب الكاس ده واهربي بسرعه من هنا، ولكن ايلاين بتشربه هو الكاس وبتفضل هي بجروحها بداله. بان بعد ما بيشرب الكاس بترجع له قوته وبيفضل بعدها يضرب في الشيطان لحد لما بيقتله. بيحاول يلحق ايلاين بعدها ولكن كانت خلاص في لحظاتها الاخيره. بتقول له قول انك عاوز تسرقني تاني
لسه هيقولها لها وبيلاقيها ماتت. بن بيتأثر جدا وبيعيط من اللي حصل له. وفي الوقت الحالي بقى كينج كان خلاص بيودع بن وهيمشي. في نفس الوقت ده غيلا كانت وصلت على مكان ميليوداس وشكلها ناوية تقتله. ميليوداس اول ما بيشوفها بيحس بخطورتها، بيقول لهوك ياخد اليزابيث ويهرب من هنا بسرعة. هوك بيسمع الكلام وبيفضل يجري ويجري لحد لما بيقول المكان هنا حلو وكفاية كده، ولكن هوب بيلاقي ميليوداس مخبوط فوقه وبيقول له انت لسه هنا، امشي في ابعد مكان. هوك بيسمع الكلام وبيمشي فعلا، ودي هنا غيلا بتطير على صخرة كده لولا ان ميليوداس بيلحقها. بتوصل لهم البنت بعدها وبتفضل تقول لهم هاتوا اخركم يلا. ديانا اتعصبت بتحاول تقتلها بس البنت ما بيأثرش معاها اي حاجه. ميليوداس بيستخدم عليها العكس الكامل لهجمتها، بس البنت كانت عارفه وهجمته باقل طاقه ليها وعلشان كده ما تأثرتش بيه. في نفس الوقت ده بقى كان كينج بيشيل الرمح بتاعه بعيد عن بان، بيودعه وبيكون لسه هيمشي، بيلاقي نور متجمع كده حوالينه وبيكلمه. كينج اتصدم، ده صوت اختي، هي بتكلم بان ليه؟ إيلاين بتبوس بان فالتحجير اللي عليه بيروح. كينج كان واقف كده وبينادلها بس البنت مش بتعبره، فبيعرف انها لسه زعلانه منه علشان ساب مسؤولياته ومشى. بتسال بان هو جاي هنا ليه، فبيقول لها علشان اقول لك جمله واحده، في يوم من الايام اتاكدي ان انا هسرقك من هنا. البنت بعدها بتتاثر ودموعها بتملى عينيها. ايه الحلاوه ديت يا ابني، وانت رومانسي كده من امتى؟ بان بيسيبها ويمشي وكينج بيقع على الارض من الصدمه. بيقول لها هو ازاي كده، مش هو اللي قتلك؟ إيلاين بتحكي له على كل حاجه وبتقول له انه بان عوضها عن كل الفتره اللي عاشتها وحيده في اسبوع واحد، وهو استفزك في الكلام بعد ما عرف انك اخويا علشان تضربه. بان طيب مش زي اللي في دماغك، انا عاوزك تكون جنبه وتساعده. هو في الوقت ده اليزابيث وهوك بيوصلوا على مكان كينج وبيحكوا له على اللي بيحصل. اليزابيث بتقول له ان في فريسه مقدسه هناك بتضربهم كلهم ومحدش قادر عليها. كينج كان واقف محتار ومش عارف هيعمل ايه معاها. بان في الوقت ده بيوصل على مكانهم، بيحاول بعدها يضرب البنت ولكن برضه ما بتتاثرش وشكل محدش قادر عليها. البنت بعدها بتجمعهم كلهم وبتضربهم، بترشق السيف ده في رقبه بان ومفكره كده ان محدش قدها يعني، ولكن هوب فجاه رمح بيخترق بان وبيضربها. ايوه الاسطوره كينج وصل. بان بيقول لكينج ايه اللي بتعمله ده؟ كينج قال له انا جاي علشان انقذك. غيلا في الوقت ده كانت بتقف من الخبطه وبتستعد علشان تخلص على كينج وتقتله، بتقول له جهز علشان هتموت. بتضربه ولكن بيصد ضرباتها كلها بالرمح بتاعه، وده بقى رمح اسطوري اسمه شاستفور. البنت بعدها انبهرت منه وقالت له حلو كده المواجهه، يلا بقى تعالوا انتم الاربعه عليا. بس كينج بيقول لها لا لا انا لوحدي كفايه. وميليوداس وبان اكدوا على كلامه وقعدوا علشان ما يقتلوش معاه. البنت بعدها بتتعصب وبتكون خلاص هتهجم على كينج، ولكن الرمح بتاعه في اقل من ثانيه كان طار عليها وعورها في وشها. البنت لسه ما لحقتش تتكلم وبتلاقي هجمات عليها من كل اتجاه. وعلى وضعك يا كينج يا جامد. وبيتضح ان كينج ده هو ملك غابه الجنيات وعنده قوه مهوله يا صديقي. المهم غيلا بتتعصب جدا منه، بتطلع على مكان عالي وبتجمع طاقه كبيره جدا علشان تخلص على كينج هو وفرقته، وبتكون خلاص هتقتلهم. بس انت متخيل ان كينج هيسكت لها يا صديقي؟ قولها معايا. لا والله. الرمح بيغير شكله وبيكون رماح كتيره صغيره بتصد هجمات غيلا كلها وبتتجمع فوقها علشان تكسرها. وعلى وضعك تاني يا كينج يا جامد. وبعدها الكل بيكون مفكرها خلاص ماتت، ولكن غيلا بتقوم مره واحده وبتطير على كينج علشان تقتله. ولكن انت متخيل ان ميليوداس هيسيبها يا صديقي؟ لا والله. بيصد ضربتها وبيطيرها في السماء. غيلا بعدها بتختفي من عاصمه الموتى، واليزابيث هي كمان بتوصل عليهم وبيبدا جسمهم يختفي من المكان كله، وده علشان بان كان خلص اللي هو عاوزه. بيجيله بعدها الطفلين اللي اكلهم قبل كده وبيطلعوا هم من عاصمه الموتى اصلا، بيشكروه على اكله وبعدين بيودعوه. إيلاين هي كمان بتودعه والكل كان في قمه السعاده. بعد ما بيرجعوا بقى من عاصمه الموتى بيلاقوا غيلا قدامهم واقفه كده ما بتتحركش، والواضح انها كانت وقفت نبضات قلبها علشان تعرف تروح هناك وما دخلتش بذكرى زيهم. بان بيفكر يقتلها وكينج بيفكر يحجرها، بس ميليوداس بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا. وبالفعل بعد شويه القائد بتاع غيلا بيروح عليها، بيلاقيها مربوطه كده وميليوداس مبدل وشها، والواضح انه فكر الموضوع لعبه باين. المهم الخطايا بيكونوا متجمعين بعدها وقاعدين يحتفلوا برجوع كينج ليهم. بيسالوا كينج بعدها عن اليزابيث وهي ليه معاهم. ميليوداس بيعرفوا بيها وانها الاميره الثالثه للبلاد. كينج بيتصدم، بيكبر نفسه على اساس انه راجل كبير وكده. البنت بتقول له خليك على طبيعتك يا عم، وفعلا بيرجع على طبيعته. بعدها اليزابيث بتقول له انت جامد كده ازاي؟ انت هزمت عدو معرفش ميليوداس وبان وديانا يهزموه مع بعض. كينج بيقول لها انا عارف ان قوي، بس الثلاثه دول لو معاهم السلاح الامبراطوري بتاعهم كانوا هزموها بكل سهوله. بيسالهم بعدها كينج على مكان
مكان سلاحهم. دينا بتقول له انا ضيعته، وبن بيقول له اتسرق مني، وهوميليوثس بيقول له انا بعته. الواد اتصدم ومش عاوز اسمعك صدمته يا صديقي. المهم في الوقت ده بقى كان في شويه من المتمردين بيحاولوا يغزوا المملكه، ولكن غيلي بينزل عليهم وبيبدا يفرتك فيهم واحد ورا التاني، وكان معاه فارس مقدس كده قوي هو كمان، واسمه هاوزر بالمناسبه، وشكله جامد اخر حاجه. المهم في الوقت ده في المملكه كان اقوى اتنين من الفرسان مجمعين كل الفرسان الصغيرين وبيدوا لهم نصايح للحرب اللي هتحصل. اللي على الشمال ده اسمه اندريكسن وقوته مهوله يا صديقي، واللي على اليمين ده اسمه دوريفاس وقوي جدا برضه. المهم بعد نهايه الكلام غيلي وهاوزر بيروحوا على دوريفاس علشان يحكي لهم على اللي بيحصل. بيقول لهم ان الخطايا السبعه انضم ليهم كينج دلوقتي وهم بقوا اربعه مع بعض. هاوزر بيقول له بس هم اقوياء يعني، اكيد قوتهم زي اي حد من البشر. دوريفاس بيقول لهاوزر لا انت تعرف مملكه ليونا اللي دمرها هو شخص واحد بس، وهو قائد الخطايا مليوتس بعد ما سيطر عليه غضبه. الواد بيتصدم وبعدين بيمشي. بعدها غيلي بيحكي له على اللي هندريكسن بيعمله وانه بيجمع مجموعه كبيره من المبتدئين تاني، وفي نفس الوقت كان كينج بيشرح لميليوداس عنهم برضه. بيقول لميليوداس هتصدقني لو قلت لك ان غيلا فارسه مبتدئه وضعيفه؟ ميليوداس بيقول له بتهزر صح؟ كينج قال له لا، في اعداد كبيره جدا من الفرسان المبتدئين بداوا يظهروا الفتره الاخيره، عندهم قوه كبيره ولكن محدش عارف مصدرها وشكل الموضوع وراه حاجه. المهم هوك بيقول لكينج بعدها طيب هو السلاح الامبراطوري بتاعهم بيعمل ايه ليهم؟ كينج بيقول له لو افترضنا ان البحر ده طاقه واحد منهم مثلا، الا هتعرف تاخده بكف ايدك، شويه صغيرين اكيد، لكن لو معاك السلاح الامبراطوري ده اللي هتعرف تاخده. هوك بيتصدم وبيروح على مليوداس علشان يهزه علشان بقى السلاح بتاعه. بعدها الكل بيرجع الحانه علشان ينام. اليزابيث كان زعلانه جدا وخايفه على اخواتها في المدينه، وحاسه ان في حاجه مش كويسه بتحصل، بس مليوداس بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش هننقذ كل قرايبك. البنت بتفرح وكانت في قمه السعاده، بس في المدينه كان في حاجه بتحصل فعلا. غيلا بتاخد الاثنين دول على تحت الارض كده وبتشيل اللي على وشهم. هندريكسن بيكون قدامهم وبيقول لهم اجهزوا علشان هتتولدوا من جديد. العيال ما بتكونش فاهمه حاجه، ولكن هندريكسن بيفهمهم. بيروح على الشيطان اللي بان قتله وبياخد منه كوبايتين كده، بيقول لهم اشربوا يلا، اللي عاوز القوه يشرب بسرعه. جيروكو بتفتكر بان وهو بيهنها قدام الجنود وبتشرب الكاس في ثانيه. الواد ده هو كمان بيشربه بعد ما بيفتكر ان مليوداس هانه. بعدها جيروكو وقعت على الارض وجاب الدم من بقها. الواد ده بقى ما وقعش وكان مفكر نفسه متوافق مع الشيطان، بس العكس هو الصح يا صديقي. جيروكو هي اللي نجحت وقامت بعد ما اكتسبت قدرات شيطانيه، وشكل في مجزره هتحصل. المهم الخطايا في الوقت ده بيروحوا على مدينه بازل، واللي هناك ناس بتقول ان في مطرعه عملاقه موجوده فيه ومحدش عارف يرفعها، والواضح ان ده السلاح الامبراطوري بتاع ديانا. والكل بيتفق بعدها انه هيروح الا ديانا واليزابيث هيفضلوا عند الحانه. بيدخلوا المدينه فعلا وبيسالوا عن مكان المطرقه العملاقه. العجوز ده بيقول لهم على مكانها واسمه كاين بالمناسبه. بيروحوا هناك فعلا وبيلاقوا المطرقه، بس علشان تاخدها لازم تفوز في مسابقه بازل السنويه واللي هي مباريات ضرب يا صديقي. ميليوداس وبان عجبتهم الفكره واشتركوا هما الثلاثه. هاوزر هو كمان كان مشارك وشكل الدنيا هتولع. بعدها بيجمعهم الحكم كلهم على الحلبة وبيقول لهم الاتي، ده اختبار التصفيات ما بينكم، اضربوا بعض، هزروا مع بعض. المهم اخر 8 هيفضلوا على الحلبة هم اللي هينتقلوا للمرحلة التانية، وده كله من غير سلاح. وبالفعل بيبدأ المتسابقين في القتال واخراج المنافسين من الحلبة. بن ما كانش شاغل دماغه بالضعفاء واللي بينضربوا بكل سهولة، وكان في بنت كده مخبية وشها ونازلة ضرب في الكل وشكلها اسطورة يا صديقي. المهم بتخلص المرحلة الاولى بعد ما بتبعت 8 دول على الحلبة، وطبعا كينج كان المفروض خسر بس بسبب انه فضل طاير اتحسب ضمن التمانية. بعدها الحكم بيدخلهم غرفة علشان يعملوا قرعة، واللي هيختار زي التانية هيتنافس معاه. وبالفعل بيختار كل واحد فيهم وبيستنوا النتيجة. بان كان متحمس جدا ومستنى وصوله للنهائي. ميليوداس هو كمان كان متحمس وشكلهم عاوزين يتنافسوا باين. الحكم بعدها بيطلع بالنتيجة ومين هيتنافس مع مين، والمباراة الأولى هتكون غريامور ضد ماترونا واللي هي البنت الجامدة ديت، والمباراة التانية هتكون هاوزر ضد المصارع ده. كينج بعد ما سمع اسم هاوزر جدا وعرف انه فارس مقدس، راح قال لبان انت اكيد غيرت اسامينا وانت بتسجلنا صح؟ قال له بان عيب عليك بقى. الحكم كمل كلامه وقال المباراه الثالثه هتكون كاين ضد العجوز. كينج بيضحك بيقول العجوز اسم مين المضحك ده؟ بان بيقول له ده اسمك.
عيل مستفز والله. وكينج طبعا اتصدم وكان في قمة الزعل. اما القتال الاخير بقى فهيكون بان ضد مليودس، وكان مسميهم بان ضد مليودفو. ابدعت يا ابني في تغيير الاسامي والله. المهم هاوزر بيشك فيهم بعد ما بيسمع اساميهم، ولكن بسبب غبائه ما بيعرفهمش. وبتبدا بقى اخيرا المرحلة الثانية في التصفيات، واللي هتتواجه فيها ماترونا ضد غريامور، وبالمناسبة بقى ده خطيب اخت اليزابيث فيرونيكا، واللي كانت موجودة في المسابقة وسط الجمهور وبتدور عليها. بيطلع الاثنين على الحلبة وبيجازوا للقتال. الحكم بيقول لماترونا الطاقية مسموح بيها، ولكن العباية لازم تتخلع. بتقلع فعلا، وهنا كانت الصدمة. هو مش دي هدوم اليزابيث ولا ايه؟ مليودس كان حاسس بحاجة غريبة وكان مصدوم شوية. بيبدأ القتال ما بين الاثنين، وغريامور كان قوي جدا وما بيتأثرش بهجماتها. بعدها الواد بيفعل طاقته، بيحوط جسمه بجدار عازل كده بيمنع الهجمات من الوصول ليه. قدرته هي جدار السحر وصعبة ويكاد يكون مستحيل على حد انه يقدر يكسره. هاوزر كان عارف التقنية ديت ومستني البنت خلاص علشان تخسر. غريامور بدأ يوزع في الحاجز في الحلبة كلها، وخلاص ماترونا فاضل لها تكة وتخرج من الحلبة وتخسر. بتسمع بعدها غريامور وهو بيتكلم عن الخطايا، بتعرف انه ناوي يقتلهم، والبنت بتتعصب جدا من كلامه. بتجمع كل قوتها وبتضرب بوكس بتكسر الحاجز بيه. الله هي قوية كده ازاي؟ اتطيل على وشها بتطير وهي بتضربه وبتظهر حقيقتها ديديانا. هي صغرت كده ليه؟ غريامور بيطير من البوكس بتاعها وبيقع على الارض، والحكم بعدها بيعلن فوز ماترونا في القتال. بتطلع بعدها على مليودس ولسه هتقول له على اللي حصل. بتلاقي مليودس بيسالها انت مين؟ فديانا اتعصبت وضربته بالبوكس في بطنه، ما كانش صح يسالها الصراحه. المهم كينج بيروح عليها بعدها وبيقول لها ايه اللي حصل؟ انت ديانا صح؟ وفين اليزابيث؟ هي مش كانت معاكي؟ قالت له ديانا على اللي حصل، وانها كانت مع اليزابيث في الغابه بيدوروا على مكونات للاكل يجيبوها، ولكن وهم هناك ظهر لهم فطر عملاق كده وحاول يهجم على اليزابيث. ديانا ضربته من هنا وهوب طلع عليهم غاز صغر جسمهم وخلاهم في الحجم ده يا صديقي. وديانا بعد ما صغرت لبست هدوم اليزابيث وجت هنا، واليزابيث كانت مستخبيه مع ديانا، ولكن ما ينفعش اوريها لك يا صديقي او هيت يعني. المهم مليودس بيجي وبيعتذر من ديانا على اللي حصل. بترجع مبسوطه تاني، والكل كان في قمه السعاده. القتال التاني كان بدا، وكان هاوزر ضد المصارع ده واللي ما كانش عارف يعمل معاه اي حاجه وخسر بكل سهوله. بعدها بقى بيجي وقت القتال التالت، كاين ضد العجوز. يا ترى مين اللي هيفوز؟ شد حيلك يا عجوز. بيدخل الاثنين على الحلبه وبيستعدوا للقتال، وعلى عكس المتوقع كينج من غير سلاحه كان ضعيف جدا وما كانش عارف يعمل اي حاجه مع كاين، وخسر طبعا بكل سهوله. ننتقل بقى الى النهائي والى الحدث الرئيسي، وهو قتال مليودس ضد بان. يا ترى مين اللي هينتصر؟ الى ان وصل دور بان ضد مليودس، فيا ترى بقى مين اللي هيفوز فيهم؟ يلا بينا نكمل الانمي. وبعد ما بيطلع الاثنين على الحلبه، بان بيقول لمليودس مالك كده انا شايفك متحمس قوي. مليودس بيقول له لا بس افتكرت حاجه كده من الماضي. بان بيقول له ايه هي؟ مليودس قال له هتعرف دلوقتي، وضربه بالبوكس في وشه. بان وقتها افتكر اللي حصل اول مره اتقابله لما كان بان موجود في الحبس بعد فشل اعدامه 36 مره. بيدخل عليه مليودس وبيقول له تعالى معايا بره. بان بيقول له طلعني بالعافيه لو تقدر، وفعلا مليودس بيطلعه بالعافيه. بان وقتها بيفرح جدا وبيقول له الجوله الاولى من نصيبك بس الثانيه هتبقى من نصيبي. مليودس بيقول له لو عاوز جوله ثانيه يبقى لازم تيجي معايا، فبيوافق. ومن يومها وهم مع بعض بيستمتعوا بالمنافسه. نرجع بقى للقتال ما بينهم وهم في اوج حماستهم. القتال عالي المستوى، وكل اللي كان واقف كان مصدوم من قوه الاثنين وسرعتهم. مليودس كان مسيطر في الاول وبيضرب بان بكل قوته، بس بان مش سهل برضه، بيستخدم قوته في الانتزاع وبيبدا ياخد طاقه مليودس ويضيفها ليه. فعلا قدره مرعبه. مليودس قدراته الجسديه يكاد تكون اختفت وما عادش قادر يعمل حاجه. بان بيضربه وبيقع على الارض وشكله هيخسر. ديانا كانت بتتفرج وحاولت تمنع بان من ضرب القائد، ولكن كينج منعها. مليودس بيقول لها ما تقلقيش انا اللي هكسب. ففي وقتها بان اتحمس، بيجمع كل القوه اللي اخدها من مليودس وهوب بيضرب بوكس بيكسر ام الحلبه من قوته. بس المفاجاه مليودس اللي كان واقف منتصر وبان هو الخسران، وكان جسمه مليان بالجروح. الا هو ايه اللي حصل؟ وبيتضح بعدها ان بان بعد ما ضرب القائد بالبوكس في بطنه، مليودس قام واتفعلت هيئته الشيطانيه، كسرت ايد بان وضربه في كل جسمه، وده كله في اقل من ثانيه يا صديقي. يا نهار ابيض. كينج وديانا كانوا واقفين مرعوبين من قوه مليودس، والكل طبعا كان في ذهول من الموقف. بس بعدها الحكم بيحكم بفوز مليودس وبقوا في قمه السعاده. بيطلع بعدها على ديانا وكينج اللي كانوا لسه مستغربين من اللي حصل، وبيقول لديانا تجهز علشان هي اللي عليها الدور. بتدي له اليزابيث وبتطلع فعلا على الحلبه، واللي هتنافس فيها هاوزر، واللي كان ولع من الحماس بعد مشاهدته لبان ومليودس وهم بيقتلوا. بس من ناحيه ثانيه كانت فيرونيكا وغريامور بيدوروا على اليزابيث في كل مكان، ولكن مش لاقيينها. فيرونيكا في الوقت ده كانت قلقانه جدا عليها وخايفه للخطايا يعملوا لها اي حاجه. نرجع بقى للقتال بتاعنا. بعد ما دخل هاوزر وديانا على الحلبه بيبداوا في الهجوم على بعض، والواد بيكون قوي جدا، ودي
لي انا بتفادي هجماته بكل صعوبة، مفكرها خايفة منه، بس الحقيقة هي خايفة على الهدوم مش اكتر. يا بنت الجامدة. هاوزر بعدها بيتحمس وبيبدأ في الهجوم بشراسة اكتر عليها، والبنت هدومها كلها باظت. هاوزر بيهجم عليها بعصار تاني، وديانا ما بتقدرش تستحمل وبتطير في الجو، مفكر انه كده خلاص هيكسبها. ولكن انت بتحلم يا ابني. ديانا بتفعل تقنيتها الحديدية، بتنزل عليه وبتكسر عظمه. يا بنت اللعيبة. بعدها بيحكم الحكم بفوز مطرونة في القتال، وكانت في قمة السعادة. ننتقل الى القتال التاني في نصف النهائي، وهو مواجهة مليودس ضد كاين. بيطلع الاتنين على الحلبة، وشكل كاين دور حاجة. بيقول لي مليودس وهو بيطلع: انا كنت شاكك فيك اول ما شفتك، انت زيه وفي نفس طوله، ولما سمعت اسمك مليودا فوت اكدت منك، انت ابن مليودس صح؟ مليودس بيقول له: لا انا هو. كاين بيتصدم وبيقول له: ازاي كده؟ المفروض هو عنده 33 سنة دلوقتي. مليودس بيقول له: والله انا هو. كاين بعدها بيتعصب وبيخلع البتاع اللي عليه، وبيقول له: لو كنت هو فجهز بقى لمصيرك. مليودس ما كانش فاهم حاجة وبيبدأ يصد هجماته. كاين بيقول له: انت ليه هجمت على بلدك؟ ليه قتلت البنت اللي حبيتها؟ مليودس ما بيعرفش يرد، وسايب نفسه ينضرب مش اكتر. ديانا وكينج كانوا قالوا عليه وهو سايب نفسه ينضرب. كاين بيجمع قوته وبيضربه ضربة قوية، ولكن مرة واحدة مليودس بيجمع شهادات نفسه وبيصدها بالعكس الكامل. بيقول بعدها لكاين: انا عملت كل ده علشان احميهم مش اكتر. كاين بعد ما شاف مليودس بيستخدم العكس الكامل اتاكد ان هو فعلا، راح عليه بعدها وحضنه وقال له: انا ما كنتش مصدق انك هتدمر مملكه ليونا من غير سبب، انا مصدق كل كلماتك قبل شويه. وبيعيط من الفرحه. الحكم بيقول لهم: طيب والنزال اللي ما بينكم؟ كاين بيقول له: ده خسرت انا. وبنعرف بعدها ان كاين ده كان فارس صغير بيعتز جدا بميليودس، وقصه مدينه ليونا دي هنبقى نعرفها بعدين يعني. المهم كده المهرجان اتحسم، وسلاح ديانا الامبراطوري هيرجع ليها بشكل رسمي. ديانا وميليودس بيطلعوا على الحلبه وبيساعدوا بعدها علشان يتواجهوا. بان كان عارف ان ديانا بتحب القائد ومش هتضربه، وعلشان كده راح جاب شويه بنات يمثلوا ان مليودس بيحبهم وخلاها تتعصب على اخرها وتضربه. وكل شويه بتاكد ان بان ده مش سالك يا صديقي. بس في الوقت ده كان الفرسان المقدسين عارفين ان الخطايا في مدينه بازل، جمعوا 3 من الفرسان المقدسين ورايحين عليهم علشان يقتلوهم، وشكل في مجزره هتحصل دلوقتي يا صديقي. بتكمل ديانا ومليودس القتال بتاعهم، وهاوزر كان مصدوم من اللي شايفه، بيقول في باله: هي كانت بتهزر معايا ولا ايه اثناء القتال بتاعنا؟ بيكمل الاثنين ضرب في بعض بكل شراسه، والجمهور كان بيتفرج، ولكن فجاه الاثنين بيثبتوا في مكانهم وما بيتحركوش. هاوزر هو كمان حس بحد داخل عليهم. بان وكينج بيطلعوا على الحلبه. مليودس بيزعق للجمهور كله، بيفضح نفسه وبيقول للكل: انا مليودس قائد الخطايا السبعه، هعطيكم مهله دقيقه واحده تهربوا من هنا، اي حد هيفضل واقف بعدها هيتقتل، يلا امشوا من هنا دلوقتي. وفجاه تعويذه ناريه بتيجي من السماء وبتبدا في تدمير القريه والناس اللي فيها. ايوه الفرسان المقدسين وصلوا للقضاء على مليودس وفرقته. مليودس بيعرف الخطر اللي هم فيه وبيقول اللي معاه: تفرقوا بسرعه دلوقتي. هاوزر في الوقت ده كان راح علشان يلحق المدنيين وينقذ اللي يقدر عليه. فيرونيكا في الوقت ده كانت قلقانه جدا على اليزابيث وقررت تدور عليها قبل ما يحصل لها حاجه. وغير يامور كان عاوز يمنعها ولكن ما قدرش. في نفس الوقت ده بان كان ماشي كده وهوبا رمح جيركو بيخترق قلبه وبيلزقه في الجدار. ها فاكرني؟ بان بيقول لها: انت تعرفيني؟ البنت بتضربه وبتوقعه على الارض وبتكسره حرفيا. بتقول له: انا اللي استهزأت بيا في سجن باستا واهنتني هناك، غضب اتجاهك خلاني اوصل ليفل تاني من القوه، انا مستحيل اسامحك. غيلا في الوقت ده كانت قابلت مليودس هي كمان، والقت عليه تعويذه ناريه، سلسله من الانفجارات هتفضل تنفجر فيه لحد لما تقتله. هوك كان بيجري في الوقت ده وبيدور على اي مكان يستخبى فيه هو واليزابيث، وهوبا مليودس وبان طايرين في السماء ومخبوطين قدامه. تم هزيمه كل من بان ومليودس على ايد الفرسان، مفكرين ان كده محدش قدهم يعني، ولكن جالكوا العوائل اللي تخافوا منه. كينج مسكهم هما الاثنين وعمل منهم شاورما، بيقول لهم بعدها: خلصت ولا لسه؟ هوك اخذ مليودس وبان وراح علشان يخبيهم على مكان كويس. ديانا في الوقت ده كانت بتدور بقى على سلاحها الامبراطوري ولكن مش لاقياه. بتشوف بعدها راجل مسن واقع قدامها وبتجري علشان تلحقه. هاوزر بيشوفها وهي بتلحق المسن في الوقت ده وبيستغرب جدا من اللي بتعمله. فارس مقدس تاني بيدخل عليهم، بيفعل قوته على ديانا والعجوز وشكله هيقتلهم. ديانا بتهدف العجوز لهاوزر وبتقول له: خدوا المكان امن، وبتقع هي في حفره كده جوه الارض، وشكلها دي نهايتها ولا ايه يا صديقي؟ اليزابيث في الوقت ده كانت عماله بتدعي مليودس يخف، وما كانتش ملاحظه ان جسمها بدا يرجع لطبيعته. بتعدي اختها فيرونيكا من جنبها وبتشوفها وهي في الحاله ديت، وبتدي لها بعدها هدوم تستر بيها نفسها، وبعدين بتفرح جدا انها سليمه وما فيهاش حاجه. بتقول لها فيرونيكا: انا سمعت انك اتحالفتي مع الخطايا علشان تخلصوا على الفرسان كلهم. اليزابيث بتقول لها: انت فاهمه الموضوع غلط. فيرونيكا بتزعق لها بعدها وبتقول لها: فاهمه ايه غلط بالظبط؟ انت بتتعاملي مع شويه وحوش مش اكتر، واكبرهم هو زعيمهم مليودس، وحش وما عندوش اي رحمه. اليزابيث بتتعصب، بتحاول تدافع عن مليودس قدامها، بس فيرونيكا ما بيفرش معاها كلامها. بتاخد ايد اليزابيث ولسه هتمشي، بتلاقي مليودس ماسكها وبيقول لها: انا اللي هحميها. فيرونيكا
اتصدمت، بتطلع بتاعها كده بعدها من ايديها. هندريكسن كان عطالها، قال لها اول ما تقربي من مليودس رديت التعويذة ديت، وهو يتحبس جواها، ودي اداة بتحبس اي حد عنده قدرات شيطانية. بتقول البنت التعويذة فعلا ومليودس بيتحبس جواها. اليزابيث بتكون مستغربة من اللي حصل وبتقول لها رجعيه، بس دي بتقول لها معرفش بيرجع ازاي. اليزابيث بتحاول تقاوم بس غريامور بيمسكها وبيدخلها جوا الجدار بتاعه، وبيقول لها انا اسف بس دي اوامر فيرونيكا. هوك بيحاول يحرر اليزابيث ولكن ما بيعرفش. بن في الوقت ده بيقوم ويهدد غريامور لو ما فكش البوابه هيقتل حبيبته فيرونيكا، وغريامور بيتسمر وما بيكونش عارف يعمل حاجه. من ناحيه تانية كينج بدا يحس ان طاقه مليودس اختفت وقرر يروح هناك علشان يشوف في ايه. غيلا وجيريكو بيحاولوا يمنعوه، بس ده غير الكل يابا، بيستخدم الهيئه الرابعه من الرمح الاسطوري بيضربهم بيها، ولكن وفجاه الرمح بيتقسم لنصين والبنات بتختفي. كينج اتصدم، بيبص كده ما بيلاقيش غير الحكم هو اللي واقف، بيفرد نفسه بعدها وبيطلع هو اللي لحق البنات منه. الحكم بعدها بيظهر على حقيقته. الواد بعد ما بيشوفه بيترعب جدا وبتحول لهيئته الثانيه، بيقول له هيليبرام انت ازاي عايش لسه؟ هيليبرام بيقول له فكك من الماضي دلوقتي، انت هتموت. غيلا وجيريكو بيسيبوا كينج وبيروحوا على بقيه الخطايا، وشكل الدنيا هتخرب على دماغ الكل ولا ايه يا صديقي؟ كينج بعدها بيحاول يضرب هيليبرام بس ده قوي جدا والواد مش عارف يعمل معاه اي حاجه، بيحاول يضربه برمحه بس بيمسكه منه وبيضربه. كينج بيحاول يدافع بس كانت اذى جدا وشكلها دي نهايته. من جانب تاني بقى، واثناء ما كان بان ماسك فيرونيكا وبيهدد غريامور بيها، بتيجي جيريكو من وراه وبتضربه وبتخليه يسيبها. بعدها غيلا بتخلي غريامور يفك الحاجز عن اليزابيث وبتروح عليها، بتقول لها تعالي معايا بهدوء يلا، ولسه هتاخدها وبتلاقي فيرونيكا بتمنعها وبتقول لها هي مش جايه معاكي، اهدافك انت وهندريكسن مالهاش دعوه بيا. غيلا بترفع عليها السلاح وغريامور لما بيشوفها بيحبسهم. اليزابيث بتستغل الفرصه وبتهرب، بس فيرونيكا بتلحقها. غيلا بتقول لغريامور خلي بالك على حبيبتك، انا نشرت الغام في المكان هنا كله. غريامور اترعب، لسه ينادي على فيرونيكا بيلاقي اليزابيث داست على احدى الالغام وكانت هتموت، بس فيرونيكا ضحت بنفسها واخدت الضربه مكانها. غريامور بعدها بيروح لهم وبيلاقي اليزابيث قاعده بتعيط وبتحاول تفوق فيرونيكا باي طريقه. البنت بتفتح عينيها فعلا وبتقول اليزابيث انت كويسه، انا اسفه علشان زهقتلك قبل شويه، انا بحبك. اليزابيث بتقول لها انا اللي اسفه، ما تعتذريش، انت على طول كنت بتقف جنبي وبتحميني حتى وانت صغيره، كنت على طول بتحميني. فيرونيكا بتلفظ اخر انفاسها وبتقول لغريامور انا عاوزاك تقف جنبها وتحميها. غريامور لسه ما ردش وبيلاقي البنت غمضت عينيها وماتت. الواد ما قدرش يستحمل وعينه دمعت من الحسره، طاقته السحريه اتزعزعت والحاجز اللي على غيلا وجيريكو بيفك. بيروحوا بعدها على اليزابيث علشان يقبضوا عليها، بيضربوا غريامور وبيجازوا علشان يخطفوها. اليزابيث في الوقت ده كانت حزينه جدا وبتنادي على مليودس علشان يلحقها. غيلا بتقول لها صياحك ده ملوش اي لازمه، استحاله يسمعك، بس انت بقى متخيل ان مليودس هيسيبها يا صديقي؟ قولها معايا. لا والله، الحاجز اللي اتحبس فيه مليودس اتكسر، بدات تتسرب هاله مليودس الشيطانيه، المكان كله اتغمر بطاقه شيطانيه وبان كان مرعوب. مليودس جسمه كله اترسم عليه علامات غريبه كده والكل كان مرعوب منه. غيلا وجيريكو في الوقت ده حسوا بدماء شيطانيه بتغلي جواهم، لسه ما اتحركوش وبيلاقوا مليودس بيقطع ادغله وبياخد سيفه، بعدها بيلوح بيه كده والمكان بيتدمر. جيريكو كانت قلقانه عليها وراحت علشان تعالجها، بتعمل تعويذه فعلا واسترعب وخوف من مليودس اللي هيقتلها. بان في الوقت ده كان حاسس بحاجه غريبه من القائد، لسه هيقول لغيلا وجيريكو ما تتحركوش، بيلاقي مليودس بيهجم عليهم وبيشق نصين كده في طريقه وشكله ما عادش شايف قدامه. بعدها مليودس بيروح على اليزابيث وهوك بعد ما بيدمر كل اللي حواليهم، بيطمن عليها وبعدين بيتجه الى مكان كينج. واثناء مكان هيليبرام بيعذب في كينج وهيقتله، بيحس بطاقه مليودس الضخمه وهي بتحتل المكان كله، بينزل عليه بعدها وبيبدا يكسره. هيليبرام ما كانش سهل وعمال بيضرب مليودس برضه. بعدها بيقول لي مليودس انا كده عرفت حقيقتك، انت هجين من البدايه وعندك قدرات شيطانيه صح؟ مليودس ما بيردش عليه وبيطلع حاجات من جسمه وبيبدا في الهجوم عليه. هيليبرام بيحاول يفادي الضربات يمين وشمال بس ده مش هيسيبك. بينجح هيليبرام مره انه يضرب مليودس بالسيف بتاعه، ولكن العلامات السوداء اللي على جسمه بتحميه، العلامات بتكبر اكتر ومليودس شكله هيخلص عليه. ولكن في وقتها هيليبرام بيقول لمليودس عن سر طاقته، بيقول له انا قدرتي متصله باكتر من 20 فارس مقدس، وطالما انت قادر عليهم يبقى محتاجين اكتر. وفعلا هندريكسن بيعطي جزء من قوته في الرابط، طاقه هيليبرام زادت بدرجه كبيره وقدر يفوز على مليودس بضربه واحده. يا نهار ابيض، شكل هندريكسن ده قوته مهوله باين. المهم هيليبرام بيقول بعدها كل الخطايا كده قد تم صحكهم، ودلوقتي كل اللي انا محتاجه هو السيف بتاعك والاميره. واليزابيث في الوقت ده كانت قلقانه جدا وخايفه على مليودس لا يحصل له حاجه. هيليبرام كمان كان بيلبس الخوذه وبيجهز علشان يقتله، بس في نفس الوقت ده كانت الحانه الام جابت هدوم لديانا وعطتها لها. هاوزر والفارس بيحسوا بيها
بيها والكل ما بيكونش مصدق. في نفس الوقت بن بيكون عالج نفسه وبيجري على اليزابيث وبيشيلها، بيقول لها احنا لازم نهرب من المكان هنا بسرعه. اليزابيث بتقول له ومليودس، بن بيقول لها مفيش وقت لازم نهرب بسرعه. البنت حاولت تمنعه ولكن ما عرفتش. هيليبرام بيشوفه وهو بيجري وبيقرر يروح وراهم بعد ما يخلص على مليودس الاول، ولكن هوب فجاه ديانا بتظهر من وراه بشكلها الحقيقي، بتروح على مليودس المصاب بعدها وبتشيله وهي في قمه الغضب. هيليبرام بيقول لها انت لسه عايشه، ما تقلقيش هقتلك دلوقتي. ديانا بتتكلم بعصبيه وبتقول لي هيليبرام انت اللي عملت فيه كده. هيليبرام بيقول لها ايوه وفين المشكله يعني. ديانا اتعصبت جامد وقالت له جاهز علشان هتموت، وهجمت بسلاح الامبراطوري بكل قوتها. هندريكسن بيلاحظ قوتها وبيأمر هيليبرام في الانسحاب بسرعه من المكان. ديانا بتجمع قوتها كلها وهوبا عينك ما تشوف النور بعدها، المكان كله بدا يتدمر والارض من تحتهم بتنهار. بان بيقول له هوك حرك حفرك اسرع والا هتموت مع الحطام. واتاري بان كان عارف باللي هيحصل وكان بيهرب من ديانا مش من الفارس يا صديقي. ودي بقى قوه ديانا بعد استخدامها لسلاحها الامبراطوري، حرفيا قوه لا تصدق. الرابط مع هيليبرام بيتقطع بعدها والكل بيكون مفكره مات. بعدها ديانا بتروح على بان وهوك ومعاه القائد، وده طبعا بعد ما استعاد وعيه. بيجري عليه بان وبيديله بوكس كده على الطاير وبيقول له كده احنا دلوقتي متعادلين. بعدها اليزابيث بتروح على مليودس وبتحضنه وبتكون فرحانه جدا انه رجع لها بخير وسلامه. وغريمور في الوقت ده كان استخدم قوته وحمى نفسه من هجوم ديانا. بتروح عليه اليزابيث بعدها وبتلاقي لسه بيعيط، بتقول له اختي كانت بتحب تلعب جنب النهر دايما، انا عاوزاك تدفنها هناك وانا هرضع الفرسان المقدسين ومش هسامحهم. غريمور بيتصدم منها طبعا ومن القوه اللي هي بينتها، وبعدين بيسيبهم ويمشي. في نفس الوقت هاوزر كان لاحق العجوز والفارس من الهجوم بتاع ديانا، واللي حصل اول ما طلعت انها هزمت الفارس ده بضربه واحده وطلبت من هاوزر يبعدهم لحد ما تعمل هجومها. وهاوزر طبعا سمع كلامها علشان حس انها طيبه ومش شريره زي ما الناس بتقول يعني وكده. المهم اليزابيث في الوقت ده بتسال مليودس عن سيفه وبيقول لها اتسرق مني، بصت له كده بعدها وزعلت علشانه، بس مليودس قال لها طالما انت كويسه فانا ما عنديش مشكله وراضي. البنت اتحرجت كده وشها قلب الوان. في نفس الاثناء هيليبرام بيكون نجح في الفرار من الموت بعد تعرضه لعده اصابات، ولكن في المقابل كان معاه سيف مليودس، واللي اتضح ان هو مش سيف عادي، لا ده مفتاح لاحياء عشيره الشياطين. في نفس الوقت ده بقى في المملكه بينتشر اشاعات موت كل من فيرونيكا وغريامور. هاوزر طبعا ما كانش مصدق بس غير اكد له، فطبعا الواد اتصدم. المهم بقى في الوقت ده كان بان متعصب جدا، قاعد يتدرب مع كينج والواضح انه قلقان جدا على القائد، وبيقول مستحيل يكون زي الوحش ده، ويقصد الشيطان اللي قتل ايلاين. بيقول بان بعدها القائد وايلاين هما الاثنين اللي قبلوا بواحد زيه، مستحيل يطلع زيه، وكان في قمه الحزن وقتها. في نفس الوقت مليودس كان قاعد كده وبيفكر في اللي بيحصل، بيقول ما عادش ينفع تساهل في المعارك بعد كده. بيقطع غصن شجره وبيقسم بيها جبل قدامه، الكل طبعا اتصدم من قوته وما كانش مصدق، بس مليودس كان ماشي وشكله هيخرب الدنيا. من ناحيه تانية في القصه كان في شخص ماشي مع واحد بدرع عملاق وشكله واحد من الخطايا، الدرع بتاعه كان اتضرر من هجوم الفرسان على بازل واتقطع حته منه كده. المهم الاثنين دول بيروحوا على الغابه وبيقعدوا هناك مع بعض. الواد ابو شعر اخضر ده مسمي نفسه ايلان وبيعتني بالمدرع، واللي باين عليه غلبان جدا وما بيعرفش يتعامل مع حد غيره. ايلان بيجيب له كتب وبيفضل يقراها له علشان المدرع ده بيحبها. في نفس الاثناء بتوصل اخبار لهليبرام عن المدرع وبيشكوا انه واحد من الخطايا ولازم يقتلوه، وعلشان كده هليبرام بيبعت فرقه زئير الفجر علشان تقتله، والمعروفه انها فرقه من اقوى فرق المملكه. المهم جيريكو بتكون متضايقه جدا علشان مش هتروح هي، بس غيلا بتقول لها احنا لازم نرتاح الاول. بعدها غيلا بترجع على بيتها، بتقابل اخوها الصغير والواضح انها بتحبه جدا وشغاله فارسه اصلا علشانه، ولكن وهي بتعتني بيه شويه من الناس في الشارع بيحذفوا البيت بتاعهم بالطوب، وده علشان ابوهم اتهم بخيانه الفرسان المقدسين وهروبهم المعركه، واخوها الصغير كان بيتعرض للتنمر منهم دايما. وغيلا طبعا كانت في قمه الحزن عليه، بتنيمه بعدها كده وبيظهر مشاعر الاخوه ما بينهم. بتطلع بعدها على الناس اللي اتنمرت عليه وبتقتلهم كلهم وبتقول انا هستحمل اي حاجه علشانك، تقصد اخوها يعني. وفي نفس الوقت ده الخطايا بيكونوا وصلوا على مدينه جديده وجهزوا علشان يرتاحوا من معركتهم وكده، بيوزعوا نفسهم في المكان وكل واحد هيعمل الحاجه اللي هتناسبه. اليزابيث هتنزل تشتري الاغراض اللي محتاجينها من المدينه، والرجاله هتروح تصطاد حيوانات من الغابه للاكل وكده. اليزابيث بتغطي وشها فعلا وبتروح مع هوك على المدينه، بتقابل الان هناك واللي كان مستخبي وكمان من شويه فرسان معديين كده، بيتعرفوا على بعض وبيقول لها انه بيدور على شريط لازق علشان يغطي بيها درع صاحبه. اليزابيث ما بتعرفش تفيده وبعدين بيمشي. في نفس الوقت ده كان مليودس وكينج وبان بيتنافسوا على
مين اللي اصطاد اكتر، والدنيا اخر روقان معاهم. بيسمعوا صوت جاي من جوه الغابه وبيجروا علشان يشوفوا في ايه. اول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا جثث مغرقه المكان كله ومحدش قادر يتحرك. ميليوداس بيشوف واحد في الروح كده وبيساله هو ايه اللي بيحصل. الراجل ده بيقول له ان العملاق المدرع بيقاتل فرقه زائر الفجر وهو اللي ضربهم. ميليوداس بعدها بيشك ان ممكن يكون واحد من الخطايا وبيجمع الفرقه وبيجري عليهم علشان يلحقوا. فرقه زائر الفجر في الوقت ده بتكون محاوطه المدرع وبيجهزوا علشان يقتلوه، ولكن ميليوداس وفرقته بيجوا علشان يحموه. الكل بيتسمر مكانه واللي هيتحرك الاول هيخسر القتال. وفي وسط ان الكل كان واقف وخايف يتحرك بيلاقوا اعلان داخل على المدرع وبيتكلم ولا في دماغه. بان بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت اتهبلت؟ الواد مش فاهم حاجه. المدرع اتعصب بيضرب بايده على الارض وفرقه الفرسان بدات في الهجوم. ميليوداس بيهجم على واحد فيهم ولكن بينجح يثبته. كينجو كمان بيتثبت وبان بينضحك عليه هو كمان بوهم كده من صنعهم. بيطلع واحد من الفرسان من وسط الجثث وبيكون مجمع طاقته وخلاص شكله هيقتل المدرع. بيضرب بالسهم بتاعه والكل ما بيكونش فاهم اللي بيحصل، مفكرين خلاص كده ان المدرع مات، ولكن هوب بيتفاجئوا الان ماسك السهم بايد واحده. بيقول لهم وسط المعركه وانشغال الكل بالقتال كان في واحد واقف مستني السهم يجي في المكان اللي هو عاوزه، وهو انا يعني. ميليوداس بيتصدم من طريقه كلامه وبيقول معقوله؟ ايوه معقوله يا صديقي، خطيه الماعز جسر وصل وشكله هيخرب الدنيا. الفرسان اللي كانوا واقفين ما كانوش مصدقين ان ده من الخطايا السبعه، بس العلامة السهم قال لهم طالما قدر يمسك السهم المشبع بطاقته السحريه يبقى مش شخص عادي. بان بعدها بيروح على جسر وبيقول له يعني اللي كان جوه الدرع طول السنين اللي فاتت كان انت؟ ده ايه الصدمه ديت؟ جسر بيقول له ايوه، وبيتعرف على باقي الخطايا. بعدها بيسالوا ميليوداس عن اللي جوه الدرع بداله، بس هو بيقول لهم والله ما اعرف. الفرسان بعدها بيقولوا له خلصت حفله الترحيب بتاعتك؟ يلا بينا بقى. جسر بيقول لهم يعني ما فيش امل خالص انكم تسيبوه في حاله؟ الفرسان قالوا له لا. جسر بيقول لهم تمام وبيقطع راس المدرع بايد واحده. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ مش صاحبك ده ولا ايه؟ جسر بعدها بياخد راس المدرع وبيديها للفرسان، بيقول لهم دي لو اتقلبت لمعركه من ثلاث اطراف الناس في المدينه هتتاذى، فخدوا راس المدرع وكانكم كملتوا مهمتكم. قائد الفرسان بتعجبه الفكره وبياخد الراس وبيمشي. العيال بيقولوا له انت موتته ليه؟ انت مش كنت متعاطف معاه ولا ايه؟ جسر قال لهم مفيش الكلام ده وجهزوا علشان هو لسه عايش، وخلي بالكم ده كان بشر عادي. العيال بتتصدم ومحدش بيكون مصدق. الوحش بيبدا يتحول وجسر بيحكي لهم على اللي حصل. بيقول لهم وانا ماشي في مره لقيت شخص عنده طاقه شريره طالعه ولكن جواها طاقه فارس مقدس عادي، بس الطاقه الشريره بتاعته كانت هايجه وعلشان كده لبسته الدرع بتاعي علشان يختم له الطاقه ديت، ولكن نتيجه للاضرار الكتيره من الطاقه ديت الدرع اتدمر ولازم نقتله دلوقتي. بانو وميليوداس بيهجموا عليه ولكن الوحش بيضربهم. كينج بيستهزئ بيهم وبيحاول يضربه ولكن بيهزمه برضه. جسر قال لهم سيبوني شويه كده وقاتلوا انتم. ميليوداس وبان قرروا القتال بجديه وطاروا على الوحش علشان يقتلوه، بس في اخر لحظه ميليوداس بيسمع البشري وهو بيترجم هيقتلوش، فما بيقتلوش فعلا وبيسيب نفسه يتمسك. لسه الوحش هيقتله بيلاقي سهم بيدخل في الراجل وبيثبته. بعدها بان بيستغل الموقف وبيلحق ميليوداس منه. بان بيزعله بيقول له انت ما قتلتوش ليه؟ كان في ايدك تقتله. ميليوداس بيقول له بس الراجل لسه عايش. بان بيقول له ايه يعني؟ جسر في الوقت ده بيدخل عليهم وبيقول لهم انفيجن او الغزو دي قدرتي، بتدخل اي واحد في ذكرى وبتخليه محاصر جواها. بان بيقول له يعني دي فرصتنا اللي احنا نقتله، انت لسه واخد ماكر زي ما كنت قبل كده. بيكون رايح علشان يقتله فعلا ولكن ميليوداس بيمنعه. بان بيبص له بقرف كده وبيقول له سيبني انا هقتله، وبيستخدم عليه قوته وبيطلع قلبه فعلا. وفي نفس الوقت ده كان كاين وصل على حانه ميليوداس وقابل اليزابيث هناك. الراجل اول ما شافها اتصدم مكانه والدمعه كانت في عينه، وبعدها البنت دخلته جوه قال لها انا كنت بشبه عليكي بس مش اكتر. اليزابيث بتساله عن مين اللي كان بيشبهها بيها، كاين بيقول لها كان اسمها اليزابيث برضه، شكلك وشبهك وحتى في نفس وشك حبيبه ميليوداس الاولى، كنا بنقول لها يا ليس دايما، كانت في الاول فارسه لجنود اعداء لمملكتنا ولكن ميليوداس اخذها وخلى الحاكم يعفو عنها، عاشوا مع بعض بعدها وكانوا في قمه السعاده. اليزابيث بتقول لي كاين انا عارفه ان ميليوداس طول عمره طيب وهيساعد اي حد حتى لو كان من اعدائه. كاين بيقول لها طبعا، بس تعرفي هو ليه دايما ما بيستخدمش سيفه؟ اليزابيث قالت له ليه؟ قال لها علشان هو قوي جدا واي مبارز بيدخل قصاده بيطلع متعور، والسيف ده ليز كانت عاملاه علشان تدهوله ولكن مرضاش ياخده. اب ادهوله انت بقى يا بنتي. وفي الوقت ده ميليوداس كان متضايق من بانو وبيقول له انت قتلته ليه؟ بان بيقول له انا مجرد انهيت حياه شخص بائس ما عادش ليه لازمه. ميليوداس اتعصب، ولكن في الوقت ده ما بيكونش الراجل ده مات لسه، ده بيكون عايش في وهم جسر اللي صنعه، وبيطلع ان الراجل ده ابو غيلة واخر ذكرياته وهو بيقول لغيلة تخلي بالها من اخوها الصغير، وبعدها روحه بتختفي من الوحش نهائي. الوحش بعدها بيدخل في حاله هيجان والكل بيتصدم انه لسه عايش، وبان في الوقت ده عارف انه شيطان هو كمان وعنده اكتر من قلب.
اليزابيث وكين بيسمعوا صوت الوحش في الوقت ده وبيقرروا يروحوا على الغابة علشان يعرفوا في ايه، واليزابيث بتاخد السيف معاها علشان تدي لميليودس. وفي الوقت ده الشيطان كان اتحول التحول الكامل وشكله يخرب الدنيا، بيهجم على ميليودس علشان يقتله والواد ما بيتحركش من مكانه، بيفضل يناديله علشان يسمعه بس خلاص مات يا صاحبي. بان بيلحق ميليودس في اللحظة الأخيرة وبياخد الضربة مكانه. كينج بعدها بيحاول يضرب الشيطان بس ميليودس بيمنعه، فبيتشتت انتباهه والوحش بيضربه هو كمان. بان وقتها بيرجع جسمه وبيضرب ميليودس على دماغه، بيقول له طبتك الزايدة ديت مش هتسبب لك غير الأذية للناس اللي بتحبها. اليزابيث بتوصل في الوقت ده على المكان وبتدي السيف لميليودس علشان يقتل بيه. السيف بيطير وميليودس بيفتكر ليز لما كان السيف معاها. اليزابيث بتقول لميليودس انا عارفة انك بتخاف على اللي قدامك، بس ليزي هي كمان كانت بتخاف عليك وعاوزة حمايتك، لو اذيت الوحوش والناس المذنبين خطيئة فانا هشيلها معاك. ميليودس بيتأثر جدا من الكلام، بيطير على السيف وبيمسكه. بان لسه ملحقش يشوفه بيلاقيه مسك الوحش وقسمه بالسيف بتاعه. عاش يا قائد والله. بعدها بيطلع من جسم الفارس حاجة كده، واتضح انها كانت سبب التأثير ده عليه وهي اللي حولته لشيطان. وكينج في الوقت ده بيعرف ان في تجارب بتحصل في المملكة على الفرسان، غوسر بيستخدم قوته وبيعرف مين السبب الرئيسي وراها واللي هو هندريكسن يعني. بعدها ميليودس بيروح على اليزابيث وبيشكرها على الكلام اللي قالته وبيقول لها انت حررتيني من حاجة دايما كانت على طول مقيداني. ورجع بعدها الكل في قمة السعادة. وبس لحد هنا. وبعد ما هزم الخطايا الشيطان وقتلوه، بدأ الكل في الترحيب والاحتفال بجوسر بعد رجوعه ليهم. بيتعرف على اليزابيث وبيقرر يساعدها في مخططاتها لقمع الفرسان ورضعهم. بس وهم قاعدين بيحتفلوا، ميليودس بيسأل جوسر عن الشخص اللي خلاه يفقد وعيه من 10 سنين. جوسر بيستخدم قوته عليه وبيعرف ايه اللي حصل وبيقول له خطية الخنزير مارلين هي اللي عملت كده، وميليودس ما بيكونش عارف السبب. بعدها بيستخدم جوسر قوته على الخطايا وبيبدأ يفضح في اسرارهم وبيحرجهم كلهم قدام بعض، وكان طبعا الكل في قمة الاحراج وقتها. المهم وجوسر بيستخدم قوته على كينج، بيكتشف انه ما استخدمش قوته الكاملة اثناء نزاله الاخير، لسه هيفضح السبب. فرح كينج قافل بقه، والظاهر ان كينج كان يعرف الابرام قبل كده. المهم في الاثناء دي في المملكة هاوزر بيروح على دروفاس وبيحكي له عن الفرسان الجدد واللي بدأوا يظهروا الفترة الأخيرة. دروفاس بيشك في هندريكسن وبيقول أنا لازم أتكلم معاه بسرعة، وفعلا بيروح علشان يكلمه. في نفس الوقت ده كانت غيلا وجيريكو قاعدين يتدربوا مع بعض في ساحة القصر، والظاهر إن جيريكو ما كانتش مركزة ودماغها متشتتة في حاجة تانية. غيلا بتاخد بالها وبتسألها عن السبب، جيريكو بتحكي لها اللي حصل، بتقول لها بعد ما هليبرام أمر فرقة زئير الفجر بقتل العملاق المدرع ما كنتش مقتنعة ورحت وراهم علشان أقتله، ولكن الخطايا كانوا هناك وهم اللي قتلوه. غيلا بتقول لها طيب وفين المشكله يعني؟ جيريكو قالت لها انا حسيت من الوحش ده بمصدرين للطاقه، المصدر الاول هو الشيطان اللي تحت الارض، اما المصدر الثاني فهو فارس مقدس عادي. غيلا اترعبت قالت لها ده زينا بالظبط. جيريكو قالت لها ايوه، وانا بعد ما مشى الخطايا حفرت القبر اللي هم دفنوه فيه علشان اتاكد من اللي حصل، ولقيت القلاده ديت مع الفارس. غيلا اترعبت اكتر، القلاده ديت كانت بتاعه ابوها، يا ترى ايه اللي حصل له؟ في نفس الوقت ده كان الابرام وهندريكسن ركبوا سيف ميليودس في البوابه وبداوا في طقوس احياء عشيره الشياطين. البوابه بتفتح فعلا وايادي الشياطين بدات تظهر، ولكن لسه ما بتفتحش بصوره كامله، وده معناه ان لسه في مفتاح ناقصهم. في نفس الوقت ده كان الخطايا متجهين الى بلده جديده للبحث عن العضو السادس، بس قبل ده كله ميليودس بيقول لهم انه لازم يرجع السيف بتاعه والا هتحصل كارثه. بيسالوا عليها وبيحكي لهم عن السيف وخطورته، بيقول لهم منذ زمنين بعيد اجتمعت كل العشائر وعملت ختم علشان تقدر تحبس فيه الشياطين جواها، ولو الختم ده اتفك او اتكسر الشياطين هترجع تاني وهتجتاح العالم. العيال اترعبت جدا وقالت لميليودس وايه الهدف من احيائهم اصلا؟ الحرب المقدسه، هندريكسن عاوز يخوض حرب طاحنه ضد عشيره الشياطين ويرجع الفوضى في العالم تاني. دروفاس بيقول له انت اتهبلت، انت ازاي هتعمل كده؟ انت نسيت ان احنا فرسان عداله برضه؟ هندريكسن ضحك قال له عداله ايه اللي بتقول عليها؟ انت نسيت انك استعنت بيا لقتل اخوك زاتار قبل كده واتهمت الخطايا السبعه بيهم؟ دروفاس اتصدم، انسان الستار عن حقيقه خيانه الخطايا للمملكه واتضح بؤس وخيانه فرسانها. في نفس الوقت ده بتدخل واحده كده على هندريكسن وبيامرها تجيب المفتاح الاخير، بتسمع الكلام فعلا وبتمشي. دوريفاس بعدها بيروح على هندريكسن وبيقول له انا مش هسمح لك تعمل كده. هندريكسن بيقول له انا محتاجك معايا، ولكن لو عرضتني اكتر هخليك تختفي زي ابنك غريامور. دوريفاس بيتعصب وبيقول له لا يختفي هو انت، وشكل في معركه هتقوم ما بينهم. في نفس الوقت ده واثناء ما الخطايا كانوا ماشيين، هوك بطنه بتوجعه وشكله محتاج يدخل الحمام يا صديقي. اليزابيث بتقوم هي كمان علشان تشوف ماله، ولكن هوب فجاه ساحره بتظهر من العدم وبتخطف اليزابيث قدامهم. ميليودس حاول يلحقها ولكن معرفش، وقتها ميليودس بيتعصب جامد، بيصرخ بأعلى صوته وبياخد سيفه وبيطلع بره الحانه، بيقول لديانا هتحدفوا على المملكه بسرعه. بان وغسر بيمسكوا فيه وشكل الحرب هتولع، ديانا بتشيلهم فعلا وهوب احلى صاروخ متجه الى المملكة.
الحركه. الفرسان بتلاحظ قوه غريبه جايه عليهم وبتعرف هندريكسن ودريفاس بيها. هندريكسن وقتها عرف انهم اخذوا المفتاح الاخير، بيقول لدريفاس نكمل قتالنا في وقت تاني، وبيطلعوا بعدها علشان يقتلوا الخطايا. بيعلن هجوم الخطايا على المملكه وجميع الفرسان بتجهز علشان تقتلهم. مليوداس وبانو وجسر بيوصلوا على المملكه في الوقت ده وبينطلقوا الى جحر العدو. مليوداس كان متعصب جدا وبيقول للي معاه هجمه بنيه القتل، وفعلا الفرسان بتحاول تضرب بكل طاقتها بس على مين يابا؟ مليوداس بيطيرهم كلهم واحد ورا التاني اللي بعده اهناه يا سعده. في نفس الوقت ده بيجي خبر صادم للفرسان من جميع الجهات، جيش مكون من 100,000 مقاتل واقف قدام بوابه القصر بقياده الملك بتاعهم ارثر بن دراجون ومستعد للهجوم على المملكه في اي وقت. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مليوداس وبان هما كمان حسوا بطاقه كبيره عند البوابه الثانيه ومحدش كان فاهم حاجه. هندريكسن في الوقت ده بيأمر بفتح البوابه وبيروح على الملك علشان يكلمه. بيوصل هناك فعلا وبيساله عن سبب وجوده في الوقت ده. ارثر بيقول له انا جاي هنا علشان اشوف ملك البلاد، كان ليه عندي جميله زمان وانا جاي اشكره. هندريكسن بيقول له شكرا على الزياره وكل حاجه، بس الملك تعبان ومش هيقدر يشوفك دلوقتي. ارثر قال له ده سبب اكبر يخليني ما امشيش، الشخص اللي معايا ده يقدر يعالج الملك من اي اصابه. هندريكسن بيقول له طيب هو حد يجي ب 100,000 واحد علشان يعالج الملك برضه؟ ارثر قال له ما تقلقش دول وهم مش اكتر. وفي ثواني الشخص اللي جنبه بيمحيهم. هندريكسن قال له تمام واخده معاه جوه المملكه. في نفس الوقت ده اليزابيث بتكون وصلت على احدى الزنزانات في مملكه ليوناس، بتسيبها الساحره هناك وبعدين بتمشي، بس لحسن حظها الساحره بتكون نقلت هوك معاها وقدر يكسر باب الزنزانه وطلعوا علشان يهربوا. بيشوفهم بعدها واحد من الحراس ولكن هوك بيخلص عليه في لمح البصر. ايوه كده هوك احمي الاميره. في نفس الوقت ده كانت الاميره مارجريت محبوسه في احدى الزنزانات جنب اليزابيث وباين عليها الاسى جدا، وبالمناسبه دي حبيبه غل. المهم مليوداس كان شغال ضرب في كل الجنود هو وبان ومش رحمين حد فيهم. بيدخل بعدها غسر عليهم وبيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا. بيستخدم قوته على الفرسان وبيخلي كل اللي واقف يستسلم، وده بانه بيلعب في ذكرياتهم وبيخليهم يفكروا الخطايا اصدقاء ليهم مش اكتر. جمدان والله. بعدها بيكملوا طريقهم وبيفكروا هيروحوا فين. بان بيقترح عليهم يدوروا في القلعه ومليوداس بيوافق. واثناء ما كانوا بيجروا ورايحين على القلعه، هندريكسن كان واقف كده في نص الطريق مع ارثر وقرر انه يقتله، وده علشان يواجه الخطايا من غير اي مشاكل. بتجيله الساحره في الوقت ده وبتعرفه ان المفتاح الاخير في الزنزانه، وتقصد اليزابيث بالكلام يعني. هندريكسن بيقول لها تمام وبيامرها تخبيها من الخطايا. بتمشي الساحره فعلا وبعدين بيتواجهوا. هندريكسن بيطير على ارثر وبيضربه بالبوكس كده وبيطيره، ولكن ارثر مش سهل وقدر يجرحه في وشه. اللي مع هندريكسن قرروا يساعدوه، بس هندريكسن قال لهم خلي بالكم بس من اللي وراكم. بيسمع مليوداس الضربه اللي حصلت قبل شويه وبيعرف ان هندريكسن هو اللي هناك. بيقول لبان وجسر انا هروح على مكان هندريكسن اسرع طريقه علشان الاقي اليزابيث هي بهزيمته، وشكل في مجزره هتحصل يا صديقي. من ناحيه ثانيه بقى، واثناء ما كان كل من ديانا وكينج متجهين على العاصمه، كان باين على ديانا انها زعلانه جدا، وده طبعا بعد رد فعل القائد بعد خطف اليزابيث. هي عاوزاه يلحقها وكل حاجه، بس كانت بتتمنى رد فعله ده يكون ليها هي وبس ويحبها زي ما بتحبه. بس كينج طمنها وقال لها لو انت حصل لك كده انا هتعصب زي القائد واكتر منه. ديانا فكرته بيواسيها وما عرفتش برضه حقيقه مشاعره ناحيتها. الحاله الام بتقطع كلامهم وبتيجي في بال كينج فكره، بيصفر كده واذا بكلب بيخرج من الفراغ، وده بقى اسلو يا صديقي، كائن من مخلوقات الجن وعنده القدره على نقل الاشياء اللي بياكلها لاي مكان كينج عاوزه. ديانا بتقترع عليه ووصلها للقصر بسرعه وفعلا بيوافق. الكلب حجمه بيزيد وهوب بياكل ديانا وبيوصلها لقبو القصر. الفرسان في الوقت ده بيحسوا بيها وبينزلوا على مكان ديانا، بيلاقوها فعلا ودريفاس بيتقدم علشان يقتلها. جسم ديانا كله كان لسه ما خرجش والظاهر انها محشوره في بقه اسلو. الفرسان ما بيهمهمش الكلام ده وبيهجموا عليها بكل قوتهم. ديانا بتستخدم سلاح الامبراطوري وبتدمر المكان كله. غل في الوقت ده بيقول لجيريكو وغلا تنسحب بسرعه وهم هيتولوا مهمه القضاء عليها، وبالفعل غل بيجمع قوته وبيستخدم قوه البرق عليها. ديانا جسمها كله بيتكهرب وما عادتش عارفه تعمل حاجه. دريفاس بيأمر هاوزر هو كمان يهجم عليها. الواد ما كانش عاوز يضربها في الاول ولكن بسبب ضغط دريفاس عليه بيستخدم قوته عليها، والظاهر انها في موقف لا تحسد عليها يا صديقي. هيليبرام بيستعين بقوه احد الفرسان هو كمان وبيبدا يستخدم قوته في الاطاحه بيها. ديانا في الوقت ده كانت عماله بتنضرب من جميع الجهات وشكلها دي نهايتها، بس البنت بتجمع طاقتها وهوبا اقوى تقنيه عند ديانا وقفتهم عند حدهم. اسطوره يا بنت والله. جسر بيشوف سحر ديانا وبيعرف انها كمان في العاصمه، بيستغربوا ازاي هي وصلت هنا قبلهم، ولكن بيقرر جسر بعدها يروح لها هناك ويساعدها. وفي الوقت ده كانت ديانا واقفه قدام الفرسان بكل شجاعه بتطلب منهم يرجعوا اليزابيث. دريفاس كان واقف كده وما كانش فاهم حاجه. البنت بتجمع قوتها وبتضربه تاني ولكن بيصدها. هي دي بقى قوه اعظم فارس مقدس في المملكه. ديانا بتحاول تضربه تاني ولكن ده في مستوى تاني عن الكل، بيضربها والبنت بتقع على الارض وشكلها دي النهاية.
النهاية. هاوزر كان بيتفرج عليها وصعبان عليه ولكن مش قادر يتحرك. ديانا بتجمع قوتها تاني وبتقف علشان تلحق صديقتها الوحيدة. دريفاس بيضربها تاني ولكن المرة دي بيطيرها. ديانا بتقع جوه المدينة والناس كلها كانت مرعوبة. غيلا كانت عارفة ان بيتها مكان صوت ديانا وبتخاف على اخوها وبتجري علشان تلحقه. دريفاس بيستخدم تعويذة تقوية لصوته وبيكلم كل اهل المدينة، بيقول لهم الخطايا السبعة بدأوا في الهجوم على المملكة دلوقتي، بس ما تقلقوش انا موجود واحميكم، واي حد فيكم عنده القدرة على القتال يشيل سلاحه ويضربهم. وفعلا الناس بدأت تمسك الطوب وتحدفه على ديانا. ديانا قامت مع جسمها اللي كله جروح وما استسلمتش برضه، وده كله علشان صاحبتها. الوفاء عندها غير عادي والله. انفجارات بتحصل في كل حتة والناس مفكرة ان كل ده بسبب ديانا، ولكن للأسف الخسيس ده كان عمال يفجر في البيوت علشان ديانا تكون قدام الناس سبب الدمار للمملكة. غيلا بتتعصب عليه وبتروح تقول له انت ليه بتعمل كده، الناس كده هتتأذى بسببك. هيليبرام بيقول لها اي حاجة انا بعملها دلوقتي ديانا هي اللي هتتلام عليها مش اكتر، لو الشرير ما اظهرش شره فكده ايه لازمة البطل. ارخص انواع الناس هيليبرام ده والله. اخو غيلا في الوقت ده بيشوفها وبيجري عليها علشان يكلمها، ولكن البيت اللي فوق بيتهد وكان هيقع عليه بس ديانا حمته بجسمها. باقي الفرسان هم كمان وصلوا وخلاص شكلها دي النهاية. لسه هيقتلوا ديانا بيلاقوا هاوزر سايبهم وراح يقف جنبها. غيلا هي كمان وقفت معاه وقررت تساعده. دريفاس بيساله وبيقول لهاوزر انت بتعمل ايه؟ هاوزر بيقول لدريفاس انت كنت دايما بتقول لي استخدم قوتك لما تلاقي اللي قدامك محتاجها، وانا شايف ان ده انسب وقت استخدم فيه قوتي. هاوزر بيقول لغيلا احنا لازم نهجم عليهم بكل قوتنا والا هنموت في ثواني. وبالفعل هاوزر بيجمع طاقه كبيره جدا وبيعمل اعصار بيطير بيه كل اللي واقف. غيلا هي كمان استخدمت طاقتها جوه الاعصار والكل بقى بيتشوى جوه. جوسر بيشوف الاعصار من بعيد وبيعرف ان في حد بيساعد ديانا. هاوزر وغيلا مستمرين في القتال بكل قوتهم، ولكن غيلا بيظهر من وراهم وما كانش في الاعصار اصلا. الاعصار بدا يختفي والكل بيظهر بعدها واحد ورا الثاني، محدش حصل له اي حاجه من الهجوم بتاعهم ما عدا جيروكو هي الوحيده اللي اتاذت جامد. دريفاس بيضرب غيلا بعدها بكل قوته، ولكن انت متخيل ان جوسر هيسيبها يا صديقي؟ لا والله، جوسر بيظهر في اخر لحظه وبيلحقها منه. الكل اتصدم ومحدش كان عارفه لسه اصلا، وشكل القتال هيولع من هنا يا صديقي. من الناحيه الثانيه اليزابيث كانت ماشيه كده وسط السجن بعد ما هوك انقذها، بتنادي على ابوها واختها ولكن محدش كان سامعها. بتسمعها مارجريت بعدها وبترد عليها. اليزابيث راحت عليها وسالتها انت كويسه ولا لا؟ مارجريت قالت لها ما تقلقيش انا بخير، انت بس بتعملي ايه هنا؟ اليزابيث حكت لها اللي حصل، عيطت وقالت لها اختي فيرونيكا ماتت وهي بتحميني، انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، تعالي نهرب احنا الاثنين من هنا بسرعه. ولكن ساحره القصر بتظهر وراها فجاه، بتقول لها انت ما تعرفيش ان مارجريت هي اللي اختارت تتحبس هنا ولا ايه؟ اليزابيث مش مصدقاها. الساحره بتقول لها انا مش عارفه انت ازاي خرجت من الزنزانه بتاعتك، بس تعالي معايا بهدوء يلا. لسه راح تاخدها وبتلاقي هوك بيضربها، بيقول لها مش هسيبك تحط ايدك عليها. الساحره اول ما بتاخد بالها منه وبتفعل تعويذه عليه وبتخفيه من المكان كله. اليزابيث اتاثرت هي كمان من التعويذه واغمى عليها. بتشيلها الساحره بعدها وبتفك الزنزانه بتاعت مارجريت وبتقول لها لو هو مش همك فهربي من هنا بسرعه. وشكل الموضوع في ان وهوك في الوقت ده كان اتنقل على مكان غريب كده تحت القصر وما عادش فاهم حاجه. من ناحيه تانية جوسر بيشكر غيلا على حمايه ديانا، بينزل بعدها علشان يقاتل. دريفاس ما بيستناهوش وبيهجم عليه بكل قوته، بيخترق جسمه بالسيف بتاعه وبيبدا يكسر فيه بعدها، بس جوسر ما بيموتش، لا بالعكس بيرد له الضربه وبيوقعه على الارض. وهنا دريفاس بيعرف ان هو دخل في كابوس. جوسر بعدها بيستغل نقاط ضعفه ضده، بيوري له ذكرياته المؤلمه وقتله لاخوه زاتارا علشان بس يبقى مكانه. بيوري له جثه اخوه بعدها وهو بيقول له مش هسامحك وهتموت دلوقتي. دريفاس بقى زي العيل الصغير تحت جوسر وما عادش قادر يتحرك. بس وفجاه شخص بيظهر من ورا جوسر وبيضربه. دريفاس بيرجع من جوه الكابوس ولكن جوسر ما بيرجعش، بس دماغه كانت اتاثرت جدا ومش هيقدر يكمل قتال معاهم. غيل بعد ما بيشوف حالته بيقرر يروح عليه ويساعده. هاوزر بيقول هو مين اللي جه بسرعه وتهزم بسرعه ده؟ هو كان جاي ليه اصلا؟ بس غيل قالت له لا لا دلوقتي ما عادش حد ضدنا غير هيليبرام، بس لازم نهزمه بسرعه. بس هيليبرام بعدها بينشر سحر مميت عليهم وبيبدا الكل في سعال دم وشكلها دي النهايه. ولكن هوب ديانا بتديله بوكس كده بتوقفه عند حده، بتدي الطفل لهاوزر وبتقول له خده واهرب من هنا. هاوزر ما قدرش يستحمل، عينه بدات تدمع، بيقول لها انت ليه ما بتهتميش بنفسك؟ ليه دايما بتهتم بغيرك حتى لو ده هيقتلك؟ لسه ما كملش الكلام وهوب اندريكسن بيفك نفسه، بيضرب ديانا بعدها برمح الجليد في بطنها، بيجمع اجزاء تانيه من الجليد وبيحدفها علشان تقتلها نهائي. هاوزر وغيلا كانوا بيرابوا ومش عارفين يعملوا حاجه، لسه البنت كانت هتموت وهوبا كل الجليد بيتدمر. كينج بيوصل عليهم وبيكون متعصب جدا، بيسالهم بعدها وبيقول لهم مين اللي عمل فيها كده، انت ولا انت؟ ديانا بترد عليه
ماريو بتقول له دول كانوا بيحموني مش اكتر، ما تلومهمش بدالي. كينج وقتها عيط، بيضرب ايده في درع هاوزر وبيقول له انت ما حميتهاش ليه؟ ايد كينج اتجرحت وهاوزر بيشيلها. كينج بيعيط على اخره وبيقول هو انا ليه دايما بوصل متاخر؟ ليه دايما بعجز عن حمايه الشخص اللي بحبه؟ هيليبرام بيهجم عليه بسرعه بس كينج بيضربه. هوب بيطير لفوق ولكن بيضربه تاني. هيليبرام بيفعل حاجز حمايه عليه بس ما فيش حاجه هتحميك من غضبه. كينج بيبص له بقرف كده وبيقول له رجع هيئتك الحقيقيه علشان تقتل بكل قوتك. هيليبرام بيقول له ده انت شكلك حازم المره دي بقى. بيرجع لشكله الحقيقي وبيتضح ان هو كمان من الجن. كينج بيقول له انا ما عرفتكش في المهرجان علشان كنت لابس الخوذه المهترئه ديت. هيليبرام بيتعصب منه وبيضربه بعدها، بيقول له الخوذه ديت موجوده علشان تفكرني بحقيقتي، وبعدين انت ايه اللي معصبك كده؟ علشان ضربت حبيبتك؟ ما لو بتحبها يا عم خبيها في صندوق ولا مش هتدخل فيه بسبب حجمها. كينج اتعصب من كلامه. هيليبرام بعدها بيسال كينج وبيقول له انت عارف ايه الالم اللي هينتج لما تشوف حد بتحبه بيموت؟ تعالى يلا لما اوريهولك. وبيهجم على ديانا علشان يقتلها. كينج راح علشان يحميها واخد الضربه بدلها، بيحاول يضرب هيليبرام ولكنه مش عارف يعمل حاجه. هيليبرام بيستخدم كل قوته وبيطلع جذور من شجره بتبدا في ضرب كينج، والواد ما عادش عارف يعمل حاجه. جذور الشجره بتتجمع وبتهجم على ديانا علشان تقتلها، بس هاوزر كان واقف وصد الضربه بكل شهامه. هيليبرام بيقول له عاش عليك والله، وبيجدد انصاله الجذور تاني. بيمسك كينج من رقبته وبيقول له احفر مشهد موت حبيبتك في ذاكرتك. بيهجم عليها بكل الجذور والمكان بيتملى غبار من هول الموقف. بانو وميليودس بيشوف الهجوم وبيحسوا بحاجه غريبه. هيليبرام بيحذف كينج وبيقول له خد لك بصه على حبيبتك وهي بقت لحمه مفرومه. ميليودس في الوقت ده وقف وبيقول لبان بالرغم من ان قوه ديانا وجوسر اختفت، كينج قوته دخلت مستوى تاني. وبالفعل ديانا بتكون محميه بواسطه كينج وما حصلهاش اي حاجه. بيقوم بعدها كينج وبيقول لهيليبرام الوعد اللي قطعته لك قبل 700 سنه هوفيه ليك حالا دلوقتي، وشكل القتال هيولع. المهم بقى لو ما اتفرجتش على الجزء اللي فات من حكايه ميليودس فروح شوفه الاول. في الجزء اللي فات من الحكايه شفنا ازاي اتخطفت اليزابيث قدام ميليودس، وشفنا كمان غضب ميليودس وهجومه على المملكه من اجل تحريرها، واخيرا شفنا المعركه بين كل من الفرسان المقدسين وديانا، وانتهت بدخول كينج وغضبه بعد رؤيتها في المشهد ده. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ومين هيليبرام اللي كينج مش راضي يقتله ده؟ يلا بينا نعرف اصل الحكايه. بدات كل القصه لما كان كينج مغمى عليه، بيتذكر ذكريات مبهمه عن شخص بشري بيجرحه، بعدها بتلحقه بنت عملاقه وبتعالجه من اصاباته، بس نتيجه لسقوط كينج كان فقد ذكرياته وما عادش عارف هو مين ولا منين اصلا. بيعيشوا هو وديانا مع بعض وكانت فتره سعيده جدا للاثنين، وكان كينج لسه ما حبش ديانا ولا حاجه. بتجيله ذكريات طفيفه عن ماضيه بعد فتره وبيعرف ان ليه صديق مقرب جدا اسمه هيليبرام. بيكمل الاثنين حياتهم مع بعض، وديانا بدات تتعلق في كينج جدا لدرجه انها كانت تعبانه في مره وحضنته وما خلتهوش يجيب لها علاج علشان مش عاوزه ترجع وحيده تاني، بس بيشوفهم بعدها بشر كده وبيجيب لهم علاج وبترجع تمام تاني. بعد فتره بقى كينج بيعمل لديانا هدوم جديده، والبنت كانت في قمه السعاده. سالته مين اللي علمها لك؟ هنا كينج افتكر جزء كبير من ذكرياته، افتكر اخته ايلين وهيليبرام وانه ملك غابه الجنيات كينج. بيشوف هو وديانا قريه بعدها وبيروحوا عليها، بيلاقوا ناس عايشه فيها كده وبيشبهوا على واحد فيهم، ولكن بيقول لهم انتم تقصدوا جدي، هو كان دايما بيحكي عنكم وانه قابلكم قبل كده. العيال بتستغرب جدا ولكن ده الطبيعي يعني، وده طبعا بسبب ان الجنيات والعمالقه اعمارهم طويله مقارنه بالبشر. ديانا بعدها بتشوف اتنين متجوزين مع بعض كده وبتسال كينج عليهم، بيحكي لها عن الجواز وكده، والبنت بتعجبها الفكره. بتسال كينج هو بيحبها ولا لا، الواد وشه بيقلب الوان كده وبيقول لها بحبك. بيوعدوا بعدها بعض انهم يفضلوا يحبوا بعض للابد، وكينج بيوعدها كمان انه يفضل دايما معاها، بس ديانا كانت عارفه ان هيجي يوم وكينج يمشي علشان يرجع لاهله. وبالفعل واثناء ما كينج كان نايم رجعت له ذكريات عن صاحبه هيليبرام، والظاهر انه كان بيحب البشر جدا وبيحب يصاحبهم، وكينج كان على عكسه وبيخاف منهم. بس هيليبرام طلب من كينج لو في يوم خرج عن السيطره وبدا في قتل البشر يوقفه عند حده، فكينج وعده بكده. بعدها كينج بدا يفتكر هو ليه جه هنا، وده بعد ما البشر خطفوا ناس كتيره من عشيرته وبداوا يقطعوا في جناحاتهم. راح علشان يلحقهم ولكن البشر الحقير ده ضربه ووقعه في الارض مغمى عليه، وبعدها عاش مع ديانا هنا فاقد لذكرياته. كينج كان منهار بعد ما رجعت ذكرياته وكان قاعد بيعيط. بيسمع بعدها صوت حريق في المدينه اللي جنبهم وبيقوم هو وديانا علشان يشوفوه. كينج بيقول لها خليك انت هنا وانا اروح اشوف ايه اللي بيحصل. ديانا كانت حاسه ان هو مش هيرجع لها تاني، ولكن كينج طمنها ووعدها ان هو هيرجع لها تاني. البنت اتأثرت ودموعها ملت عينيها. كينج بيسيبها وبيمشي. بيوصل اخيرا على المدينه وبيلاقي الناس اللي فيها كلهم اتقتلوا. بيبص كده وراه وبيتصدم، الراجل اللي ضربه قبل كده كان لسه عايش وهو اللي عامل كل ده. كينج بيقول له ازاي كده؟ عدى مئات الاعوام انت ازاي لسه عايش؟
عايش لحد دلوقتي. الراجل بيقول له انت اللي عايش ازاي؟ انا شفت الراجل ده وهو بيقتلك غدر قدامي، وعلشان كده انت قتلك وقتلته. عشت بعد كده في شكله وبدات اقتل في كل البشر اللي قابلهم. كينج بيعرف حقيقته، بيعرف ان ده هيلبرام صاحبه. هيلبرام بيرجع لحقيقته الحقيقيه وبيقول له متخيل يا صاحبي، الناس اللي وثقت فيهم اخذوا اصحابي قدامي وبداوا يقطعوا في اجنحتهم بالراحه على الجناح علشان ما يتكسرش ويتباع بسعر عالي. اصوات الاجنحه وصراخ اصحابها وهي بتتخلع منهم مش عاوز يطلع من دماغي. الصديد ده لمئات السنوات عمال يترد في دماغي، قتلت اي بشر قبله لمده 500 سنه ولسه برضه صوت وجعهم ما راحش، انا عمري ما هسامحهم، هفضل اقتلهم كلهم لحد اخر واحد فيهم. كينج بعد ما بيسمع كلامه وبيفتكر وعده بيحدفه بورده كده بتخرم قلبه وبتخلص عليه نهائي. بيقول له بعدها انا اسف علشان خليتك تصارع كل الفتره ديت لوحدك يا صاحبي، انا لازم اكفر عن اخطائي. بيروح بعدها على ديانا وبيخليها تنسى كل ذكرياتها عنه، بيسلم نفسه للبشر وبياخد 1000 سنه سجن على اللي عمله صاحبه. وفي طريقه للسجن بيقابل ميليوداس وبينضم لفرقته. نرجع بقى للقتال بتاعنا. هيلبرام كان واقف قدام كينج وبيقول له ازاي كده، ازاي انت قادر تطلع كل القوه ديت بعد اللي انا عملته؟ كينج قال له انت لسه ما شفتش حاجه، استسلم بهدوء وكفايه كده. هيلبرام اتعصب جامد، بيأمر كل الفرسان يمدوه بالطاقه وبيشتعل منها، بيهجم على كينج بقوه وبسرعه فائقه ولكن من غير اي فايده. كينج مستوى طاقته اختلف كليا عن الاول، بيفادي ويراوغ ويصد ضرباته كلها بسهوله. بعدها بيقتل صاحبه للمره الثانيه، الرابط بينكسر مع الفرسان وهيلبرام بيقع، بيحاول ياخد الخوذه بتاعته معاه ولكن ما كانش طايلها. كينج بعد ما بيشوفه بيروح ياخدها ويديها له. هيلبرام بيقول له دي كانت هديه ليك قبل كده على فكره، بالنظر ليها من قريب باين ان ذوقي وحش فعلا. كينج بيقول له ايوه وحش وبيعيط على صاحبه اللي خلاص مات. بيروح بعدها على ديانا وبيعتذر لها علشان سابت عاني لوحدها، بتشكره وبتقول له لا ولا يهمك. بيسالوا ماوزر عن سبب وجودهم هنا وبيحكوا له على كل اللي حصل وانهم جايين علشان يرجعوا اليزابيث مش اكتر. وفي الوقت ده هندريكسن كان بيواجه ارثر والقتال مشتعل ما بينهم، بيضرب ارثر ضربه قويه بعدها وبيخبطه في الارض. ارثر بيستفزه في الكلام وهندريكسن بيجهز لقتله، بيستخدم نار شيطانيه في الرمح بتاعه وبيجهز علشان يقتله. بيضربه فعلا ولكن هوبا الضربه بترجع له تاني بعد ما ضعفت قوتها. ايوه يا صديقي، ميليوداس وصل للقضاء على هندريكسن وارجاع الاميره وشكل الدنيا هتولع. بيقف الاثنين قصاد بعض وميليوداس بيقول لهندريكسن فين اليزابيث، هندريكسن بيقول له في مكان استحاله توصل له. ميليوداس بيتعصب وبيطير عليه علشان يضربه، هندريكسن بيفادي كل ضربات ميليوداس بسهوله وبيديله بوكس بيبعده عنه. في الوقت ده بيظهر فلاش باك الغله قبل كده وهو صغير اثناء ما ميليوداس كان بيدربه، كان لسه ولد صغير وضعيف بيعيط من اقل حاجه، بس مارجريت كانت دايما بتقف جنبه وبتدعمه وبترجع له ثقته في نفسه تاني. نرجع بقى للحاضر، وغل في الوقت ده كان شايل عمه دريفاس وموديه على مكان امن يرتاح فيه، بياخده بعيد فعلا ودريفاس بيقول له نزلني هنا وارجع علشان تساعد الفرسان. غل بيسيبه وبيطلع علشان يواجه الخطايا، بتقابله الساحره في الطريق والظاهر انها بتحبه وعاوزاه يحبها هو كمان. غل بيبعد ايديها عنه كده وبيمثل انه مرتاح معاها في الكلام عادي. هندريكسن بيكلم الساحره في الوقت ده وبيسالها على الاميره، بتعرفه بمكانها وبتقول له استحاله حد يقدر يوصل لها غيري. بتشوفه وهو بيحارب ميليوداس وبتقرر تبعت له غل علشان يساعده، وفي المكان اللي واقف فيه ميليوداس بتظهر فوق سحابه رعد وهوب غل بينزل عليه منها. ميليوداس بيصد هجمته بس غل بيضربه بعدها بهجمات متتاليه والواد مش رحمه خالص. ميليوداس بيطير لفوق كده فارثر بيلحقه، بيشكره ميليوداس علشان لحقه وبيتفقوا يقتلوا مع بعض 2 ضد 2 وشكلها هتبقى مجزره. ميليوداس بيطير على غل وبيبدا الاثنين في الهجوم بسرعه خارقه، حرفيا ايديهم ما عادتش باينه من سرعه هجومهم. ارثر لسه بيندهش بيلاقي هندريكسن وراه بيقول له فوق. غل بيعمل بعدها هجمات كتيره من سحر البرع على ميليوداس علشان ما يقدرش يعكسها، بيعكس شويه منها وهوبا غل من وراه بيضربه وبيطير سيفه، بيجمع قوته بعدها وبيطير على ميليوداس بمطرقه الرعد علشان يقتله. بس انت بقى متخيل ان ميليوداس هيحصل له حاجه يا صديقي؟ لا والله، الهاله الشيطانيه لميليوداس اتفعلت وصد هجوم غل بصبعين بس. يا نهار ابيض، ارثر اتصدم من قوه قائد الخطايا. هندريكسن بيهجم على ارثر بنيران شيطانيه وكمان واللهب ما بينطفيش، ولكن الشخص اللي معاه بيجي ويطفيها، وده بعد ما هزم الاثنين دول. بيستأنف القتال بين ميليوداس وغل والرعد بيملى المكان كله. باقي الخطايا بيشوفوا الرعد من مكانهم وبيعرفوا ان غل بيقاتل القائد. جسر بعدها بيفوق وبيقول لهم انا مش ملاحظ وجود بان، وشكل جسر ما بيموتش هو كمان ولا ايه؟ بان في الوقت ده كان بيفتح باب موجود كده تحت القصر ومحدش عارف وجهته. من ناحيه ثانيه اليزابيث كانت محبوسه في اوضه الملك ومغمى عليها، بتفوق بعدها والملك بيسمع صوتها وبيندهلها. البنت بتترمى في حضنه من الفرحه وبتقعد تعيط، وكان مشهد مؤثر جدا الصراحه. الساحره في الوقت ده بتدخل عليهم وبتقول له ودعها علشان ده هيكون لقاء
اللقاءك الاخير معاها. اليزابيث كانت واقفه مصدومه ومش فاهمه اي حاجه. الساحره بتقول لها حبيبك وصل علشان يلحقك وشويه وهيودع هو كمان. اليزابيث بتعرف ان ميليوداس جه علشان يلحقها وقالت لها مستحيل يخسر قدامكم. وفي الوقت ده كان غل شغال ضرب في ميليوداس ومش رحمه نهائي. بيفتكر بعدها ميليوداس وهو بيدربه لما كان صغير وبيعيط من اقل حاجه. ميليوداس بيضربه على دماغه وبيعلمه تعويذه يقولها اول ما يحس انه في مشكله ومش عارف يعمل حاجه، وبيقول له اول ما تحس انك في مشكله قول التعويذه ديت وانا هلحقك. نرجع بقى للقتال بتاعنا. ميليوداس كان واقف في قمه البرج كده وبيسال غل عن سبب مقاتلته. بيقول له بعدها انت مش ندمان على مواجهتي؟ غل بيقول له هقولها لك تاني، انا دلوقتي اقوى من الخطايا السبعه كلهم. ميليوداس بيقول له تمام وبيطير عليه علشان يضربه. غل بيفض ضرباته وبيضربه بكل براعه. هندريكسن بينضم للقتال هو كمان بعد هزيمه ارثر، والقتال ولع 2-1 شغالين ضرب يمين شمال في ميليوداس، والواد ما عادش عارف يعمل حاجه. هندريكسن بيامر الساحره هي كمان تيجي علشان تساعدهم، و3-1 مش مرجله على فكره. الساحره بتوصل على المكان وبتبدا تستخدم سحر الجليد على ميليوداس. الواد بيفك نفسه وهوبا هندريكسن بيغفله. غل قدامه بيقول له تعالى، ولكن ميليوداس بيصدها. غل بيرجع لورا كده وبيضربه برمح الرعد. ميليوداس لسه هيعكس الهجمه، الساحره غيرت اتجاهها وخلتها تصيبه. مواجهه الثلاثه مع بعض شيء صعب جدا. الخطايا بتحس بالخطوره على القائد ولكن مستغربين من اللي بيعمله. ميليوداس كان بيتلقى هجومهم بمزاجه وشكله بيخطط لحاجه. في نفس الوقت ده مارجريت كانت بتتسلق احدى الابراج العاليه، بتقول وهي بتطلع انا كنت ناويه ان اكون جنبك دايما واساعدك في حياتك، ولكن ما تخيلتش ان حبي ليك هيتقلب لعنه. بتنده بأعلى صوتها على غل وبتقول له يوقف. في نفس الوقت ده الثلاثه كانوا جمعوا هجوم قوي وهجموا على ميليوداس علشان يخلصوا منه. ميليوداس بيجهز نار شيطانيه في السيف بتاعه، بيطير بعدها على هجومهم بكل حماسه، بيدي ظهره للضربه وبيبص بعدها على مكان مارجريت واللي بتكون في الوقت ده نطت علشان تنتحر. بيضرب جنبها بالنار بتاعته وحاجه كده جنبها بتولع. الهجوم بتاع الفرسان بيصيب ميليوداس، وهندريكسن بيطير بسيفه علشان يقتله. لسه هيقتله وهوبا بيلاقي دراعه غل طياره. بيشكر ميليوداس بعدها علشان حرره من لعنته وبيقول له سيب الباقي عليا. ارثر بيلحق مارجريت وغل بعدها بيطمن. هندريكسن اتصدم وبيقول له انت خنتنا ليه؟ غل قال له انا ما كنتش بصفكم اصلا، انا دلوقتي هنتقم من الناس اللي قتلت ابويا. وبيضربه ضربه بيطيره. هندريكسن لسه ما لحقش، هوبا ضربه ثانيه بتكسر عظمه. الثالثه والرابعه حرفيا هندريكسن اتعجن. وعلى وضعك يا غل يا جامد. وبيتضح لينا ان التعويذه اللي ميليوداس علمها الغل هي نفس الكلمات اللي قالها له، وهي انا اقوى من الخطايا السبعه كلهم. وميليوداس عرف وقتها ان غل محاصر او بيتم مراقبته من الساحره ديت، وعلشان كده انقذ مارجريت وقضى على اللعنه اللي عليها. الساحره بتقول له انت عرفت من امتى باللعنه ديت؟ ميليوداس قال لها اول مره قابلته في غابه الاحلام البيضاء بعد ما قال له انا اقوى من الخطايا وكده. الساحره بعدها بتتعصب منهم جامد، بتحاول تقتلهم وبتنقلهم لكذا مكان كده، ولكن الشخص اللي مع ارثر بيلحقهم وبينقلها هي كده في بق وحش وكان خلاص هياكلها. بيوقفه قبل ما ياكلها وبعدين بيظهر على حقيقته. وانت عارف بقى مين الشخص ده يا صديقي؟ ساحره الخطايا السبعه، واحده من اقوى اعضائها خطيه الخنزير مارلين. صدمه ورا صدمه وشكل الدنيا هتولع. من ناحيه تانيه بقى بان بيوصل على مكان غامض كده موجود تحت قلعه الملك. المكان ده موجود فيه سلاح مقدس قادر على تحقيق الامنيات بالتراضي. بان بيوصل عند السلاح فعلا وبيكلمه، بيقول له رجع لي ايلاين وخد حياتي. بس الموضوع مش بالسهوله ديت يا صاحبي، السلاح ما بيردش عليه ولا حد بيكلمه. ولكن فجاه هوك بيندهله وبيطلع ان الساحره جابته على المكان ده بالصدفه. بيقعد بعدها مع بان وبيعرفه بكل اللي حصل. بان بيقول له تمام وبيكونوا خلاص هيمشوا، ولكن مره واحده السلاح بينور. بيكلم بان وبيقول له عرفت طلبك، لو انت عاوز ترجع ايلاين للحياه يبقى لازم تنفذ الطلب ده بسرعه. بان بيقول له هتقتلني صح؟ ما عنديش مانع. السلاح بيقول له لا مش انت، انا عاوزك تقتل خطيه الغضب ميليوداس وانا هرجع لك ايلاين. بان اتصدم وورطه ما بعدها ورطه. في نفس الوقت ده كانت اليزابيث قاعده مع الملك وبتحكي له عن رحلتها. الملك بيقول لها هو شاف رؤيا قبل شويه، خنزير قرمزي هيجي بعد شويه ويعالجني. اليزابيث ما كانتش فاهمه حاجه، بس دي قوه الملك وهي الاستبصار يعني، بتخليه يتنبأ بحاجات هتحصل في المستقبل وكده. المهم في الوقت ده غيلة بتفوق جيريكو وبتعرفها بكل اللي حصل. بتقول لها الحرب انتهت وخسرنا قدام الخطايا. جيريكو ما كانتش متقبله الامر في الاول، بس بعدين بقى عادي. من ناحيه تانية مارلين كانت عماله بتعذب في الساحره ديت لحد لما بتخليها تقول لهم على مكان اليزابيث. بيعرفوا مكانها فعلا ومارلين بتنقلهم هناك. اول ما بيوصلوا ما بيعرفوش يدخلوا، وده لان الساحره عملت تعويذه قويه لسحر الارواح بتمنع اي حد يدخل فيها غيرها هي، واسم التعويذه المكعب المطلق. الساحره
كانت عمالة تضحك وشمتنا فيهم علشان مش هيقدروا يدخلوا. بس انت بقى متخيل ان مارلين هتسكت لها يا صديقي؟ لا والله، مارلين بتفتح الباب ولا كأن في اي حاجة موجودة، وده بانها بتقطع السحر بتاعها بكل سهولة. وشكل مارلين دي مش سالكة يا صديقي. المهم بيدخل مليوداس على الغرفة، اليزابيث ما بتكونش مصدقة، بتروح عليه بعدها وبتاخده في حضنها. وجمال جمال والله. بيطمن بعدها مليوداس على الملك والكل كان في قمة السعادة، ولكن بعد ثواني دوريفاس بيوصل على مكانهم. اول ما بيشوف الملك واليزابيث بيتصدم مكانه، غير اللي بيقول له هندريكسن اتقتل وانا كنت عارف كل حاجة انت عملتها. دوريفاس بيتصدم، مارجريت بتعيط وبتحكي له على اللي حصل، بتقول له من 10 سنين انا شفتك انت وهندريكسن وانتم بتتأمروا على زاتارو وبتقتلوه، كنت خايفة معرفش حد ويحصل مشاكل، وعلشان كده رحت على غل وقلت له على كل حاجة، ولكن لسوء الحظ الساحرة سمعتنا وعملت علينا لعنة خلتنا نسمع الكلام مش اكتر، لحد ما مليوداس طبعا بينقذهم. دوريفاس بعدها بينهار من الصدمة وبيعترف باللي عمله، بيحكي على كل اللي كان مخطط له وبيقول انا جاهز دلوقتي لاي عقاب انتم عاوزينه. بس في الوقت ده هندريكسن ما كانش مات ولا حاجة، ده كان لسه عايش. بياخد دراعه وبيروح على الساحرة، بيقول لها العياط لسه بدري عليه، يلا بينا على القصر وشكلها ما تبشرش بالخير يا صاحبي. في نفس الاثناء بيقوم الملك وبيعزل دوريفاس من منصبه. لسه دوريفاس هيمشي والملك بيقع على الارض من التعب وبيجيب دم من بقه. اليزابيث ومارجريت كانوا قلقانين جدا عليه، بس مارلين قالت لهم ما تقلقوش انا هعالجه. اليزابيث بتبص كده على رقبتها وبتعرف بعدها انها الشخص اللي ابوها كان يقصدها ببصيرته. مارلين بتاخد الملك فعلا وبعدين بتمشي. اول ما بتمشي مارلين من هنا هوب القصر كله بيتدمر، مليوداس وغل بيقعوا على الارض وبيلحقوا البنات بالعافيه. دوريفاس هو كمان كان فك الاصفاد اللي عليه وهرب من المكان. بيشوفوا بعدها هندريكسن واللي شكله اتغير جدا وشكله رجع لايام شبابه، بيعمل تعويذه شيطانيه بتهيج كل اللي شربوا من دم الشيطان. غيلا وجيريكو جسمهم بيسخن والعيال ما عادتش قادره تستحمل. جيريكو جسمها بيكبر وبتتحول لشيطان زي اللي قتلوه قبل كده. جسر بيلحق غيلا وباقي الفرسان بتتحول لشياطين هم كمان. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ جيريكو بتهجم عليهم بس ديانا بتمسكها. مليوداس وقتها بيستنتج اللي بيحصل، بيعرف ان دي تعويذه بتزود الطاقه الشيطانيه جواهم وبتحولهم لكده. هندريكسن بيدخل عليهم بجسمه الجديد والكل ما بيكونش مصدق اللي شايفه. الهاله الشيطانيه بتحيط بجسمه زي مليوداس وعينه يا كمان زيه. هندريكسن بيقول لهم توافق تم مع دماء الشيطان بينتج الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيقول لمليوداس بعدها سلم اليزابيث بهدوء والا هقتلك دلوقتي. كينج بيحاول يهجم عليه بسرعه ولكن هيليبرام بيظهر ويمنعه. ايه ده، هو مش كان قتله قبل شويه؟ هندريكسن قال له استعباد الموتى، دي تعويذه محرمه عملتها على صديقك مرتين، المره الاولى اول ما شفته قبل 10 سنين والمره الثانيه بعد ما انت قتلته من شويه، بس كل مره جزء من روحه بيتدمر ودلوقتي مستحيل يعرفك. كينج بيتاثر جامد وبيعيط. هندريكسن بيامر هيليبرام يقتله وفعلا بيهجم عليه. هاوزر لسه هيتكلم وهوب هندريكسن بيطيره. مليوداس وغل بيهجموا عليه بسرعه ولكن الساحره بتغفلهم وبتقبض على البنتين بتوعهم. لسه هيبصوا عليهم وهوبا هندريكسن بيغفلهم الاثنين من ظهرهم وبيضربهم بالسيف بتاعه. اليزابيث اتصدمت، بتشوف مليوداس واقع على الارض غرقان في دمه ما عادتش عارفه تعمل حاجه. هندريكسن بيجمع طاقته في ايده ورايح علشان يقتلهم. لسه هيقتلهم بيلاقي اليزابيث بتوقفه، بتقول له انا خلاص هاجي معاك بس ما تعمل لهمش حاجه. هندريكسن بيوافق. مليوداس بيحاول يوقف اليزابيث ولكنها مش بتسمع له، بتقول له بعدها سيبني انا بقى مره احميك من نفسي. مليوداس مش قادر يعمل حاجه. اليزابيث قبل ما بتمشي بتقول له ما تنساش الوعد اللي قطعته لي قبل كده. وبعدين هندريكسن اخدها قدامه. مليوداس بعدها بيزحف على بطنه وبيحاول يعمل اي حاجه علشان يلحقها. بيلاقي بعدها بان داخل عليه وبيطلب منه يساعده ويلحقها. بان واقف كده وبيبص له ومش راضي يتكلم. مليوداس ساله ماله، بان بيقول له انا اسف وبيطير له دراعه. مليوداس بيضربه بعدها وبيستغرب من اللي عمله، بيفعل هيئته الشيطانيه وبيعالج دراعه وبيركبها. بان بيساله بعدها وبيقول له انا دايما كنت عايز اسالك السؤال ده ولكن ما برضاش، هو انت شيطان زيهم؟ مليوداس ما بيردش عليه وشكل الدنيا هتولع. وبس لحد بعد ما تحول مليوداس تحوله الشيطاني، بان قال له سكوتك ده معناه انك شيطان صح؟ مليوداس رد عليه وقال له الكلام ده مش هيفرق دلوقتي. بان اتعصب منه وضربه جامد، قال له السلاح المقدس قال انك شيطان انت كمان، ولو قتلتك هيرجعوا لي ايلاين. مليوداس بيعرف اللي بيحصل، بيهجم على بان تاني ولكن بان بيضربه. هوك بعدها بيزعق، بيقول لبان انا مش هسامحك لو قتلته، انا هقطع كل صلتي بيك لو فضلت تتمادى اكتر. بان بيقول له انت مين اصلا علشان تتكلم معايا؟ لو فتحت بقك اكتر من كده هقتلك. هوك اتصدم اللي بان قاله، بيعيط وبيقول له انا اللي هقتلك لو ما بطلت
بتلطش. بن متأثر بيقول له هوكي طيب اقتلني بسرعة، اقتلني وريحني من العذاب اللي انا فيه. بن بيصارع مع نفسه، جزء منه مش عاوز يخسر صديقه المفضل، والجزء التاني عاوز يرجع حبيبته ومش عارف يعمل حاجة. حيرة ما بعدها حيرة. ميليودس بعد ما شاف بن في الوقت ده قال له يعني لو قتلتني حبيبتك هترجع؟ بن قال له ايوه. ميليودس قال له خلاص اقتلني، وشكل الموضوع بيجيب اخره. في نفس الوقت ده اخو جيروكو بيفوق بعد ما تهد القصر وهو كان جواه، بس ما كانش حصل له حاجة. بيشوف الوضع في المملكة وبيحس ان الدنيا خلاص بتجيب اخرها، وشكلهم في الجحيم يا صديقي. جيروكو في الوقت ده كانت عمالة بتضرب في ديانا وشكلها هتقتلها. هاوزر هو كمان كان قاعد بيجري من الوحوش وشكلها هتقلب مجزرة. في نفس الوقت ده عند هندريكسن دوريفاس بيكون وصل على مكانه وشكله ناوي يقتله علشان يحرر الأميرة. هندريكسن بيقول له انت مفكر انك هتقدر عليا بالرغم من قوتي؟ دوريفاس بيقول له مفيش قوي غير ربنا وهخلص عليك دلوقتي، ده على اساس انك اسلمت دلوقتي يعني. نرجع بقى لبان والقائد. بان كان بيقول للقائد انت متاكد من كلامك وهتسيبني اقتلك دلوقتي؟ ميليودس قال له دي حاجه ينفع اعذر فيها برضه. بان قال له تمام وجهز علشان يقتله، ولكن هوب بيلاقي ميليودس قايم ومديله بالدماغ مطيره. بان بيقول له انت مش قلت هتسيبني اقتلك؟ بتقوم وتضرب ليه دلوقتي؟ ميليودس قال له انا قلت هسيبك تقتلني بس ما قلتش اني مش هقاوم، وانت لو مكاني هتعمل كده برضه. بان قال له تمام وبيجهز تاني علشان يقتله، بس بيلاقي هوك بيجري عليه وبيضربه. بيقول له انت هتقتل اعز اصدقائك علشان مجرد ارن كلمك وقال لك تقتله؟ انت اكيد مش شايفه صاحبك. بان قال له لا والله القائد افضل اصدقائي، بس دي الطريقه الوحيده علشان ارجع ايلاين. هوك قال له طيب لو الكلام بتاع السلاح طلع كذب مش كده هتخسر اعز اصدقائك وحبيبتك مع بعض، ولا على اساس ان ايلاين هتكون فرحانه وانت بتحييها بالطريقه ديت؟ بان وقتها بدا يرجع لعقله، بيقول للقائد الاوقات اللي قضيتها معاكم كانت جميله جدا ويكاد تكون ما بتتعوضش، بس بالرغم من ده كله انا دايما بحس اني وحيد من غيرها. ميليودس بيفهم مشاعره، بيقول له خلاص يا عم احنا هنخلص على هندريكسن الاول ونلحق اليزابيث وبعدها نخلص الموضوع ما بيننا. اليزابيث ضحت بنفسها علشان تلحقني وانا مش هينفع اموت هنا دلوقتي. بان بيتاثر ويقتنع من كلامه، بيتفقوا بعدها انهم ينقذوا اليزابيث وشكلها هتقلب مجزره. ميليودس بيطلب من هوك يوصله على مكان اليزابيث وهو يرتاح على ظهره، بياخده فعلا وبيتجه الى مكان الاميره. وفي نفس الاثناء بان بيروح على غل وبيشيله، بيحدفوا بعدها كده على جيروكو بيخليها تسيب ديانا، بيحدفهم بعدين بحبوب شفائيه كده بتعالجهم الاثنين من كل اصاباتهم. في نفس الوقت كينج كان عمال يعيط ومش عارف يعمل حاجه، عمال بيفادي هجماته ومش قادر يقتله كمان مره. بان بيحدفه بطوبه كده وهيلبرام بيتاثر، وعيه بدا يرجع له تاني وبيتكلم بالعافيه، بيطلب من كينج يقتله والواد ما كانش قادر ولا عاوز يعملها، ولكن لازم تقتله يا صاحبي. كينج بيخلص على صاحبه للمره الثالثه. في نفس الوقت ده اخو جيروكو بيشوفها كده وبتشوفه رايحه تكلمه ولكنها مش على طبيعتها، وبتتفاجئ انها بتعصر فيه وخلاص هتقتله، بترجع لوعيها تاني وبتطلب من اي حد يقتلها. بان بيسمع كلامها فعلا وبيخلصها من لعنتها. وفي الوقت ده كان كل من هندريكسن ودريفاس شغالين ضرب في بعض والوضع اخر معمعه، بيجمع الاثنين طاقتهم وهوب بيضربوا بعض والمكان كله بيتدمر. بيفوق دريفاس من الضربه الاولى وبيلاقي اليزابيث اتجرحت، بيجري عليها وبيحاول يوقف النزيف باي طريقه. هندريكسن بيقف وراه وبيقول له انا لازم اخدها بسرعه قبل ما تموت دلوقتي. لسه هياخدها بيلاقي دريفاس قايم بالسيف عليه بكل قوته، بيضرب فعلا ولكن هندريكسن بيكسر السيف بيد واحده، وبيقول له بعدها استسلمت بقى ولا لسه؟ في نفس ذات الوقت الخطايا بتتقسم وبيبداوا يلحقوا في كل اهل المملكه. بان بيخلص على الشياطين بسحره، وديانا وجسر متجهين الى مكان ميليودس لمساعدته. فرقه زئير الفجر هي كمان بتنضم للمعركه وبيبداوا في قتل كل الشياطين اللي قدامهم، وشكلها تحلو من هنا ولا يا صديقي؟ دوريفاس في الوقت ده كان عمال بيضرب في هندريكسن بالبوكس، ولكن ده بقى في مستوى تاني، بيصد هجماته من غير ما يتحرك وبيخلص عليه في لمح البصر. ميليودس بيوصل على المكان في الوقت ده وبيشوف دوريفاس مقتول هنا، بيبص على مكان اليزابيث بيلاقيها مجروحه وخلاص ما عادش شايف قدامه. بيتقدم قدام هندريكسن وفي اقل من ثانيه بياخد البنت من قدامه، سرعته بقت في مستوى تاني. بيقول لاليزابيث بعدها وهي على دراعه ما تقلقيش انا جيت علشان الحقك، بيديها لهوك بعدها وبيقول له ابعدها عن هنا بسرعه. هندريكسن لسه هيقتلهم وهوب في اقل من ثانيه دراعه بيطير، رجل ثانيه بتكسر عظم وشه، الثالثه والرابعه وحرفيا سرعه ميليودس اصبحت لا تقارع. هندريكسن بيستغل انشغال ميليودس معاه وبيكون خلاص هيقتل هوك، ولكن ديانا بتصد هجمته
تلحقهم منه. كينجوا كمان بيوصل على المكان وهوب بوكس لاندريكسن بيطيره. بان بيلحق القائد قبل ما يقع وبيقول له منور والله. باقي الخطايا بتنضم للمعركه ومش بس كده لا، ده كل فرسان المملكه اتجمعوا على هندريكسن وناويين يقتلوه. هندريكسن وقتها بدا يضحك جامد، بيقول لهم الموضوع هيبقى ممل لو كل ده ما حصلش. بيرجع ايده تاني ولسه رايح يهجم ولكن ميليودس بيقطعها، بيرجعها تاني وهوب ميليودس بيكسره، بيشفي نفسه من هنا وهوب كينج راشق فيه كل الخناجر دي من هنا. ديانا هي كمان بتضربه وحرفيا هندريكسن اتعجن. ميليودس بيضربه كده فبيطير على بان وبيخبطه. بان بيدخل في الجدار تحت القصر وبيشوف الكارثه. الشيطان اللي قتل ايلاين كان جوه وهو اللي هندريكسن كان بيستخدمه. بان بيتعصب عليه بعدها وبيبدا يضربه بكل قوته. المكان بينهار والكل بيشوف الشيطان ومحدش بيكون مصدق. هندريكسن بيقف بعدها وبيقول لهم من هنا بدات الحكايه وشكلها هتقلب مدعكه. ديانا وباقي الخطايا كانوا مرعوبين من الشيطان والكل ما كانش فاهم حاجه. وقتها هندريكسن بيفهمهم، بيقول لهم من 20 سنه لقيت الشيطان ده مقتول عند غابه الجنيات، اجريت ابحاث عليه وانتجت الطاقه ديت. وبيهجم عليهم بكل قوته، الكل بيتفادى الهجوم الا بان، بيسيب نفسه ينضرب. بيدخل على هندريكسن بعدها وبيديله واحده على دماغه وبيقول له انا اللي قتلته. هندريكسن بعدها بيقع تحت الارض في احدى الكهوف، العيال بتدخل جوه الكهف وراه علشان تقتله، اما ديانا فهتستناهم بره علشان مش هتعرف تروح معاهم يعني. بينزلوا تحت وكينج بينور لهم، بيدوروا على هندريكسن وسط الكهف ده، بيعرفوا ان الكهف ده جديد ومعمول من بضعة سنين لسه. بيلاقوا هندريكسن فعلا ولكن بيتصدموا، هندريكسن واقف جنب جثه شيطان تاني لقاها قبل بضعة سنين. بيقول لبان بعدها شكرا ليك والله، انت اللي خليت جسمي يتشبع بطاقه الشيطان الاحمر، وعلى عكس اي حد غير الشيطان ده محدش هيقدر يستحمل طاقه الشيطان الرمادي ده غيره. بيرشق حقنه كده في جسم الشيطان وبياخد دمه، الكل واقف مصدوم اللي بيعمله. هندريكسن حقن دماء الشيطان في جسمه وجسمه كله بدا ينور وشكله بيتحول ولا ايه يا صديقي؟ بان بيهجم عليه في الوقت ده وهوبا جسمه اتنسف من على وش الارض. هندريكسن ما عادش بيهزر، جسمه اتحول لشيطان بالكامل وشكلها هتبقى مجزره. وبره الكهف بقى كان الفرسان واقفين وفرحانين ومستنيين الخطايا يقتلوا هندريكسن ويطلعوا بيه، ولكن هوبا انفجار شامل بيحدف الخطايا كلهم والكل مصدوم. هندريكسن بيطلع بره في هيئته الشيطانيه وشكله هيمحيهم. ميليودس بيطير عليه بكل قوته ولكن ما بيخربشوش حتى، حرفيا قوه جباره. هندريكسن بعدها بيجمع طاقه سوداء في المكان وبيحدفها على الفرسان، اي حد بتلمسه الطاقه ديت جسمه بيسود وبيموت في ساعتها. رعب لابعد حد. فرقه زئير الفجر بتتجمع بعدها وبتهجم عليه بكل قوتها، قائدهم بيثبته في مكانه والكل بيضربه بالسحر بتاعه. الفرسان هما كمان انضموا للقتال وعملوا كل تعويذهم عليه، بس المفاجاه هندريكسن ما حصلوش خدش واحد يا صديقي. في نفس الوقت ده اليزابيث بدات تفوق، بتحاول تستوعب الموقف ومش مصدقه اللي بيحصل. هندريكسن شغال قتل في كل اللي قدامه ومحدش موقفه غير اللي بيهجم عليه ولكن بيتهزم برضه. ديانا بتتدخل في الوقت ده وبتطيره لفوق. كينج كان واقف مستنيه وخلاص هيضربه ولكن هندريكسن بيفعل تعويذه ظلاميه بتضرب كل اللي واقف. ميليودس شاف التعويذه متجه لاليزابيث وحماها بجسمه، الكل حرفيا اتهزم وما عادش حد قادر يقف قصاده. هندريكسن بعدها بيشوف ميليودس وبيجهز لقتله، بيجهز الطاقه السوداء تاني ولكن اكتر من الاول، بيجمعها كلها في ايده وبيضرب ميليودس بيها. الكل كان بيعيط وخلاص شكلها نهايته، بس المفاجاه هوك بيقف قدام التعويذه بكل شجاعه، بيقول لي ميليودس خلي بالك بقى من اليزابيث وبيضحي بحياته علشانه. هوك بيموت قدامهم. اليزابيث بعدها بتروح تحضنه وبتبدا تعيط. باقي الخطايا هما كمان بيتاثروا بموته والكل مش مصدق. ميليودس بيبص لهندريكسن كده وعمره ما يسامحه. هندريكسن لسه هيهجم عليهم واذا بنور ساطع يحتل المكان كله. المفتاح الاخير بيستيقظ وبتستيقظ معاه طاقه جباره. اليزابيث قوتها الحقيقيه بتظهر والكل بيتصدم غير اللي كان واقف مصدوم كده، ولكن مارجريت غيره قالت له بعدها دي قوه اليزابيث الحقيقيه، ظهرت قبل كده بعد ما الملك اتصاب وهو بيلحقها، وبرده لما فيرونيكا لحقتها وهي بتقع في النهر قبل كده. هي ديت قوه العذراء المقدسه، عندها قوه علاجيه قادره تعالج اي حد في ثواني، وده السبب انها قدرت تعالج كل من ميليودس والدكتور قبل كده، وحتى اختها فيرونيكا طلعت عايشه وما ماتتش برده بسببها. اليزابيث في الوقت ده طاقتها بتشتعل اكتر واكتر، بتقول لهندريكسن انت ليه بتعمل كده؟ ليه بتقتل الناس اللي انت مسؤول عن حمايتهم؟ الشيطان استحوذ على عقل هندريكسن ورد عليها بداله، قال لها علشان انتقم من العشائر اللي ختمتنا.
بيتنا ورجع عشيرة الشياطين تاني، بيجمع طاقة مظلمة تاني وبيحدفه علشان يقتلهم. بس انت متخيل انه هيقدر يقتل حد تاني يا صديقي؟ لا والله، طاقة اليزابيث بتشتعل وبتملى المكان بالكامل، الكل بتغمرهم الطاقة وبدأت جراح الكل في الاختفاء وتشافوا بسببها. الشيطان بدأ يتأثر وكمان وشكل جسمه مش مستحمل قوتها، والنور بتاع اليزابيث ما ملاش ساحة المعركة بس يا صديقي، ده كل المملكة اتعالجت وخفت من أثر قوتها. كل ده واليزابيث مش عارفة ان هي اللي بتعمل ده أصلا. البنت جسمها ما عادش شايلها وخلاص هتقع. ميليودس بعدها بيسندها بيديها لأختها مارجريتو وبيقول لها اعتني بيها. هندريكسن في الوقت ده بيطلع من تحت الأرض بعد ما عالج جسمه وشكله هيقتلهم. الفرسان اتجمعوا مع بعض تاني ولكن كانوا مرعوبين من قوته، غير اللي كان واقف بيرتعش كده وخايف يتحرك أصلا. هندريكسن بياخد باله ولسه هيقتله، هوبا ميليودس بيديله رجل في وشه. لسه ما فقش هوبا بوكس تاني بيعوج له معدته. ميليودس جسمه تعافى وشكله هيخرب الدنيا. بينده بعدها على الفرسان كلهم وبيشجعهم بيقول لهم ما تقلقوش من حاجه، احنا الخطايا السبعه موجودين وهنحميكم دلوقتي، وشكلها هتحلو من هنا بقى ولا ايه يا صديقي؟ هندريكسن بعدها بيجمع طاقته بيقوم علشان يضربهم، ولكن بوم بام بيكسر دراعه. ميليودس من تحته بالبوكس وبيديله. ديانا يا كمان ضربته والكل ما سماش عليه. الفرسان بعدها بيتصدموا، دي قوه الخطايا السبعه الحقيقيه. اليزابيث كانت قلقانه على ميليودس ولكن بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش بسببك انا دلوقتي ههزمه، بس خليك انت بس جنب هوك واحمي جثته. اليزابيث قالت له تمام وقعدت تعيط. هندريكسن في الوقت ده بيفوق وبيشفي نفسه وشكله هيكسرهم. ميليودس بعدها بينده على جسر وبيقول له يعرفهم بالخطه. جسر بيقوم فعلا وبيديلهم التعليمات. ديانا كانت خايفه على القائد من الخطه ديت ولكن بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش انا هبقى بخير. بعدها ميليودس بيلغي الحمايه اللي على جسمه وبيستعد لتنفيذ الخطه. هندريكسن بيتصدم من اللي بيعمله وما بيكونش فاهم حاجه. ميليودس بعدها بيطير على هندريكسن وبيديله واحده بينيمه على الارض، غير وقتها كان متردد ومش عاوز ينفذ الخطه بس لازم يسمع الكلام. بيجمع قوته وبيستخدمها على الاثنين وميليودس هو كمان بينضرب، وشكل خطته يضحي بنفسه ولا ايه؟ باقي الفرسان هما كمان بداوا في الهجوم وميليودس بيتعرض للضرب مع الشيطان وشكله هيتقتل قبله. الشيطان هو كمان بيضربه وميليودس ما بيتفاداش وبيسيب الضربه تصيبه. هندريكسن بيقول هو اتهبل ولا ايه؟ ديانا هي كمان بتجمع قوتها وبتضرب القائد وبتقول له انا اسفه. كينج بعدها بيضربه وحرفيا جسمه ما عادش قادر يستحمل. بان بيهجم عليهم ودي كانت الاخيره. هندريكسن بيقول له هو انت هبل ولا ايه؟ سبتهم يضربوك وخلاص جبت اخرك وهتموت اهوت. ميليودس بيضحك وبيقول له انت الاهبل، وهوب طاقه هائله تحيط بميليودس والكل بيتصدم. واللي حصل ان ميليودس عطل قدراته وساب جسمه يتشحن بكل الهجمات اللي جت عليه واستحمل كل ده علشان اللحظه الاخيره. جسر بيقول للشيطان بعدها فرصه نجاتك 2 من 10%، شد حيلك بقى علشان تعرف تهرب. هندريكسن بيحاول يهرب ولكن غريامور بيمسكه. هندريكسن بيكسر الحاجز بتاعه وبيحاول يهرب تاني ولكن مفيش مفر ليك يا باشا. ميليودس بيجمع كل الطاقه اللي عنده وبيقول له سلام، وهوب انفجار مزوي في السماء قضى على هندريكسن ومحامل وجود. ميليودس بعدها بيقع على الارض ما عادش قادر يتحرك، بيقوم تاني ولكن بيقع. اليزابيث بتجري عليه بعدها وبتمسك ايده بكل رقه، بس الملك بيقطعهم بعد ما مارلين عالجته. الكل بيفرح طبعا علشان الملك بقى بخير، ولكن كان برضه الكل زعلان لسه، وده طبعا علشان هوك. اي نعم هو في نظر الناس خنزير عادي، بس هو في الحقيقه سبب انتصارهم في المعركه ديت. بان كان زعلان عليه وعاوز يعتذر منه باي طريقه. ميليودس هو كمان كان زعلان وبيقول له ارجع ارجع وهزود لك الاكل 3 مرات. وهوب بنتفاجئ بهوك بيرد عليه وبيقول له تمام. قال لا هو ايه اللي بيحصل؟ الجسم الاسود بدا يتحلل وهوك لسه عايش، بس حجمه بيكون صغير والكل كان مصدوم، وانا حرفيا كمان كنت مصدوم، والله مش عارف هو عايش ازاي يا صديقي. بان كان اكتر واحد فرحان برجوعه والكل ما كانش مصدق. اليزابيث بعدها بتروح على ميليودس وبتعالجه من اصاباته، بياخدها في حضنه والوضع اخر روقان. بتدخل عليهم فيرونيكا والبنت مش مصدقه انها لسه عايشه. غير يامور بيحكي لها على اللي حصل وبيقول لها انها فاقت بعد ما طلعوا من مدينه بازي، وبعدين بتاخدها اليزابيث في حضنها. وجمال جمال والله. بعد المعركه بقى مارلين بتحكي لميليودس عن معلومه مهمه، وهي ان سيفه والتابوت اللي كان متركب فيه اتسرق. ميليودس بيسالها على اللي سرقه ولكنها ما تعرفش. بتقول له الناس شافوا طائر كبير كده متجه الى الجنوب، وشكل الموضوع في ان بالليل بقى الكل بيحتفل بالانتصار والدنيا بقت اخيرا تمام، وحرفيا احلى نهايه معركه انا شفتها في حياتي. الصبح بقى واليزابيث قاعده بتفطر، العيله بتاعتها كانت فرحانه جدا واخيرا اتلم شملهم مع بعض مره تانيه، بس اليزابيث ما كانتش مركزه معاهم وتحس انها زعلانه شويه كده.
الملك بعدها بيقول لها ان الخطايا السبعة يبنوا بلدة جديدة ليهم في دولة كاميلوت واللي هي بلد الملك ارثر. يعني اليزابيث بتزعل كده وبتقول له انا لازم اودعهم بسرعة، بس الملك قال لها هم مشوا دلوقتي وما ودعوش حد علشان يخلصوا اللي وراهم. البنت زعلت وتأثرت كده. بس انت بقى متخيل ان ميليوداس هيمشي وهيسيب اليزابيث ورايا صديقي؟ لا والله، ميليوداس بيقتحم المكان بالحنة الام وبينزل لها بالسلم بتاعه، بيقول لها احنا اتفقنا نجمع الخطايا السبعة مع بعض ولسه واحد، يلا بينا نرجعه. البنت بعدها بتفرح وبتطير عليه وبتحضنه، واحلى مسا عليك يا ملك وكل اللي بيتفرج. بيطلعوا بعدها وبيستعدوا لبدوا مغامراتهم واسترجاع العضو السابع منهم. وطبعا لحد هنا بتنتهي احداث الموسم الاول. احداث مولعه مستنيه انا في الموسم الثاني، فيلا بينا بقى نبداه. بيبدا الموسم الثاني بتاعنا بقى باليزابيث وهي بتحلم كده، بتشوف ميليوداس عمال يقاتل في شويه وحوش والدنيا اخر مدعكه. اليزابيث بتزعق وبتحاول تلحقه منهم، وهوب بتصحى من نومها، بتروح على طول على الملك وبتحكي له على كل حاجه. الملك بيقول لها حلمت بايه كمان؟ فقالت له حلمت انه رحت مع الخطايا لمدينه كاميلوت واللي هي مدينه الملك ارثر يعني، وبان ساب الفريق ومشي هو وكينج. الملك بيهز دماغه وموافق كده، وشكل في حاجه في باله. بس استنى كده يا صديقي، يعني نهايه الموسم الاول كانت حلم؟ ايوه، واليزابيث والخطايا لسه في المملكه. المهم اليزابيث بتروح بعدها على الخطايا وبتقول لهم الملك عامل حفله تكريم ليكم وهيديكم ميداليات شرف ولازم تحضروا بكره. العيال بتفرح والدنيا بقت تمام معاهم، بيحتفل الكل بالليل. ولكن بان ما كانش على بعضه، بينده على القائد وبياخده على جنب كده، بيقول له انا عاوزك بره. بيطلعوا بره وبان بيقول للقائد انا هسيب الخطايا من بكره. ميليوداس بيقول له بلاش هزارك اللي زي وشك ده يا عم. بس بان بيقول له انا ما بهزرش، انا هسيب الخطايا من بكره. القائد بيفهم موقفه وما بيتكلمش، وبيكون بان بيعمل كل ده علشان مش مسامح نفسه، وده لانه هجم على القائد وحاول يقتله في المعركه اللي فاتت. المهم الفجر بقى والكل نايم، بان بيلم حاجاته وبيطلع علشان يمشي. بيشوفه كينج وهو ماشي كده وبيقول له على فين يا صاحبي؟ بان بيقول له على غابه الجنيات. كينج ما بيفهمش هو رايح هناك ليه، وبيقرر يروح معاه. بس كان في واحده كده بتتصنت عليهم وبتسمع الكلام، وشكلها هتحلو يا صديقي. المهم تاني يوم الملك بيجمع الخطايا علشان يدي لهم ميداليات الشرف بتاعتهم، بس الناس في المملكه ما كانش عاجبها الكلام ده ومش مصدقين ان الخطايا هم اللي لحقوا المدينه. فميليوداس بيقول للملك انا حاسس ان في ناس عندها اعتراض علينا، فاللي عنده اعتراض يتفضل. بيدخل ثلاثه كده من الفرسان عليهم وبيقولوا له احنا عاوزين نشوف قوه الفارس اللي هزم هندريكسن. هو احنا صحيح كنا في اخر المملكه بنحارب الخونه، بس عادي يعني نمسكك انت وهندريكسن نكسركم. ميليوداس بيتعصب من كلامهم، بيقول لهم انا مش عارف ايه السبب اللي خلى دوريفاس وهندريكسن يعملوا كده، بس انا متاكد من حاجه واحده، لو واحد فيهم مسككم هيخلي وشكم والاسفلت بسوا واحد. الواد ده بيتعصب وبيهجم على ميليوداس بكل قوته، بس بيصد كل ضرباته وبيكسر له صوابعه. وعلى وضعك يا باشا، اصحابه بعدها بيعرفوا قوه ميليوداس والكل بيصدق انهم اللي لحقوا المملكه. بيسلمهم الملك ميداليات الشرف بعدها وبيسالهم عن كينج وبان وهم ما جوش ليه. ميليوداس بيقول له هم مشوا وما بيرضاش يقول له على السبب اللي خلاهم يمشوا، وبعدين بيخلص الاحتفال. بس كانت مارلين ركبت لهوك كده حاجه في ودنه اسمها العين الشريره، ودي بتديله القدره يعرف طاقه كل واحد قدامه. بيبص كده على ميليوداس وبيلاقي طاقته فوق ال 3000. بيبص بقى على باقي الخطايا وبيعرف ان كلهم فوق ال 3000 يا صديقي، وحرفيا هوك بيتصدم. المهم هم ماشيين كده، ميليوداس بيحس بهزه بتزلزل المكان بالكامل. الواد وشه بيقلب كده وبيعرف انهم وصلوا. وفي ناحيه ثانيه كان دوريفاس بيفوق هندريكسن وبيقول له عاش عليك والله، نفذت كل اللي انا كنت عاوزه منك بالظبط، وعلشان صديقك عاوز نعرف عن حياتك هسيبك تمشي. هندريكسن بيتصدم وما كانش مستوعب اصلا، وانا عارف انك كمان يا صديقي مش مستوعب، بس واحده واحده هتفهم كل حاجه. المهم دوريفاس بعدها بيبص كده قدامه وبيقول لهم نورتوا المدينه، بقالكوا 3000 سنه محبوسين في الختم والنهارده يوم تحريركم. هندريكسن وقتها بيحس بطاقه مشؤومه وما عادش قادر يقف من قوتها، وشكل الحكايه هتقلب مجزره يا صديقي. بعدها العشره اللي واقفين دول بيعرفوا باساميهم واسمهم الوصايا العشره، واللي حصل يا صديقي ان دوريفاس لما اليزابيث اتجرحت عمل نفسه بينقذها، ولكنه في الحقيقه ما كانش بينقذها، ده اخذ الدم بتاعها وراح فتح ختم الشياطين بيه. وخد التقيله بقى يا صديقي، ده مش دوريفاس الحقيقي، ده شيطان مستحوذ على جسمه من 10 سنين وهو اللي خلاه يقتل اخوه وسيطر على هندريكسن كمان. انا عارف انك اتصدمت، بس دي البدايه مش اكتر. المهم واحد من الوصايا العشره بيقول لهم احنا لازم نرجع كل قوتنا قبل ما نستولي على العالم، وبالمناسبه اسمه زلدريس. الكل بيوافق وبيطلعوا علشان يرتاحوا في مكان قوته السحريه عاليه. من جانب تاني بقى كان كينج وبان رايحين على غابه الجنيات كده، بيحسوا بحد بيراقبهم، وبتطلع جيروكو في الاخر. بان بيقول لها انت بتعملي ايه ورانا؟ البنت بتقول له انا جايه معاك مش هسيبك، انت انقذت حياتي ولازم تتحمل نتيجه غلطتك، وشكلها وقعت في حبه يا معلم. المهم بيفضلوا ماشيين كتير لحد لما اخيرا بيوصلوا على
غابة الجنيات، كينج بيتصدم وعينه بتدمع من الفرحة، بيشوف شوية كده من شعبه داخلين عليه وبيروح علشان يكلمهم، بس الجنيات بتشتمه بيقولوا عليه خاين، وبيروحوا على بان ومسمين دلوقتي بان ملك الجنيات. المهم بان بعدها بينده على كينج وبياخده جوه الغابة، بيوصلوا عند مكان جسم إيلاين، وكينج لما بيشوفها ما بيسمحش نفسه وبيطلع يجري من المكان كله. بان بقى بيروح عليها وبيحضنها وبيقول لها رجعك مهما كان التمن، وجروكا كانت بتتفرج عليه وفي قمة الحزن. المهم كينج بعدها راح قعد على مكان عالي كده وفضل يعيط على حاله، بيلبس الخوذة ديت علشان يداري دموعه وبيقول يا ريتك كنت جنبي اهل براما علشان تخفف عني، وهوب بيلاقي جنبه الواد بيتصدم وبيخلع الخوذة علشان يكلمه، ولكن هيل برام بيختفي بس صوته لسه موجود، بيطلع من الخوذة اللي وراه وبيقول له البسها تاني، بيلبسها فعلا وهيل برام بيظهر قدامه. واتاري روح هيل برام ساكنة في الخوذة ديت، وهو كان عارف ان صاحبه هيكون وحيد من غيره، وعلشان كده سكن الخوذة وفضل معاه علشان يساعده. اصيل اصيل ابو الصحاب والله. كينج بعدها بيقول له انت ازاي بتكلمني؟ هيل برام قال له اختك قالت لي اخلي بالي منك، فعلشان كده كل ما تلبس الخوذة هتشوفني. كينج وقتها بيفرح والدموع بتنزل من عينه. في نفس الوقت ده بقى اليزابيث كانت راحت كده على مليودس علشان تكلمه، ولكنها بتحس انه مش على طبيعته ومتعصب من حاجه، فبعدها بتروح على ديانا وتسالها عن مليودس، ولكنها برضو ما تعرفش. ديانا وقتها بتبص كده لاليزابيث وبتقول لها انت شكلك بتحب القائد، ما تعترفي له بحبك. الله هي شكلها تحلو ولا ايه؟ اليزابيث اتحرجت كده ووشها قلب الوان، قالت لها لا انا هكتم مشاعري جوايا علشان ما زعلوش، القائد بيحب واحده ثانيه وتقصد ليز بالكلام يعني. ديانا وقتها بتقوم وبتقول لها لا لو ما عرفتيهوش بحبك هتفضلي ندمانه طول عمرك. اليزابيث بتاخد بالها ان ديانا متاثره كده وبتقول لها مالك. ديانا بتعيط بتقول لي اليزابيث انا ذكرياتي رجعت، انا وكينج كنا بنحب بعض من واحنا صغيرين، بس انا ما قلتلوش ولا مره اني بحبه، انا خايفه ما اشوفهوش تاني. وكانت في قمه الحزن. في نفس الوقت بقى كان بان وصل على مكان كينج، بيقول له مش هترجع لحبيبتك ديانا بقى ولا ايه يا عم؟ كينج قال له هي ما بتحبنيش ولو رجعت هزعلها مش اكتر. بان قال له لا انا سمعتها النهارده الصبح كانت بتقول انها هتموت لو انت سبتها تاني. كينج اتصدم ووشه قلب الوان وقال هي ذكرياتها رجعت ولا ايه وشكلها هتلعب يا صديقي. المهم في نفس الوقت ده كان جوسر بيتكلم مع مارلين، بتعطيله مارلين علاج كده وبتقول له يستخدمه وده علشان طاقته ما تاثرش على اللي حواليه. جوسر بيقول لها تمام وبيمشي، بيطلع الحبايه من بقه بعد ما بيطلع وبيرمي العلاج، بيقابل غيلا كده والواضح انهم بقوا في قصه حب هما كمان. هو ايه قصص الحب اللي مش هنخلص منها ديت؟ المهم مليودس هو كمان بيروح على مارلين وبيقول لها انا عاوزك ترجع اللي اخدته مني من 10 سنين. مارلين بتقول له ده ليه علاقه بالهزه الارضيه بتاع امبارح صح؟ مليودس بيقول لها ايوه الوصايا العشرة ظهروا وانا لازم استرجع قوتي الكامله علشان اعرف اقف ضدهم، يعني كل الجمدان ده وانت ما استخدمتش قوتك؟ ده ربنا يستر بقى. في نفس الوقت ده اخو غيلا بيكون رايح كده عند ديانا واليزابيث وكان قاعد بيعيط. ديانا بتساله مالك؟ بيقول لها ما اعرفش انا مش عارف انا مين وبعمل ايه هنا. البنت بتترعب كده وبتاخده على اخته بسرعه، بتقابلها فعلا وبتقول لها الحق اخوكي مش عارف هو مين. غيلا وقتها بتقول لها اخويا مين؟ انا كل عيلتي هو الشخص ده، وتقصد جوسر بالكلام. اتفهمت اللعبه، جوسر بيغير في ذكرياتهم وبيلعب على الكل بمزاجه. ديانا بتعرف وبتقول له انت ليه بتعمل كده؟ انا فكرتك كنت بتلحقها في المعركه. جوسر قال لها انا كنت بلحقها فعلا بس استبدلت ذكرياتها بذكرياتنا سوا وخليتها حبيبتي. ديانا بتقول له اخوها ليه مسحت ذكرياته؟ بيقول لها علشان وجوده بيننا ملوش لازمه. هي ابن المتخلفه، هو انت مفكر الناس لعبه في ايدك ولا ايه؟ ديانا بتتعصب من كلامه وبتقول له انت عملت كده ليه؟ جوسر بيزعق بيقول لها انا كنت دايما فرحان بالعلاقه ما بين القائد وبان وكنت عاوز اعرف سببها، بس في المعركه اللي فاتت شفت رابط اقوى من اي شعور وهو رابط الحب، انا عاوز اعرف ايه هو القلب البشري وشكله هو كمان بيعاني يا صديقي. ديانا وقتها بتقول لي اليزابيث تجيب القائد وهي هتتصرف معاه. اليزابيث بتسمع الكلام وبتمشي وبيبدا بعدها الاثنين يضربوا في بعض، الناس اللي في المكان بتسمع وبتتلم حواليهم. جوسر بيستخدم تعويذ عليهم كده والكل بيغمى عليه وحتى اليزابيث هي كمان بيغمى عليها وشكلها ما تبشرش بالخير يا صديقي. بعدها بقى مليودس ومارلين بيسمعوا باللي بيحصل، بيلاقوا اليزابيث كده واقعه ومغمى عليها، بيفوقوها وبتحكي لهم على كل اللي حصل وبتاخدهم بعدها على المكان اللي ديانا وجوسر بيتخانقوا فيه، وكان الاثنين بيضربوا بعض بكل قوتهم بس ديانا بتتفوق عليه وبتنجح ترجعه لطبيعته. مليودس ومارلين اخيرا بيوصلوا وبيلاقوا جوسر قاعد في جنب كده وزعلان وبيقول لمليودس احبسني بسرعه قبل ما افقد هويتي، وكانت حالته صعبه جدا وشكل ديانا ايديها تقيله يا صديقي. المهم بعدها جوسر بيرجع لغيلا واخوها ذكرياتهم، بيمشوا من المكان وبيقابلوا الشخص ده في طريقهم. مارلين بتقول له انا عاوزه منك طلب، الواد بيقول لها تحت امرك يا كبيرتي مش عاوزين، وشكلها كده ماسكه عليه زله باين. مارلين بتعمل تعويذه على جوسر وبترجعه لطبيعته وبيطلع حقيقته دميا مش انسان، وكان بيعمل كل ده علشان يبقى عنده احساس زيهم. وديانا بعد ما عرفت حقيقته كانت زعلانه جدا عليه. بعدين بقى مارلين
الغنم بتدي جسر للشخص ده وبتقول له خد بالك منه، بيرجعوا على الحانه وبيشوفوا هيعملوا ايه بعد كده. ديانا وهي بتتكلم عينيها بتتلون كده وشكل جسر ما سابهاش في حالها. بس وهم قاعدين فجاه مارلين بتحس بهجوم كبير على مملكه كاميلوت، بتاخدهم عليها بسرعه وبيكون الوحش ده بيهجم عليهم. الملك ارثر والجنود بيلاحظوا قوته وبيطلعوا علشان يحاربوا فيه، بس هيقدروا عليه ازاي؟ بيلمحوا الحانه وهي طايره في الجو جنب الوحش وبيعرفوا ان الدعم وصل. الوحش بيضرب ضربه بكل قوته على المدينه ولكن ما بتتاثرش، وده لان مارلين كانت عامله حاجز علشان تحمي المملكه، بس الحاجز ده اخره كمان ضربتين ويتلاشى. الوحش بيخلص الحاجز وبيهجم على المدينه تاني. الجنود بتجمع قوتها وبتصد الهجوم الاول بكل شجاعه، بس الوحش بيضربهم تاني بكل قوته. ميليودس بياخد باله وبيخلي مارلين تنقله هناك، وهوب بيصد هجومه بالعكس الكامل وبيرجعه له. الكل بيتصدم والملك بيعرف ان ميليودس وصل وكان في قمه السعاده. بيهجم الاثنين مع بعض على الوحش ولكنه كان قوي جدا، بيمسك الملك ارثر في ايده كده وكان خلاص هيقتله، بس ميليودس بيقطع صوابعه وبيحاول منه. ارثر بيعتذر له وبيقول له انا اسف علشان سيفك اتكسر بسببي. ميليودس بيقول له لا ولا يهمك يا عم، كده كده كان متضرر من الحرب اللي فاتت. مارلين بتاخد بالها ان سيف ميليودس اتكسر، بتحدف له السلاح الامبراطوري بتاعه وبتقول له خلص على الوحش ده. الوحش بعدها بيهجم على ميليودس بكل قوته، بيطلع 5 مدافع من جسمه وبيضرب بيهم. الكل وقتها كان خايف على ميليودس ومش عارف هيصد الخمسه مع بعض ازاي، بس انت بقى متخيل ان ميليودس مش عارف يصدها يا صديقي؟ لا والله، ميليودس بيستخدم سلاحه الامبراطوري وبيطلع 5 منه، بيصد كل الهجمات اللي عليه وهوب بيطير الوحش وينسفه من على وش الارض. جاحد يا ابني والله. اليزابيث كانت بتتفرج على ميليودس ومصدومه من قوته، والكل طبعا كان فرحان بهزيمه الوحش ده وما كانش مصدق. في نفس الوقت ده بقى في غابه الجنيات كان كينج بيجهز كده علشان يرجع للخطايا بعد ما عرف ان ديانا رجعت لها ذكرياتها. لسه هيمشي بيلاقي الغابه بتكبر بسرعه جدا، الواد بيتصدم وبيقول ازاي الغابه بتكبر بسرعه كده. البنت دي بتحكي له على اللي بيحصل وبتقول له ان بان بيجي مره كل كام سنه بيزود الغابه ديت بدمه والغابه بتكبر بالطريقه ديت. بنت كده من الجنيات بتدخل على بان بعد ما بيخلص وشكلها مش ناوي على خير يا صديقي. في نفس الوقت ده كينج بيحس بحاجه غريبه، وحش عملاق زي اللي هجم على مدينه كاميلوت بدا يهجم عليهم، فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ واتضح ان كل ده من فعل الوصايا العشره، واللي بعتوا الوحوش ديت كترحيب بس للي هيعملوه بعد كده، وشكلها هتقلب مجزره. نرجع بقى لغابه الجنيات تاني، الوحش ده بيدخل جواها كده والكل مصدوم، واحد من الجنيات بيروح عليه وبيقول له اطلع من هنا، ده على اساس انه يسمع كلامه يعني. الوحش بيطلع ايده كده وبيضرب ضربه في الهواء، الضربه شقت الاشجار وكل اللي حواليهم. الواد وقتها عرف الخطر اللي راح له، رجع زي الجبان على الغابه تاني وقال دي خلاص النهايه. باقي الجنيات هما كمان كانوا قاعدين مرعوبين من اللي بيحصل، والكل مفكر ان خلاص هيحصل فيهم زي قبل كده والشيطان ده هيخلص على غابتهم تاني. بس فجاه كينج بيضرب الشيطان، بيستخدم الاسلوب الرابع من سلاحه المقدس وبيضربه بزهره عباد الشمس. الوحش هو كمان بيضربه بالنار بتاعته والاثنين بيتاذوا، بس كينج بمستوى طاقته دلوقتي مستحيل يهزم الوحش ده. الكل كان بيتفرج عليه ومستغربين هو بيعمل كل ده ليه مع انهم لسه شاتمينه وضربينه من شويه. بس كينج بيقوم تاني في وش الوحش، وحتى لو هيضحي بنفسه مش هيسيبه يأذيهم. جيريكو بتشوف المشهد وبتاخد الجني ده وبتروح على بان علشان تعرفه باللي بيحصل. بتوصل هناك فعلا ولكن بتلاقي الطريق مقفول، واتاري ان البنت دي كانت قفلت المدخل ومقرره انها تقتل بان وتخلي النواه بتاعت الغابه اللي هتغذيها. بان بيلاحظ اللي بتعمله، هو ما بيستغربش من عمايلها. البنت بتقول له بعدها الغابه مش عاوزاك ملك لينا، مفيش غير ملك واحد بس وهو كينج. بان بيقول لها انا ما طلبتش من حد يناديني بملك، ولو ما مشيتيش من قدامي دلوقتي هبهدلك. البنت بتتعصب عليه وبتضربه بكل قوتها، بس بان مش سهل برضه، بيفادي كل هجماتها بسهوله والبنت مش عارفه تعمل معاه اي حاجه. مش عارف ايه الهبل اللي البنت دي بتعمله دلوقتي والله. بان بيقول لها بعد ما عرفت ان اخرك فاضي هتسيبيني امشي بقى ولا ايه؟ البنت بتقول له لا، وبتجمع طاقتها وبتهجم على ايلاين بداله. يا بنت الزباله، بان جرى على ايلاين واخد الضربه بدلها. علقت البنت في فرع شجره كده وبدات تمتص في دمه بدل كاس الخلود، وبان خلاص اغمى عليه وما عادش فايق. جيريكو بتقطع المدخل كده بسيفها وبتتصدم من المشهد ده اول لما بتشوفه، بتقول لها انت ايه اللي بتعمليه ده؟ الغابه بتتهاجم بره وانت بتهببي ايه دلوقتي؟ الوحش في الوقت ده بيضرب الشجره بعدها وجيريكو بتتخبط في دماغها وهو بيغمى عليها. مفيش فايده منك يا بنت والله. الجنيه بتسيبهم وبتطلع علشان تعرف ايه اللي بيحصل بره. بتلاقي الوحش ده شغال ضرب في كينج وما عادش قادر يتحمل. كينج كل شويه بيحاول يضربه ولكن مفيش فايده. كينج بعدها بيقول انا مش هستسلم واموت هنا، انا لسه عاوز اشوفها مره ثانيه، ويقصد ديانا بالكلام. بيجمع قوته وبيضرب الوحش ثاني ولكن برضه من غير فايده. الجنيات وقتها بتتاثر من المشهد وبتكرر تروح على الوحش وتهجم عليه بداله. واحد من الجنيات وهو طالع بيقول فعلا انت الملك بتاعنا. وبعدها البنت دي بتروح هي كمان على كينج وبترجعه، بتقول له احنا ممكن نعمل غابه في اي مكان ثاني بس ملك الجن واحد بس، انا مش هسيبك تموت هنا. كينج بيبص على عشيرته كده والوحش عمال يضرب فيهم ويقتلهم، بيحس بالعجز ثاني وخلاص شكلها دي نهايه الغابه. بيلبس الخوذه بالغلط وهيلبرام بيظهر له قدامه بيقول له ما تشغل
تشغلش بالك بيهم، ارجع لحبيبتك العملاقة. مفيش مشكلة تفكر في نفسك مرة، انت كل مرة بتضحي بنفسك، فكر في نفسك المرة دي واهرب. وبعدها الوحش بيضرب الشجرة العملاقة والجزء اللي فوق بيطير. كينج بيبص على مكان اخته وبيلاقي بان حاميها بجسمه، بيتعصب بعدها من نفسه. طاقته بتشتعل وبيوقف البنت وبيقول لها انا اسف بس انا ملك اناني. بيجمع قوته وهليبرام بيتصدم، الخوذة بتتشال وقوة كينج بتشتعل كمان وكمان. بيقول انا مستحيل اتخلى عنهم، مستحيل اشوفهم في الحالة دي اتوهرب زي الجبان. بيجمع كل قوته في الرمح وبيفعل شكل جديد فيه، الرمح حجمه بيكبر وطاقته ملت المكان كله. بيضرب الوحش بيه وهوب انفجار مزوي مسح المنطقة بالكامل. عاش يا كينج والله. الوحش بيموت والوقت خلاص جاب اخره. من ناحية تانية بقى الوسائل 10 بيعرفوا باللي حصل وان الاسلحة بتاعتهم اتدمرت. واحد منهم كده قاعد يضحك جامد واسمه جالان بالمناسبة، بيقول هو في حد لسه بيعرف يقف ضدنا بعد 3000 سنة ولا ايه؟ ده انا لازم اروح ازورهم بنفسي بقى. وفي مملكة كاملوت بقى كان ميليوداس ماشي كده وفرحان هو واللي معاه بهزيمة الوحش ده. هوك استغل الفرصة وكان قاعد بيقيس في طاقة ميليوداس بعد استرجاعه لسلاحه الامبراطوري وبيلاقيها وصلت ل 5000، والكل كان مفكر انه خلاص مع سلاحه هيخلص على اي وحش تاني. بس للاسف لا، غالان كان طاير في الجو وبينزل عليهم بكل شراسه. ميليوداس بيطير على اليزابيث بعدها كده وبيحميها من الاصطدام. غالان بيظهر قدامهم والكل مصدوم من قوته ومش مصدق. ديانا اللي ما بتخافش من حاجه كانت عماله بترتعش من قوته وشكلها خلاص دي نهايتهم يا صديقي. هوك بيقرا طاقه غالان وبيتصدم منها، بيقول لمارلين هو البتاع دي اتخرفت ولا ايه؟ دي طاقته 24000. مارلين قالت له لا دي طاقته الحقيقيه وشكلها هتولع من هنا. المهم لحد وبعد ما وصل جالان على مكان ميليوداس كلمه وقال له الساحه هنا ضيقه، احنا لازم نوسعها. وضرب ضربتين ثلاثه بالرمح بتاعه دمر كل اللي حواليه. الكل اتصدم من قوته، عرفوا انهم لازم يهجموا عليه بكل قوتهم علشان بس يعرفوا يهربوا من هنا. ميليوداس بيطير عليه علشان يضربه ولكن جالان بيقتله. دي كانت نسخه، والنسخه الثانيه حاولت تهجم على جالان ولكن برضه كله من غير فايده. ميليوداس بيهجم عليه بجسمه الحقيقي وجالان بيمسكه من رقبته وبيخنقه. ديانا ما بتتحملش وبتهجم عليه بكل قوتها. مارين بتلغي سحر التقلص عليها وبترجع لحجمها الحقيقي، بتنلها سلاحها الامبراطوري علشان تضربه بيه ولكن جالان بيصد ضربتها برضه، بيعورها هي كمان في وشها والكل مش قادر يعمل معاه اي حاجه. مارين بتستخدم عليه سحرها وبتحاول تنقله من هنا، بيختفي من المكان فعلا وبيكونوا مفكرينه اتنقل. بس هوبا جالان من وراها خلاص هيقتلها. الشخص ده بيجري عليها بسرعه علشان يحميها منه ولكن انت هتعمل ايه قدامه يا ابني؟ جالان بيضربه والواد ايده بتتكسر وحالته بقت حاله. مارين وقتها عرفت انهم كده ميتين وش، بتقول له انا عندي ليك عرض كويس. حاولت تلبخه في الكلام علشان تعمل خطه وتهربهم من هنا، بتكذب قدام جالان في الكلام وهوب جسمها كله بدا يتحول لحجاره. هو ايه اللي بيحصل ده؟ جالان بيضحك كده وبيقول لها انا وصيتي هي الصدق، اي حد بيكذب قدامي بيتحول لحجر وانت كذبت عليها دلوقتي ولازم تموتي. لسه هيهجم عليها ويقتلها بيلاقي ميليوداس بالاله الشيطانيه بيضربه. الواد ده بيلحق مارين والفرسان بتنضم لميليوداس. الكل كان شغال ضرب فيه من كل حته، بس انت متخيل انهم هيقدروا يعملوا معاه حاجه يا صديقي؟ لا والله دول كانوا عمالين يموتوا مش اكتر. ميليوداس بيتعصب وبيزود فعالته الشيطانيه كمان وكمان، طاقته وصلت ل 13000. بيضرب جالان بيها وبدا يتاثر فعلا، بس جالان عمال يستهزئ بيه مش اكتر، بيحدفه بالرمح وبيشق بطنه. بيقتل ميليوداس وبيقول له وقتك خلص معايا. ديانا هي كمان بتنقتل ومارين حتى ما سلمتش منه، بيحاول بعدها يقتل فارسر واليزابيث بس ما بيعرفش. بيقول لهم كفايه كده عليكم وبيسيبهم وبيرجع على باقي الوصايا فرحان طبعا بانتصاره. بس كان في اثر كده لطاقه جسر متعلق فيه، وكان في الوقت ده جسر واقف في ساحه المعركه وبدا يضحك جامد وشكل الموضوع لسه فيه كلام يا صديقي. في نفس الاثناء دي بقى في غابه الجنيات بان بيعالج الشجره العملاقه بدمه، بترجع تاني لطبيعتها. بيعالج كينج برضه والواد بدا يخف. باقي الشعب بقى بيفرح باللي كينج عمله وبيرجعوا يندهوله بملك الجن تاني. بس بان بعدها بيمسك البنت اللي هجمت على ايلاين وبيهددها، بيقول لها لو هجمت عليها تاني مش هسيبك يوم واحد عايشه. البنت بتقول له تمام وبتوعده انها هي اللي هتحميها بعد كده. وبعدها بان بيودع كينج وبيمشي. كينج بيقول له تعالى يا عم معايا وارجع للخطايا، بس بان بيقول له لا ابقى سلم لي عليهم بس. وبعدين بيسيبه وجيروكو بتقرر انها تروح معاه. من ناحيه تانيه بقى واثناء ما العصايا كانوا قاعدين بيجمعوا طاقتهم السحريه، بيشوفوا كده اتنين من البشر في المنطقه بتاعتهم بيهجموا عليهم وبياكلوا طاقه حياتهم وشكلهم مش ناويين على خير يا صديقي. في نفس الوقت ده كان هاوزر وجريامور وغل انتقلوا في رحله علشان يزودوا من قوتهم ويتدربوا. بيشوفوا كده شويه من الناس واقفه وما بتتحركش، ما بيعرفوش مالهم. بيحاولوا يلحقوهم ولكن مفيش اي نتيجه. وقتها العيال بتسمع صوت صريخ جاي من جوه القريه، بيجروا على هناك بيلاقوا شيطان عمال يقتل في كل البشر ويمتص في طاقتهم. بيتجمعوا بعدها على الشيطان وبيضربوه بكل
طاقتهم. غلب البرق بتاعه وهاوزر برياحه وجرامور بفجره. الشيطان وقتها بيتهزم وطاقة حياة الناس بترجع لهم تاني، وكان الكل في قمة السعادة. بس انت بقى متخيل ان الموضوع هيخلص عند كده يا صديقي؟ لا والله، شيطان رمادي تاني بيظهر قدامهم، طاقته اعلى من اللي قبله، وشكل العيال دول ميتين وش لسه هيهجموا عليه. بيسمعوا صوت من وراهم، ده هندريكسن يا جماعة، بيقول لهم انتوا ما تكونوا عبط لو فكرتوا ان الشيطان ده زي اللي قبله، احنا الاربعة لازم نتعاون مع بعض والا هنموت في ثواني. العيال اتصدمت، انت لسه عايش ازاي؟ غير يامور بيقول له انا مش هسامحك على قتلك لابويا. بيهجم عليه ولكن الشيطان بيضربهم هما الاثنين. غير يامور لسه هيهجم عليه تاني، لا هندريكسن قال له اهدى ابوك لسه عايش. الواد اتصدم. الشيطان بعدها بيطلع نقط سودا وبيجهز لقتلهم هما الاربعة، بس هاوزر برياحه وغلب الرعد عليه بيشتتوا الهجوم. الشيطان بعدها بيدمر كل اللي حواليهم، وغير يامور بيحميهم، بس هندريكسن بيتصاب من الهجوم. واتضح ان الشياطين ديات اتحررت نتيجة لفك الختم عن الوصايا العشرة، وبعتوهم هنا علشان يجمعوا لهم شوية طاقة مش اكتر. هندريكسن بعدها بيطير على الشيطان ضربه ولكن مش عارف يعمل حاجة، بيقع على الارض وخلاص كان شكله هيموت. ولكن هوب هاوزر بيلحقه، بيتعاون الاربعة دول مع بعض وبيبدأوا في ضربه وتكسير الشيطان، وفي الاخر بيخلصوا عليه. غير وقتها بيجري على هندريكسن وبيقول له انت لازم تفسر كل حاجة دلوقتي، وليه قتلت ابويا من 10 سنين. هندريكسن قال له تمام وبدأ يحكي له على كل حاجة. قال لهم كل حاجة حصلت لما كنا رايحين على مملكة ليونا، كنت انا ودريفاس لسه فرسان عاديين في الوقت ده وبندور على اي حاجة تزود في سمعتنا، وكان باين عليهم انهم صحاب جدا وقتها. المهم بيفضلوا نازلين جوه الحفرة لحد لما بيحسوا بحاجة غريبة، هو في شخص لسه عايش هنا ولا ايه؟ بينزلوا اكتر، وهنا بقى المفاجأة، شيطان كان موجود في الحفرة ديت وعاوز يستحوذ عليهم الاتنين. بيطير بعدها على دريفاس علشان يستحوذ على جسمه، ولكن عزيمة وارادة دريفاس الحديدية بتقف في وش الشيطان وما بيقدرش على روحه. وقتها الشيطان بيتحمس كده وبيقول له عجبتني يلا هاخد جسمك بالعافية. بيستحوذ بعدها على جسم هندريكسن وبيهدده بيه، لو ما سبتليش نفسك فقتل صديقك الوحيد دلوقتي يا ابن الخبيثة. دريفاس ما عادش قدامه حل غير الاستسلام. بيستحوذ بعدها الشيطان على جسمه وبيسيطر برضو على تحركات هندريكسن. بيرجعوا بعدها على المدينة وبيقتلوا زاتار، بيتهم الخطايا السبعة انهم اللي قتلوه، وانتم طبعا عارفين الباقي. غل بعدها بيتصدم ومحدش كان مصدق اللي سمعه، يعني دوريفاس بريء؟ ايوه، بس هو مين الشيطان ده وعمل كده ليه اصلا؟ هندريكسن بيقول لهم ده اسمه فراودرين، وده واحد من الوصايا العشرة، وهو اللي قتل ليز حبيبة مليودس قبل كده، وعلشان كده مليودس ضربه وخلاه بالشكل اللي هم شافوه ده، وشكلها هتولع يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى مليودس بيفوق على دموع حبيبته، بتاخده بالحضن وبتقوله الحمد لله انك كويس، وهو طبعا ما كانش فاهم حاجة. بيقول لهم غلام مش ممكن يسيبنا كده ويمشي من غير ما يخلص علينا، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ جوسر بيحكي له على كل حاجة وبيقول له انا اللي عملت كده، عدلت ذكرياته شوية وخليته يفكر ان هو كده قتلكم، وكنت خلاص ههرب بس مارين بتسيطر عليا بالصور ده. ايه ده، هي لسه عايشة؟ والله. وبيتضح ان مارين قبل ما جسمها يتحجر بالكامل كانت عملت تعويذة كده ونقلت روحها جوه البلورة ديت، وحاولت ترجع جسمها تاني بعدها ولكن ما عرفتش. المهم مليودس بيقول لهم احنا لازم نعمل خطة علشان نواجه بقى الوصايا والا هنتدمر تاني. مارين قالت له بالظبط كده، ولازم كمان ندور على العضو السابع خطيئة الاسد اسكانور، فبيقول لها تمام. المهم بقى بعدها مليودس واليزابيث كانوا رايحين على ديانا علشان يشوفوها بقت كويسة ولا لا. بيقابلوا كينج كده في طريقهم وبيحكوا له على كل اللي حصل. الواد بيقلق على حبيبته جدا وبيجري عليها بسرعة علشان يشوفها. بيوصل لها فعلا، بيسألها انت كويسة ولا لا، وعلى غير المتوقع ديانا ما عرفتش كينج وبتقول له انت مين، هو ايه اللي حصل، شكلها فقدت ذكرياتها باين. كينج بعدها بيقول لها انا صاحبك، انا اللي كنت هداك الانا، بس ديانا مش عارفاه. اليزابيث بتحاول تكلمها برضو ولكن معرفتهاش، وهي دلوقتي مش عارفه غير مليودس وكينج من لما كان بجسمه التخين. العيال بتروح على مارين وبتسالها على اللي بيحصل، بتقول لهم انا ذات نفسي مش فاهمه حاجه، هو ممكن من الخبطه اللي اخذتها ذكرياتها تتاثر؟ اعتقد لا، العمالقه اصلب من كده. في نفس الوقت ده بقى كان كينج اتحول للشكل ده وقاعد جنب ديانا، شكلك عرقاله، وكان قاعد مكسوف وبيحاول يعترف لها بحبه. هو احنا في ايه ولا في ايه يا ابني؟ ديانا وقتها عينيها بتتغير كده وبتنسى كمان شويه من ذكرياتها، نسيت حتى مليودس وكينج وما عادتش عارفاهم. كينج بيترعب وبيروح على مارين وبيعرفها. الكل بيتجمع وبيحاولوا يروحوا لها علشان يلاقوا علاج للي بيحصل. بيروحوا على مكانها فعلا ولكن البنت ما بتكونش هناك، دي سابت المكان ورجعت على مدينه العمالقه واللي فيها اخر ذكرياتها يعني. الكل كان واقف ومش عارف هي ليه بتعمل كده، ففي وقتها جوسر بيقول لهم انا اللي مسحت لها ذكرياتها. كينج بيتعصب وبيقول له عملت كده ليه؟ جوسر بيتكلم بكل برود وبيقول
بتقول له انا بتخانق معاها المره اللي فاتت، سمعتها وهي بتقول الذكريات السمينه مستحيل حد يقدر يمسحها، فجربت عليها واتمسحت فعلا. ذكريات ولا مش ذكريات، هي مجرد معلومات مش اكتر. وقتها كينج بيتعصب جامد، بيضربه بوكس بالسلاح بتاعه وبيمسح بيه القصر، وبيقول له ذكريات الناس مش لعبه في ايدك. وبعدها بيتجمع الخطايا علشان يروحوا ورا ديانا ويلحقوها. وفي الوقت ده بقى بيظهر فلاش باك لديانا قبل كده، ايام ما كانت في بلده العمالقه بعد ما سابها كينج. كانت بتشترك في معارك لبعض دول البشر، بيأجروا العمالقه يكسبوا بيهم الحرب، بيدوا لهم فلوس وكده يعني. الدوله اللي ضدهم اجرت عملاق شجاع برضه، ولكن المعركه انتهت بفوز ديانا واللي معاها. بعد ما بيرجعوا على مدينتهم بقى، القائده بتاعتهم بتقول لهم انتوا ليه ما بتقتلوش الناس؟ انت يا ديانا عملت ايه في الحرب اللي فاتت؟ قالت لها رميت 10 كده في النهر، وانت التانية ما عملتيش اي مصلحه في القتال امبارح، انت لازم يكون عندك فخر العمالقه. ديانا بتقول لها احنا مش عاوزين نقتل حد، القتال عمال على بطال ملوش اي فايده، البشر يحاربوا بعض براحتهم، بس احنا ايه دخلنا؟ مترونا وقتها بتزعق لها وبتقول لها انت مش فاهمه حاجه، احنا العمالقه اهم حاجه عندنا القتال وبس، انك تموت في ساحه المعركه فكده انت اخذت اعلى مراتب الشرف، لكن اللي مش طبيعي اللي انتم بتعملوه. وبعدها بدات في تدريبهم على القتال تاني. بس هم بالليل بقى، البنت دي كانت قاعده بتعيط وبتقول لديانا انا عاوز اهرب من هنا، زهقت من الحرب والقتال وكل اللي بنعمله، انا عاوز اعيش حياه هاديه مش اكتر. ديانا بتقول لها تمام، وبيتفقوا يهربوا من هنا. بيستنوا كام يوم كده وبعدين بيقرروا يهربوا. ديانا بتروح كده على البنت دي وبتصحيها، البنت بتفوق فعلا، ولكنها بتقول لها انا اسفه بس انا مش هينفع اهرب كده كده، حتى لو طلعنا من هنا مفيش حد هيتقبل بينا وهنتعرض للتنمر مش اكتر. انا مش عارف ايه التفكير العقيم بتاعها ده والله. ديانا بتقول لها يا بنتي تعالي معايا، بس البنت ما بترضاش، فديانا بتطلع وبتهرب لوحدها. بيقابلها بقى شويه من البشر كده في طريقهم، بيحاولوا يضايقوها ويضربوها، ولكن ميليوداس بيتدخل وبيضربهم بدلها. بعدها بيعزمها على اكل وبيسالها انت ليه كنت ماشيه لوحدك؟ ديانا بتقول انا كنت بدور على مكان اروح له بس مش لاقي حد يقبلني. فميليوداس قال لها خلاص تعالي عندي في المملكه واصحابي هيرحبوا بيكي وباي حد من معارفك. ديانا بتساله بجد؟ قال لها والله ما بهزر، تنوري المملكه في اي وقت. ديانا بتفرح جدا وبتقرر ترجع على صديقتها وتاخدها على هناك، ولكن المفاجاه البنت ماتت، كانت في مهمه حراسه في مره، شويه قطاع طرق هجموا عليها وقتلوها. ديانا اتصدمت وهجمت على مترونه وضربتها، بتقول لها انت ما حميتهاش ليه؟ مترونه اتعصبت عليها وضربتها هي كمان، قالت لها مش هقعد افسر لك كل شويه، اجهزي بكره بقى علشان في معركه مهمه. البنت بتسمع الكلام وما بتقدرش تفتح بقها، بتطلع بره تفكر في ماضيها وحاسه ان في شخص ناقصها، وشكلها بتحلم بكينج يعني. بيطلعوا علشان المعركه بكره والكل بيجهز. مترونه بتقول البشر امال فين الاعداء؟ انا مش شايفه حاجه ولا حاسه بوجود حد قريب. الواد ده بيقول لها انا سامع صوت من هنا. مترونه بتضرب بس مفيش حاجه. طيب من هنا؟ مترونه بتجري على هناك وهوب بتسقط في افخاخ البشر. يا اولاد الخبيثه. ديانا بتقول لهم انتم بتعملوا كل ده ليه؟ الواد ده بيضحك كده وبيقول لها العملاق الواحد افضل من 1000 قاطع طريق، وانا بمهاره الصوت الاجوى فاقدر اوقع اي حد حتى لو كان عملاق. ومفكر انه كده خلص على مترونه يعني، بس انت متخيل ان مترونه خلصت يا صديقي؟ لا والله. مترونه بتطلع من غير خدش واحد فيها، بتجهز علشان تنتقم منهم. القائد بيامر الجنود برمي السهام وبيبداوا في الهجوم عليها من كل حته. ديانا ومترونه بيحمي نفسهم بالصخر ومفيش حاجه بتصيبهم، بس مترونه بتلاحظ بعدها سم موجود على السهام وبتقلق جدا منه. السهم بيطير على رجل ديانا وكان خلاص هيصيبها، بس مترونه بتاخد بالها وبتحميها، ضحت بنفسها علشان تحمي ديانا. الجنود بعدها بتحاول تهجم عليهم بس مترونه بتبعدهم. ديانا بعدها بدات تعيط، بتقول لها انت ليه عملت كده؟ كنت سبتيه يجي فيا انا. مترونه وقتها بتحكي لها على كل حاجه، بتقول لها ابوك وامك كانوا من نخبه المحاربين قبل كده، وقبل ما يموتوا وصوني اعتني بيكي وعاملك زي اختي الصغيره، انا ما كنتش عارفه غير القتال فعلشان كده انا كنت قاسيه معاكي، انا اسفه لو اتعاملت معاكي بقسوه. ديانا بتقول لها لا ما تقوليش كده. مترونه بتجيب اخرها وبتقول لها هربي وعيشي يا ديانا. البنت ما بتستحملش وخلاص جابت اخرها، قعدت تعيط من الحسره. شويه جنود بتهجم عليهم تاني بس مترونه بتخلص عليهم باخر طاقتها وبتغمض عينيها بعدها مفارقه للحياه. اتنين من الجنود كانوا لسه عايشين ومش عارفين هيقولوا ايه للملك لما يرجعوا، بس بيقرروا يحطوا كل اللوم على ديانا ويخلوها تتعاقب على كل حاجه. بيتقبض عليها فعلا وبيتحكم عليها بالموت، ولكن انت متخيل ان ميليوداس هيسيبها تموت يا صديقي؟ لا والله. بيدخل عليهم وبيوقف الاعدام وبيقول لهم هي بقت في حمايتي، ومن وقتها وهي في الخطايا السبعه. نرجع بقى للخطايا وهم متجهين الى مكان ديانا. مارين بتعرفهم بمكانها وبتقول لهم المكان اللي ديانا رايحه له ده فيه طاقه شريره جدا وشكلها رايحه على
حموتها برجليها. في نفس الوقت ده جالين كان قاعد كده مع الوصايا بيحكي لهم على اللي حصل وانه خلص على مليودس وكل اللي معاه، ما بيكونوش مصدقينه قوي، ولكن علشان هو وصيه الصدق وكده ما بيقدروش يكذبوه. بس مره واحده جالين بيحس بديانا وهي ماشيه جنبهم، بيروح عليها علشان يقتلها. ديانا في الوقت ده كانت بتحاول ترجع على قريتها بسرعه وتعرف الناس ان ماترونا ماتت في القتال، والواضح ان ذكرياتها واقفه عند الفتره ديت. ولكن فجاه جالين بيظهر وراها. البنت حست بطاقته مش قادره تتحرك، بتقول ايه القوه ديت، انا لو بصيت ورايا هموت. بتطلع تجري منه ولكنها بتلاقي واحد تاني قدامها واسمه مونسبيت. البنت اترعبت منه وخلاص شويه وهتعملها على نفسها من الرعب. جالين وقتها بيندهلها وبيقول لها انت عايشه ازاي، انا متاكد اني قتلتك قبل كده. ديانا بتقول له قتلت مين يا عم، والله انا ما اعرفك. جالين بيتصدم وبيقول لها انت كذبت دلوقتي وهتتحولي لحجر زي صاحبتك، ولكن بيتفاجئ انها ما تحولتش الحجر لسه، وده معناه انها ما بتكذبش قدامه. جالين بيتعصب وبيبدا يضرب فيها بكل قوته. مونسبيت وكمان بيحاول يهجم عليها ويمتص طاقه حياتها، ولكن مره واحده صخره بتطلع من وراهم وبتبعدهم. صخور تانية بتتجمع على جالين وبتكسر دماغه. ديانا في الوقت ده بتحس بطاقه سحريه مالوفه وبتقول دي قوه ماترونا، مستحيل تكون لسه عايشه، ولكنها بتطلع عايشه لسه يا صديقي. بتضرب ديانا في بطنها وبتاخدها علشان تهرب بسرعه من الوحوش دول. جالين بيتعصب منها وبيضرب الارض اللي بتحاول تهرب فيها، ولكن ما بيقدرش يلاقيهم في الاخر وبيفكر نفسه قتلهم يعني. في الوقت ده بقى مليودس بياخد باله من اللي حصل وبيقرر يوقف الحانه بسرعه. مونسبيت هو كمان بيعرف طاقة مليودس وبيطلع طائر سحر ناري كده بقوته بيضرب بيه عليهم، والطائر بيكسر اي حاجة في طريقه. مليودس بيحس بالسهم وبيعرف هو ناوي على ايه. لو مليودس استخدم قوته وعكس الهجمة هيعرفوا انه لسه عايش وهيهجموا عليه تاني ويقتلوه. مليودس بيأمر الحانة تغير اتجاهها علشان يعرفوا يهربوا، بس الطائر بيغير اتجاهه وراهم. مليودس بيقول خلاص انا لازم استخدم قوتي وما عادش في حل قدامه غير كده، بس الحانة بتفاجئ الكل وبتاكل الطائر. ايه انت كنت جعانة ولا ايه؟ مونسبيت بيتصدم وبيقول خلاص بقى يبقى ده مش مليودس، والحنا عملت معاهم الواجب وزياده يا صديقي. مارين وقتها بقى بتقترع عليهم يبدلوا طريقهم وما يروحوش لديانا علشان هي عرفت ان في شخص مجهول لحقها، ولو راحوا عليها يلفتوا الانظار عليهم مش اكتر وهيخلوا الوصايا يهجموا عليهم ويقتلوهم. طيب هتروحوا فين دلوقتي؟ مارين بتقول لهم احنا لازم نروح على استار، وده المكان اللي ختمت فيه قوه القائد من 10 سنين. بيوصلوا هناك فعلا وبيقابلهم ثلاثه من الكهنه، ودول بقى المفروض هيزودوا طاقه الكل وهيرجعوا لمليودس قوته، وهم اصلا كانوا عارفين انهم جايين ومستنيينهم. دي بقى جينا، ودي زانيلي، وده بقى سيو. زانيلي بتاخد مليودس واليزابيث وبتقول لهم تعالوا معايا انا اللي ههتم بيكم. بتدخلهم جوه مكان مظلم كده وبتقول لمليودس علشان تاخد قوتك لازم تعدي من المحنه اللي هتواجهك ديت. مليودس بيضحك كده وبيقول لها هات اللي عندك، وكان في قمه السعاده، ولكن ما يعرفش ان في جحيم مستنيه يا صديقي. زانيلي بتستخدم قوتها عليه وبتدخله جوه ذكرياته، بيقابل حبيبته ليز قدامه وبتخليه يعيش معاها اجمل الذكريات اللي عدت عليه. بس مره واحده مليودس بيشوف اليوم اللي حبيبته اتقتلت فيه، ما بيقدرش يستحمل المشهد وطاقته بتجتاح المكان كله وبتدمره، ودي بقى المحنه بتاعته يا صديقي. لازم يتخلى عن مشاعره الليز والا هيفضل كل مره يشوف نفس المشهد تاني، وحرفيا دي اصعب محنه لمليودس. زاني اللي في الوقت ده بتقتل اليزابيث بتاعها كده وبتقول لها دي فيها بذره شجره مريضه، انت لازم تستخدمي قوتك وتشفيها. ده ازاي يعني؟ ما علينا، دي بقى محنتك. اليزابيث بتقول لها تمام وبتبدا تحاول فيها. مليودس بقى في الوقت ده كان عمال يتجلد كل شويه، بيشوف مشهد موت حبيبته قدام عينه وما بيستحملش، بيصرخ من الوجع اللي بيشوفه. اليزابيث بدات تقلق عليه وبتقول لزاني اللي انت بتوري له ايه بالظبط. البنت قالت لها الجحيم بعينه. في نفس الوقت ده ومن جانب تاني بان وزيركو كانوا وصلوا على مدينه جديده كده. بان بيسال الشخص ده عن اللي سمعه هنا، بيقول له هل في حد موجود هنا بيعرف يرجع الموتى؟ الراجل ده بيضحك كده وبيقول له دي قصص خياليه يا عم، بس سمعت ان في واحد بيتكلم الكلام الاهبل ده جوه المدينه، لو رحت هناك تعرفه. فبان بياخد جيروكو وبيمشوا. في نفس الوقت ده بقى في استار، جينا بتاخد كينج وهوك وجسر علشان تدربهم وبتقول لهم على فكره انتم مش اول حد يجي هنا علشان يتدرب. بيبصوا كده قدامهم وبيلاقوا هندريكسن. كينج بيتصدم وبيفعل وضع الهجوم، ولكن جينا بتقول له اهدى، هو رجع لطبيعته دلوقتي وجاي يتدرب مش اكتر. هوك بقى بيشم ريحه وحشه كده وبيجري بسرعه عليها علشان ياكلها، ولكنه بيلاقي الثلاثه دول منفوخين وشكلهم بيتشوا مش بيتدربوا يا صديقي. بس في نفس الوقت ده بقى كان لسه مليودس عمال بيصارع مع نفسه. زانيلي عادت له مشهد موت حبيبته اكتر من 1000 مره، ومليودس كل مره ما بيقدرش يستحمل يشوفها وهي بتموت وبيفجر المملكه بالكامل. هي بصراحه لازم تستاهل. زانيلي وقتها بترجعه وبتقول له انت لو فضلت جوه اكتر من كده هتموت، انت فشلت في الاختبار. مليودس بيتعصب وبيكسر الارض من الغضب، ولكن مره واحده اليزابيث من وراه بتهديه، بتقول له ما تاخدش كل حاجه على اعصابك، انت املنا هنا. مليودس وقتها بيعرف ان لسه في حاجات حلوه مستنياه وب
بيقول لزاني لي رجعيني تاني. بتقول له بس وعدني انك ترجع كويس. قال لها وعدك بكده. ميليوداس بيرجع تاني بيشوف اجمل ذكرياته مع ليس حبيبته، وانا شخصيا حبيتها والله يا صديقي. البنت امر مش طبيعي في كل حاجه. ميليوداس بيقول انا عارف ان المفروض انساكي، عارف اني لو نسيتك مش هدمر حاجه وارجع طبيعي تاني، بس انا ما اقدرش، ده شيء مستحيل بالنسبه لي. وبيفضل يدمر المكان تاني، بيرجع يشوف نفس المشهد تاني. وزانلي خلاص قررت ترجعه، بس اليزابيث بتوقفها، بتقول لها هو وعدك ان هو هيرجع لوحده. وفعلا ميليوداس في الوقت ده كان بيجيب اخره، بيكلم ليزي الميته قدامه وبيقول لها انا عمري ما هنساكي، بس انا مش عاوز اشوف المشهد ده تاني، ومش هفقد السيطره على نفسي، ووعد عليا اني مش هسيبك. وبيرجع وهو عمال بيعيط. اليزابيث لما شافت دموعه وما قدرتش تستحمل وعيطت هي كمان، وانا كمان عيطت يا صديقي. زانلي بتقول له انت كده نجحت في الاختبار وهترجع لك قوتك تاني، وكانوا في قمه السعاده. في نفس الوقت ده بقى كان بان وزيركو بيأجروا فندق كده وبيقعدوا فيه علشان يرتاحوا. مش عارف اجيبها لك ازاي يا صديقي، بس ده فندق 5 نجوم هنا. المهم بان وهو واقف في الشباك كده بيشوف واحد الناس عماله تضربه، وبيقولوا له سمعنا انك بترجع الموتى للحياه. فبان اول لما بيسمع كده بيطير على عياله وبيكسر وشهم، بياخدوا على الاوضه وبيرميه على الحيطه بكل قسوه. الراجل بيتشقلب كده وبيمسك في الجدار. بان بيقول له انا عارف انك اتفاديت كل هجماتهم، بس انا ماليش دعوه يعني، انا بس عاوز اعرف انت بتقدر ترجع الموتى ولا لا. الراجل بيقول له للاسف انصاف الحيوانات اللي زيي مستحيل يقدروا على كده، ويلا بقى استاذن انا. ولسه يمشي بيقع على الارض قدامهم. بان بياخده بيحطه على السرير وبيبداوا يعالجوه. الراجل بيعرفهم بنفسه وبيقول لهم انا اسمي جيفاجو، هربت من الناس دي فتره كبيره جدا، بس شكلي مش هعرف اهرب من المرض، وشكله هيودع كمان شويه يا صديقي. في الوقت ده بقى بيظهر فلاش باك لبان وهو صغير، كان عايش في نفس المدينه ديت وبيسرق الطعام من الناس علشان بس يعرف يعيش. الراجل ده بيقبض عليه في مره وبياخده وبيوديه على السجن. بيلاقي واحد كده هناك محبوس، وبان بيصعب عليه وبيديله حاجه كده ياكلها وبيقول له انا ههرب من هنا ما تيجي معايا. بان بيقول له تمام، بيهربوا من السجن فعلا. والراجل ده بيجيب اكل لبان، وبعدها بيحبوا بعض جدا. وفي الوقت ده كان الشخص اللي عند بان هو نفس الشخص اللي اخد بان قبل كده وحرره من السجن، بس هو ما كانش عارف بان لسه، وكان بدا يحكي لهم على حكايته. بيقول لهم انا دلوقتي هموت واروح لاولادي الاثنين، هم وحشوني جدا. جيركو بتقول له انت عندك ولاد يا حاج؟ بيقول لها ايوه كان عندي 2، واحد منهم لسانه طويل وكنت بحبه جدا، وهو يقصد بان بالكلام، والتاني كان زي من انصاف الوحوش ولكن كنت معيشه في الجبال. وقتها بقى بيظهر فلاش باك لبان في الماضي، كان ابوه كل شويه بيضربه وبيهينه علشان ابوه فاشل وعاوزه يسرع له الاكل. بان كان زعلان جدا وما اكلش بقاله يومين. بتشوفه ست غريبه كده وهو قاعد وبتقول له تعالى معايا يا بان، ولو دخلت في الصندوق ده هدي لك قطعه نقديه. بان بيوافق وبيكون فرحان جدا بالفلوس، ولكنها بتطلع نصابه وبتاخد الواد وبتحطه في البرميل وبتقفل عليه. واتاري ان الست ديت عاوزه تبيع بان لواحد من العائلات الغنيه، والراجل ده بيستمتع وهو بيقتل الاطفال الصغيرين. بان بيحاول يطلع، بس هتزق العجله ديت ازاي يا ابني؟ ولكن مره واحده بان بيسمع صوت صراخ بره، بيكسر البرميل بسرعه وهوب بيتصدموا. زيفاجو كان بيسرقهم وبيتصدم لما بيلاقي بان جوه. بياخده بيجيب له اكل وبيقعد يضحك عليه، بيقول له انا مره شفتك في السجن ومره مخطوف، انت ايه حكايتك يا ابني؟ بان بيقول له اعمل ايه يا عم، حظ في الدنيا. فزيفاجو بيقول له تمام، ولكن بان وهو بياكل كان عاوز ينام ولكن مش قادر يقفل عينه. زيفاجو بيقول له ما تنام يا ابني، انت خايف من ايه؟ بان قال له لو نمت ابويا هيضربني. وقتها الواد بيصعب عليه جدا وبيقول له خلاص نام وانا هحميك. ومن يومها والاتنين دول مع بعض دايما وبيسرقوا من كل اللي يقابلهم. وبان اتعلق في زيفاجو جدا وبقى بالنسبه له الاب المثالي، بس اخره السرقه وحشه يا صديقي. ففي مره كان بان مستني زيفاجو كده علشان يسرقوا القصر ده. زيفاجو بيتاخر وبان بيقرر يدخل القصر لوحده. بيدخل فعلا، ولكن الحراس بتمسكه وبتنزل ضرب فيه. بالراحه يا عم علي انت، هو ده حته عيل صغير. في الوقت ده بقى جيفاجو بيكون مرعوب علشان صحى متاخر وخايف ليكون بان دخل واتقبض عليه. بيوصل هناك فعلا وبيسمع الحراس وهم شغالين ضرب فيه، فبيطلع على السور وبيكون خلاص هينقذه. ولكن في وقتها بيسمع حراس تانيين بيتكلموا عن نص وحش لقوه في الجبال، وده بيكون ابن جيفاجو يا صديقي. الاب بيحتار ما بينهم هينقذ مين فيهم، بيعيط وبيجري على ابنه اللي في الجبل وبيسيب بان وراه ينضرب من ناس. بيوصل متاخر والواد ما بيقدرش يتحمل وبيموت على دراع ابوه. جيفاجو ما بيسامحش نفسه وبيفضل عايش باقي حياته زعلان وندمان علشان ما لحقش بان، وبيقول يا ريتني كنت لحقته من الحراس، انا متاكد اني غلطان. وكان في قمه الحزن. بان بيقول له انت ما غلطتش في حاجه، لو كنت لحقتني انا وسبت ابنك انا ما كنتش هسامحك. وما تزعلش يا عم، انت كنت الاب المثالي ليا. جيفاجو بيتاثر جدا وما بيكونش مصدق ان ابنه. بيقول له معقوله انت بان؟
بن بن بيقول له ايوه. جيفاجو عينه بتدمع وبيفضل يعيط من الفرحه، وانا شكلي كمان هعيط يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى كان الرجاله دول بيفكروا يدخلوا جوه الكهف علشان يتدربوا شويه. بيتقسم كل اتنين مع بعض علشان الكهف ما بيرضاش غير بثنائيات، هاوزر وغل مع بعض، وجوسر وارسر مع بعض، والكل شغال بيتدرب وبيطور في نفسه كمان وكمان. وغل وهاوزر بيعرفوا يوصلوا لمستوى تاني من طاقتهم، بس كينج ما كانش مسامح هندريكسن على قتله لصاحبه ومرضاش يدخل الكهف مع حد. بس بعد شويه مليودس بيطلع من كهفه وبيقول لكينج تعالى ندخل مع بعض جوه، فكينج بيوافق والاتنين بيدخلوا. كينج كان باين عليه كده متعصب من هندريكسن جدا، فمليودس بيقول له ما تتساهل معاه شويه يا عم، هو كل اللي عمله ده مش بمزاجه، ده كان فراودرين بيتحكم فيه مش اكتر. كينج بيقول له حتى لو ما كانش في وعيه انا عمري ما هسامحه، بس بعدين يعني انت عرفت ازاي ان فراودرين ده هو اللي كان بيتحكم فيه؟ ومين فراودرين اصلا؟ مليودس قال له ده واحد من الوصايا العشرة. كينج بيشك في القائد وبيهجم عليه وبيقول له انت عارفهم منين؟ وهل انت عدو لينا ولا لا؟ وشكلها ما تبشرش بالخير يا صديقي. مليودس بيصد ضربته وبيقول له ما تعال يا ابني انت بتقول ايه؟ كينج ما بيتفهمش وبيهجم على مليودس تاني. الكل كان واقف بيتفرج عليهم بره ومش فاهمين هم بيعملوا كل ده ليه اصلا. كينج بيعور مليودس في كتفه وبيقول له لازم تقول لي على الحقيقه، والدنيا بتبوظ على الكل باين. في نفس الوقت ده بقى كان جيفاجو فرحان ومش مصدق الصدفه اللي جمعته مع ابنه. جيروكويا كمان كانت فرحانه جدا وقاعده متاثره وبتعيط. جيفاجو بيقول لي بان دي حبيبتك ولا ايه؟ فقال له لا يا عم انا شايفها زي اختي الصغيره مش اكتر. ايوه كده يا بان اديلها ما ترحمهاش. بعدها بان بيقول لابوه ان هو شرب من كاس الخلود وهو كده عمره ما هيكبر في السن او هيموت. ابوه اتصدم، افتكر ان هو اللي كان بيحكي له دايما عن ينبوع الحياه وما كانش مصدق ان في حد هيقدر يوصل له اصلا. بيساله بيقول له هو ما كانش في حد بيحرسه ولا ايه؟ فبان بيقول له لا كان في واحده بس ماتت دلوقتي وانا بحاول ارجعها للحياه. الاب وقتها بيفهم ان ابنه واقع في حبها وبيقول له باخد بالك من نفسك علشان الموضوع مش سهل. فبام بيقول له تمام، بس جيفاجو بيحس ان بان لسه متضايق من حاجه. بام بدا يحكي له بيقول له بعد ما سبتك وكملت حياتي بقى عندي اتنين بحبهم، صاحب مليودس وحبيبتي ايلاين، ولكن من فتره قريبه اضطريت اختار ما بينهم وفضلت حبيبتي عليه وحاولت اقتله. هو بالرغم من ده كله سامحني وعاملني زي الاول بالظبط، بس انا مش ممكن اسامح نفسي، انا ما كانش المفروض اعمل كده، وكان متاثر جدا. جيفاجو في وقتها بيقوم على ابنه وبيكلمه بيقول له انت عندك صاحب ما يتعوض ما تضيعهوش من ايدك علشان انت مش مسامح نفسك، ارجع له تاني يا ابني. وبعدها المرض بيسيطر على جيفاجو بيموت جنب ابنه، ودي كانت احلى موتة بالنسبة له، وانا بصراحة كنت متأثر جدا في الوقت ده. في نفس الاثناء بقى كان كينج ومليودس عمالين بيتقتلوا، وكينج مصر يعرف حقيقته. جينا بتندى عليهم وبتقول لهم اطلعوا برا، وفعلا كينج كان سايبه وماشي. مليودس بيندى عليه وبيقول له انا مش هعرف اقول لك على كل حاجة دلوقتي، بس انا عاوزك تثق فيا. كينج قال له انا اسف، انا لازم اعرف كل حاجة الاول. وبعدها بيطلعوا بره. مليودس بيقول لجينا رجعي لي طاقتي يلا، البنت بتقول له تمام وبتبدا ترجعها له. بتطلع حجر كبير جدا والظاهر انهم حابسينها جوه. جينا بتكسر الحجر وطاقه مليودس بتملى المكان بالكامل، حرفيا الدنيا بقت ليل عندهم. الطاقه بتتجمع على مليودس وجسمه بدا يمتصها، وحرفيا طاقته مش طبيعيه يا صديقي. النقل بيتم بنجاح والوصايا العشره بيحسوا بيها. مليودس الارض من حواليه ما كانتش مستحمله، والواد فاضل له سنه ويتحول. بيقول لمارين بعد ده انا عاوزك توديني مره واحده على الوصايا. الكل بيتصدم وبيقول له انتهبل يا ابني هتروح لجحر العدو برجليك. مليودس بيقول لهم ما تقلقوش انا بس هدي لهم التحيه. مارين بتقول له بس انا علشان ارجعك لازم تستنى 17 ثانيه هناك. فقال لها تمام اتفقنا، وهوب مره واحده مليودس كان قدامهم. الوصايا بتتصدم من جرأته ومحدش كان مصدق. جلام بينزل عليه وبيقول لهم محدش يلمسه ده فارستنا. فارست مين ياض انت؟ مليودس بيفوق له وبينزل عليه بتقله، بيكسر وشه حرفيا بيمسح بالأرضية. الكل كان مصدوم من قوته. جلم بيقوم تاني وبيحاول يضربه، بس انت متخيل انه هيقدر يعمل حاجة قدامه؟ لا والله. مليودس بيفك سيفه كده بس وهوب بيخرطه. بيروح بعدها على باقي الوصايا وبيسلم على زلدريس. زلدريس بيقول له انا مش عاوز اعرفك يا خاين. مليودس بيقول له بلاش المعاملة ديت يا عم، ده احنا اخوات برضه. الواد بيقول له انجز وقول انت عاوز ايه علشان مش فضيلك. مليودس بيقول له انا بس جاي احذركم من حاجة، لو قربتوا ناحيتنا تاني الخطايا السبعة مش هيرحموكم. العيال بتتعصب من كلام وبيهجم عليه بسرعه، ولكن ال 17 ثانيه بتخلص ومارين بتنقله، وشكل اللي جاي مش زي اللي راح يا صديقي. المهم بقى لحد هنا نكمل الحكايه. وبعد ما مليودس ساب الوصايا ومشى، كان جلان متعصب جدا ومتضايق من العلقه اللي كلها، بيفكر يروح ورا مليودس تاني، بس الباقي بيهدوه وبيقولوا له اهدى يا عم علشان ما تاخدش على دماغك تاني. جلان بيتعصب اكتر وبيقعد يصوت زي خيبتها. بعدها القائد بتاعهم بيجمعهم وبيقول لهم احنا لازم نسيطر على بريطانيا في اسرع وقت، هنتقسم لخمس مجموعات
كل مجموعة فيها 2 وانا احتل الارض بالكامل. بس خدوا بالكم من مليودس لو هجم عليكم وتعاونوا علشان تقدروا تقتلوه. الكل بيسمع الكلام وبيتوزعوا في كل حتة. في الوقت ده بقى مليودس كان رجع على مكان صحابه وعرفهم بكل اللي حصل. العيال بتقوله انت بتستفزهم ليه يا عم، انت عارف انهم الوصايا وممكن يخلصوا علينا في اي وقت. مليودس قال لهم لا، هم دلوقتي هيتقسموا علشان يحتلوا الارض بسرعة، واحنا هنستغل الفرصة ديت ونقتلهم واحد واحد. وشكل حافظهم يا صديقي. بعدها بشوية بقى اليزابيث بتطلع من جوه وبتكون خلصت الاختبار بتاعها. مليودس بيسألها عملت ايه، بتقول له سقطت للأسف. الواد بيتصدم وبيقول لها يعني ما عملتيش اي حاجة، فبتقول له لا ولا الهوى. فبيقول لها ولا يهمك يا باشا، اهم حاجة صحتك. والبنت بقت في قمة السعادة. يا سلام على الفشل لما ليه حد يشجعه صديقي. المهم بعدها بقى الكل بيودع الكهنة وبعدين بيمشوا. جينا بعد ما بيمشوا بتقول لي زانيلي انت ما حطيتيش بذرة ليه في طبق اليزابيث، معقولة انت لسه بتحب مليودس؟ البنت وقتها ما بتقدرش تستحمل وبدأت تعيط. قالت لها انا عارفة ان مليودس عمره ما يحبني، وانا عارفة ومتأكدة من كده، بس انا عارفة انه بيحب اليزابيث دلوقتي، ولو حصل لها حاجة هيدمر كل حاجة ويدمر نفسه تاني، وده لان اليزابيث هي اعادة تجسيد ليس حبيبته. شكلنا عرفنا كده ليه مليودس متأثر وبيحب الاميرة. وجينا هي كمان لحظة الموضوع ده. المهم في الوقت ده بقى كان هوك اتحول على شكل خنزير تنين كده. هتقول لي ايه خنزير التنين ده يا صديق؟ هقول لك والله ما اعرف، هو بيقول انه اكل جسم تنين فتحول لكده فبيبقى خنزير تنين، ما علينا يعني. المهم هوك بيقيس طاقة مليودس دلوقتي وبيلاقيها وصلت ل 33000. بيتصدم جدا وما بيكونش مصدق، والكل طبعا كان زيه. بس بعدها مليودس بيقول لهم احنا لازم ندور على اسكانور دلوقتي علشان هو اللي هيقدر يضرب الوصايا معايا. هوك بيقول له ما انت لوحدك كفايه يا عم. مليودس قال له لا، اسكانور اقوى مني حتى. وشكل الدنيا هتولع من هنا يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى في احدى القرى كان الموتى رجعوا للحياه تاني وبداوا يقتلوا في كل اللي يقابلهم. واللي حصل ان البنت ديت عملت تعويذه استدعاء، فاي روح عندها ارتباط بالعالم ده بترجع تدخل في جسمها تاني، ولكن بتكون روح ملوثه. وبالفعل روح ايلايم بتنزل في الغابه وبتروح عليها. البنت بتقف من تاني وبتروح على كل الناس اللي في الغابه وبتبدا تضربهم، بتقول لهم بعدها انتم اذيتم بان ولازم تتعاقبوا دلوقتي. بتلون الفستان بتاعها بالاسود وبتقول لبان شويه وجيالك. وفي الوقت ده بقى بان كان بيدفن جثه جيفاجو كده وبيجهز علشان يمشي. جيروكو بتلاقي جثه شخص كده بتظهر جنبها وبتحاول تقتلها، فبان بيروح عليه وبيقتله. لسه ملحقش يتكلم بيلاقي لاين ورا جيروكو، وكانت خلاص هتقتلها ولكن بيلحقها منها. جيروكو بقى بتتصدم وبتقول لبان يبعد عنها. بس انت متخيل انه هيبعد عن حبيبته يا صديقي؟ لا والله. بان بيفرح جدا واستغفر الله يا صديقي، وحرفيا الواد ما كانش مصدق. جيروكو بتقول لبان بعدها ما تهدى يا عم انت وهي شويه، انا قاعده برضه. إلاين بتتضايق منها وبتحاول تقتلها. بان بيقول لها انت بتضربيها ليه؟ دي مش عدوه لينا، دي صديقه عادي. إلاين بتتضايق من كلامه وبتبدا تكسر في كل جسمه. بتقول له انا شفتك وانت بتسافر معاها في رحلاتك، انا مش هسامحك، انا عامله حسابي محدش هيسافر معاك غيري، انت خاين. وبتفضل تشرح في كل جسمه. جيروكو ما بتستحملش المشهد ده وبتجري على إلاين، بتكلبش ايديها، بتقول لها انا مش عارفه مالك ولا مين اللي بيتحكم فيكي، بس انا متاكده ان مفيش بنت بتحب هتاذي حبيبها بالشكل ده، انت اكيد عمرك ما حبيتي بنا قبل كده. إلاين بتقول لها لا انا حبيته اكتر من اي حد في الدنيا. جيروكو بتقول لها لا انا حبيته اكتر منك. وبان مش فاهم اي حاجه. إلاين بتقول لجيروكو بعدها بان بيحبني اكتر منك وانت عمرك ما هتكوني ليه. الكلام بيجي على الجرح لجيروكو، والبنت ما بتقدرش تتحمل وبتعيط من كلامها. بتقول لها صح انا عارفه ان بان بيحبك انت، بس انا متاكده من حاجه، انا عمري في يوم ما هاذيه او هجرحه زيك كده. وكانت في قمه الحزن. إلاين بتتاثر من كلامها وبتفقد السيطره على نفسها وبتبدا تدمر في المكان بالكامل. تخيل بقى صديق ان بان هيسيبها؟ لا والله، بيقوم وبياخدها في حضنه، بيقول لها وعد مني هنلف العالم سوا، بس اهم حاجه ما تزعلش يا قمري. البنت بترجع لطبيعتها اللحظه كده، ولكن بعدها بيغمى عليها. بان بيزعق وبيسالها في ايه، بيسمع صوت من وراه وبيقول له ما ده العادي، التعويذه اللي انا عملتها بتجمع الارواح اللي زعلانه من حاجه ومتضايقه منها، بترجعها هنا للعالم ده، وطالما حبيبتك ما عادتش زعلانه من حاجه يبقى ترجع تموت تاني. بان بيسمع الكلام وبيقول لها انت مين وايه اللي جايبكم هنا؟ جلام بيقول له احنا الوصايا العشرة وهنخلص عليك دلوقتي. بيهجم عليه بسرعه وبشقه لنصين. جلام بيفكر نفسه قتله، ولكن بان بيقوم له تاني، بيقول له مين اللي طبق وشك كده، ده شكله فنان جدا. جلام بيزعق وبيفتكر العلقه اللي مليودس اكلها له، بيروح على بان وبيطير دماغه. تخيل بان بان هيموت يا صديقي؟ لا والله. بان بيقوم له تاني وبيقول له ده دوري بقى، بيستخدم سلاحه الامبراطوري وبيسرق طاقه كبيره جدا من جلان، بينزل ضرب فيه والواد مش رحمه نهائي. جلان بيقول له انا ازاي مش قادر اتحرك، انت عملت فيا ايه؟ بان بيقول له سرقت قوتك مش اكتر، وبيديله واحده بتكسر عظمه. ميلاسكولا بتقول له عاش عليك والله، انت عديت كل توقعاتي، هو كل الخطايا السبعه زيك كده ولا ايه؟ بان بيقول لها
بالضبط كده، احنا بنستمتع واحنا بنضرب الاشكال اللي زيكم. ميلاسكولا بتتعصب وبتستخدم قوتها عليه. بامبي لقى نفسه في مكان غريب كده والدنيا سواد من كل ناحيه. ميلاسكولا بتظهر قدامه من كل حته وبتقول له انت نجحت في الاختبار، اي حد بيدخل الشرنقه ديت وروحه مش نقيه بيموت في ثواني، بس انت بالرغم من ان الشخص اللي بتحبه اذاك وبهدلك من شويه ما عندكش ولا ذره كره ليه، انت روحك نقيه وتستحق الاكل. وبتستخدم قوتها وبتبدا تخرج روحه علشان تاكلها. بام بيشوف جسمه قدامه وخلاص شكلها دي نهايته، بيحاول يهرب بروحه منهم ولكن ميلاسكولا بتمسكه. الواد بيعافر بس خلاص يا صاحبي شكلها دي نهايتك. ايلاين بتعمل تعويذه باخر قوتها وبام بيهرب من البنت فعلا، ولكن للاسف جلام بينط وبيمسك روحه وبياكلها وخلاص كده بان انتهى. ايلاين ما استحملتش وبدات تعيط. جيروكيا كمان جابت اخرها، بتروح على بان وبتقول له انت سبتني ليه بالسرعه ديت، انت مش قلت انك ما بتموتش؟ بس بان خلاص مش قدامها، بتطلع سيفها بعدها وبتروح علشان تقتل الوصايا وبتقول له انا هاخد لك حقك، ولكن بوم بان من وراها بيقول لها ميلي كده. بيستخدم قوته عليهم وبيطلع قلب من كل واحد فيهم، بيقتل القلب ده، بيشيل جيروكو وبيجري على ايلاين وبيهرب بيهم من هنا بسرعه. ميلاسكولا بتقول ازاي كده، انا متاكده ان احنا اكلنا روحه، بس اللي حصل مش كده يا صديقي. فلما كان بام بيحاول يهرب بروحهم المكان ده، جيفاجو كان موجود وعمل نفسه طعم ليهم. بام بيقول له ابنك هيزعل لو انت ما رحتلوش. جيفاجو قال له ما انت كمان ابني يا عم، وبيضحي بحياته علشانه. بس بان بسبب كل التعب ده كان اتصاب اصابات جامده ومش هيقدر يكمل هروب. بيقول لجيروكو خدي ايلاين وهربي بسرعه من هنا، هم عاوزين ياكلوا روح انا. ايلاين بتقول له لا خدي بان وهربي، انا كده كده هموت تاني كمان شويه. تخيل بان جيروكو هتسيب حد فيهم يا صديقي. لا والله، بتاخدهم الاثنين على كتفها وبتقول لهم بعزموني على فرحكم بقى. وحرفيا اول مره احس ان البنت ديت ليها فايده. في نفس الوقت ده بقى كان دوريفاس ماشي كده في احدى المدن، بتقابله بنت من وراه وبتاخده في جنب كده بتبوسه وبتقول له مش عارفني ولا ايه. دوريفاس وشه بيحمر وبيقول لها انت مين. البنت بتخلع الوشاح وبتقول له انا اسمي دلدري، واحده من اتباع المملكه، وهخلص عليك يا خاين. دوريفاس بيقول لها يبقى لازم اقتلك وقتي، بيجمع قوتها وبيضربها ولكنه بيلاقي ايده بتضربه هو. بيقول لها ايه اللي بيحصل ده. البنت بتقول له اي حد بيتاثر بجمالي بيبقى عبد عندي، وانت اتاثرت من شويه. دوريفاس بيمسكها وبيحاول يقتلها ولكنه مش قادر يعمل اي حاجه. واحد من وراه بيضربه بسهام كده ودوريفاس بيحمي البنت بجسمه وبياخد السهام بدلها. الواد بيحاول يضربه تاني ولكن دوريفاس بيصدها، بيحاول يستخدم عليه قوته السحريه برضه ولكن ما بيعرفش. قال له هم مين دول بقى. الواد بيقول له ما تحاولش تستخدم سحرك تاني، طول ما السهام بتاعتي ديت اصابتك انت مش هتقدر تعمل اي حاجه. دوريفاس بيتعصب وبيهجم على الواد علشان يقتله، ولكن بوم واحد تالت بيلحق الولد ده من الضربه. قوته الجسديه عاليه جدا وبيضرب دوريفاس وبيهينه حرفيا، وشكل الثلاثي ده مش سهل يا صديقي. في نفس الاثناء ديت كانت جيروكو شايله بان وايلاين على ظهرها وبتعافر علشان تهرب من الوحوش دولي. بتلاقي صخره كده جايه عليها فجاه والبنت قالت دي خلاص النهايه، بس لحسن حظها الصخره بتيجي قدامها والواضح ان جالان وميلاسكولا عمالين يستهزئوا بيهم مش اكتر. جالان بيضرب كره تانية كده وكانت خلاص هتصيب الثلاثه وهتقتلهم. جيروكو بتحذفهم بعيد عنها كده وهوب بتاخد الضربه لوحدها. بان كان متضايق من نفسه وبيقول لها امشي امشي وسيبيني انا بس بلاش كده، بس جيروكو بتقول له استحاله، بتجمع الباقي من قوتها وبتشيلهم تاني. وحرفيا جيروكو علت في نظري جدا يا جدعان. جالان بيحذفهم بهجوم تاني وبيوقعهم من على جبل عالي كده. جيروكو استسلمت وخلاص شكلهم هيموتوا، بس ايلاين بتستخدم اخر تعويذه عندها وبتخفف صوتهم. بيشوفوا كهف كده بعدها وجيروكو بتدخله، بتلاقي باب كده مكتوب عليه مفتوح وبتدخله. ده ايه ده ان شاء الله، حانا موجوده في نص الصحراء؟ ده مين الاهبل اللي عمل كده؟ صاحب الحانا بيجري عليهم بسرعه وبيسالهم مالكو في ايه. جيروكو بتقول له في اتنين من الشياطين بيهاجمونا، خبينا بسرعه دلوقتي والا هنموت. صاحب الحانا كان متردد كده، بيشوف بان بعدها وبين انه يعرفه، بيقول لهم خلاص تعالوا ادخلوا جوه الخزنه ديت وبيقفل عليهم. بس بعد شويه جالان وميلاسكولا بيقطعوا الجبل بتاعه، بيقولوا له في ثلاثه كانوا بيهربوا مننا، طاقتهم هنا، طلعهم بسرعه والا هنقتلك. صاحب الحانا مرعوب ومش قادر يعمل حاجه. جالان وقتها بيشد انتباهه العصير الموجود عنده، بيشد برميل كده وبيشربه، طعمه بيعجبه جدا، وميلاسكولا كمان بتتاثر بيه، وحرفيا نسوا هم جايين ليه اصلا. جالان بعدها بيقول لصاحب الحانا بص يا عم، احنا الوصايا العشره، نخبه النخبه من الشياطين، هنخلص على كل البشر ونحكمهم، بس ما تقلقش ممكن نسيبك علشان تفضل تعمل لنا عصير تاني. الراجل كان مرعوب ومش قادر يعمل حاجه. جالان بيقول له بص كده، طالما عصيرك عجبني فانا هلعب معاك لعبه، لو كسبت فيها هسيبك انت والثلاثه اللي مخبيهم ومش هقتلكم، بس لو خسرت فهتموتوا كلكم. صاحب الحانة بيقول له تمام وشويه كمان وهيعملها على نفسه يا صديقي. جالان بيفرح جدا وبيديله واحده على ظهره كده كتحيه يعني لبدايه القتال. فصاحب الحانة بيتغرس في الارض من قوته. بيمر الوقت بسرعه والنهار بيطلع. جالان بيقوم بقى وبيجهز علشان يبدا اللعبه اخيرا.
بس بيشوف فاس حربية كده بيروح عليها علشان يشيلها، مش قادر، الفاس تقيل عليه ومش عارف يرفعها، وحبة واحد بيظهر وبيشيل الفاس منه بسرعة جدا. جالان اتصدم، انت مين وليه لابس كده؟ معقول انت صاحب الحنة؟ بيرد عليه الراجل وبيقول له ايوة انا من يعتلي قمة جميع العشائر، خطيئة الاسد اسكانور، وبوم بيديله ضربة بيشقه، شكلها هتولع ولا ايه؟ جالان بيقوم تاني بيجمع كل قوته وبيقول له انت صاحب الحانة صح؟ ده دوري بقى في القتال. اسكانور بيقول له يا ريت تجيب اخرك علشان بس ما زهقش. جالان بيتعصب من كلامه، بيجمع كل قوته السحرية، بيزعق وبيقول له هقتلك. طاقته وصلت 40,000، بيضرب ضربة بكل قوته، حرفيا شقت الجبال من قوتها، وهوبا ولا اي حاجة حصلت. اسكانور بيقول له هو ده اخرك ولا ايه؟ تعالى كده بس اما اوري لك الضربة بتبقى عاملة ازاي. ومرة واحدة طاقة اسكانور اجتاحت المكان بالكامل. ميليوداس ومارلين بيحسوا بيه في الوقت ده، طاقته عدت 50,000 وبتزيد لسه هيضرب جالان. الواد بيخاف منه وبيطلع يجري، وبما انه خالف وصية الصدق بتاعته فتحول لحجارة. يا حلاوة، يعني علشان كذب هو كمان وهرب من القتال اتحول لحجارة. اسكانور بعدها بيقول له ده انا كنت لسه بسخن. يلا مش مشكلة، من حقه يهرب طالما انا كنت خصمه. يا ابن الجامدة. ميلاسكولا بتقول له عاش عليك والله، خلصتني من العجوز ده. بتعمل نفس التقنية اللي استخدمتها على بان علشان تاكل روحه، بتروح عليه فعلا وبتبدأ تخرجها، بتاكلها ومفكرة انها كده خلاص قتلته. بس انت متخيل انه هيموت يا صديقي؟ لا والله، تاكل روحه بتحرقها وبتفشخها حرفيا. ورسميا البطل اسكانور خلص على 2 من الوصايا لوحده. بيروح بعدها على بان وبيقول له احنا كمان شوية هنبقى الظهر، لازم امشي من هنا دلوقتي، بس ما تتحركش لحد بالليل. فبان بيقول له قشطة. بيعد الوقت واخيرا بيجي بالليل، بيرجع سانكوح تاني وحرفيا جيركو مش مصدقه. بان بقى بيعرفهم عليه وبيقول لهم ده اسكانور اقوى واحد في الخطايا الصبح وبالليل زي ما انتم شايفين كده. واسكانور بيحييهم طبعا، وحرفيا جيركو لسه مش مصدقه. بيسألوا اسكانور بعدها على مارلين وبيحكي له عنها وشكله بيحبها باين. بيقرر بعدها انه يعمل اخر طلبية في الحانة بتاعته، وبعدين يرجعوا ينضموا للخطايا من تاني، ومن هنا هتبدأ المتعة. في نفس الاثناء كانت ديانا فائت وقفت تتكلم مع ماترونا، بتقول لها انت لسه عايشة ازاي؟ انا فكرتك مت من يومها. ماترونا بتقول لها بعد ما انت سبتيني ومشيتي زارة لقاني هناك وعالجني، ومن يومها واحنا عايشين سوا وبعتبر اطفاله زي اطفالي وازيد من كده. فديانا بتقول لها تمام، وكانوا في قمة السعادة. بتعلمها بعدها بقى ماترونا رقصة جديدة كده، والرقصة ديت بتزود من مهارات ديانا وبتخليها تندمج مع الطبيعة. بس فجأة ديانا بتحس بحاجة غريبة، وحش شيطاني بيوزع رسائل على الكل كده وبيلف بريطانيا بالكامل. ميليوداس والكل بيوصل لهم الرسائل ديت، ومكتوب فيها لو عندك أمنية ونفسك تتحقق فانضم لينا في مهرجان بازل السنوي. ميليوداس بيتشد وبيعرف ان ده من تخطيط الوصايا، وفعلا كان الاتنين دول بيخططوا الحاجة وشكلهم هيخربوا الدنيا. في الوقت ده بقى ديانا كانت عمالة ترقص في الطبيعة الخلابة واندمجت معاها جدا، لسه هتندمج اكتر، وهوب شيطان هجم على اولاد ماترونا وجرحهم. ماترونا شافته اتعصبت منه جدا وقتلته، لحقت ولادها منه، ولكن حالتهم كانت صعبة جدا ومش عارفين هيلحقوهم ولا لا. بعدها ماترونا بتتضايق جدا من نفسها، بتقول لو انا كنت جنبهم كنت حميتهم منه، انا لازم اعالجهم بسرعة. بتقرر تروح على مهرجان بازل علشان تتمنى انها تعالجهم. زارا بيقول لها ما تروحيش انا محتاجك هنا، بس ماترونا رفضت كلامه وقالت له ده الامل الوحيد علشان اعالجهم وانا مش هضيعه. بتطلع على المهرجان فعلا، وزارا بيقول لديانا خدي مطرقتك وروحي معاها واحميها بالله عليكي. فديانا قالت له اتفقنا. في نفس الوقت ده بقى كان قائد السرايا الزرقاء بدأ في القتال مع دوريفاس وشغالين في معركة طاحنة. قائد السرايا كان عمال بيضرب في دوريفاس ومش رحمه نهائي. دوريفاس بيحاول يستخدم سحره ولكنه بيفشل قدامه، بيحاول يهرب منهم ولكنهم حابسينه هنا، وشكل دي نهايته ولا يا صديقي. وقتها بقى بيدخل واحد تاني كده من الوصايا العشرة بيحررهم من القفص اللي هم حابسينه فيه، بيتحول لشكله الحقيقي. وصيته هي السلام، لو اي اتنين قتلوا بعض قدامه هيتحجروا وقتي. فبيستأنف القتال ما بينهم وبعدين بيمشوا. بس واثناء ما دوريفاس كان خارج قال لهم كانت تيجي على شجاعتكم هقول لكم على حاجه مهمه. اولا كده انا مش من الوصايا العشرة، لا ممكن تقول كده انا بديل لواحد تاني. القائد ده بيترعب وبيقول له انت تقصد ايه؟ دوريفاس بيقول له الشخص اللي انا اتبدلت معاه او بداله يعني موجود في المدينه، بس هو فاقد ذكرياته دلوقتي مش اكتر، وهو وصية الايسار جوسر. يعني من الاخر كده جوسر طلع من الوصايا العشرة، وربنا يسر على الكل بقى. بعدها بقى بيتجه كل افراد الخطايا السبعه الى مهرجان بازل من اجل المشاركه فيه، في منهم اللي كان رايح بمزاجه، وفي اللي هيروح هناك بالحظ، وفي اللي رايح هناك علشان يلعب مش اكتر. بيوصل ديانا وماترونا على المكان فعلا وبيتصدموا قدامهم، متاهه عملاقه لازم يجتازوها الاول لحد لما يوصلوا على مكان الاختبار. بينزلوا فعلا وماترونا بتحاول تكسر الحواجز وتمشي من تحتها، ولكن الجدران بتلم تاني بسرعه جدا وبترجع لطبيعتها في ثانيه. بيقرروا بعدها انهم يكملوا المتاهه ديت ويشوفوا هم يوصلوا
بيوصلوا لحد فين فيها. بيمشوا فعلا وبيقعدوا وقت كتير جدا فيها، منافسين تانية بيوصلوا والكل بعيد عن بعضه. المتاهة بعدها بتعمل لهم اوهام كده وبتبدأ تفرقهم عن بعض. ديانا بتبص على مترونة جنبها كده ما بتلاقيهاش، فبتقعد على جنب كده على امل انها ترجع لها، ولكن بوم مرة واحدة هوك بيظهر قدامها. ديانا بتشم ريحته كده وكانت رايحة تاكله، بس بيقول لها اصطبح يا ستي ده انا صاحبك. ديانا مش فاكراه ومستغربة هو بيتكلم ازاي اصلا ولسه عاوزة تاكله برضه. بس اليزابيث بتظهر هي كمان وبتكلمها، بتقول لها الحمد لله انك لسه بخير وسليمة، انا فرحانة جدا اني شفتك. ديانا بتقول لها انت مين؟ هو انا وانت كنا نعرف بعض قبل كده؟ اليزابيث بتقول لها ايوه انا وانت كنا اعز صحاب. ديانا بتتأثر بس بتقول لها لا انا مش هثق في حد من البشر، وبعدها بتسيبها وتمشي. اليزابيث بتروح وراها برضه وما بترضاش تسيبها. ديانا بتقول لها انتم ماشيين ورايا ليه؟ هوك بيقول لها انت اللي ماشيه قدامنا. ديانا بتقول له خلاص يا عم اطلعوا انتوا قدامي. ولسه هيعدوا بيقف احد الافخاخ وكانوا هيموتوا، بس ديانا بتجري عليهم وبتنقذهم منه. بتسيبهم بعدها وبتكمل طريقها، بس بتنزل في بحر كده وبيطلع عليها شويه حشرات. البنت بتترعب منهم جدا وبتبدا تصوت. اليزابيث اول ما بتشوف المشهد ده بتنزل عليهم بسرعه وبتشيل الحشرات بعيد عنها. بتخلص عليهم وبتقول لها الحمد لله انك بقيتي كويسه. ديانا بتتاثر جدا وبتشكرها علشان انقذتها. وهوك بعدها بيجيب لها شويه توت، والبنت كانت في قمه السعاده. بس هم قاعدين فجاه بيظهر لهم نسخ كتير من مليودس بتهجم عليهم، والواضح انهم وحوش متنكرين في شكله. البنات بتخاف منه وبتطلع تجري، بس غل وهاوزر بيلحقوهم وبيضربوا النسخ ديت. بيتجمعوا بعدها مع بعض وبيستعدوا علشان يكملوا مهمتهم، بس في وحش صغير كده بيمسك رجل هاوزر وبيجرحها، فهاوزر بيبعده. بعدها الوحش بيروح على هوك وبيعضه من مناخيره، بس المفاجاه هوك ما بيسميش عليه بياكله، وهوب بيتحول لوحش زيه. ده ايه الهبل ده صديقي؟ هوك بقى بيفسر لنا، بيقول قوتي هي التحول، اي حيوان باكله بتحول لحيوان زيه، ولما بروح الحمام برجع لطبيعتي. لا قدره جميله يالا، مالناش دعوه بيها يعني. بس فجاه هم واقفين كده وحش عملاق بيهجم على الكل وبيضربهم. وحوش من ديت كتير ظهرت وبدات تهجم على كل المتسابقين. هاوزر وديانا وغلي بيتحدوا علشان يقتلوه، ولكن مش قادرين عليه، الوحش قوي بشكل لا يوصف. ساعتها بقى شخص تاني بيظهر كده وبيخلص على الوحش ده بضربه واحده، وبيقول لهم كده بتقتلوه. وشكل الشخص ده ما بيهزرش. مجموعه كبيره بقى من المتسابقين بتخلص على وحوش من ديت، والشكل فيه اساطير هنا يا صديقي. اليزابيث بعدها بقى بتروح على هاوزر علشان تعالج رجله. ديانا بتشوفها وهي بتعالجه وبتعرف انها كده ممكن تعالج اولاد مترونه. لسه هتقول لها انا عاوزاكي تعالجيهم، بتلاقيها راحت كده على جدار وقالت انا حاسه بيه هنا. مليودس هو كمان كان ورا الجدار ده وبيقول انا حاسس بيها برضه. ارثر بيقول لمليودس في ايه؟ مليودس بيقول له هي موجوده في الناحيه الثانيه، انا حاسس بيها، انا عارف عنها كل حاجه. فارثر بيتاثر جدا. وقتها بقى الاثنين بيشوفوا اكل كده ريحته جميله وبيجروا عليه. ارثر بياكله والاكل كان طعمه جامد، يا ترى مين اللي طبخه؟ بان اللي طبخه صديقي، بيظهر هو كمان كده. بيروح لمليودس بيبداوا يرحبوا ببعض تاني، وبان قرر يرجع للخطايا من تاني، بس بعدها بيعتذر من مليودس الاول، بيقول له انا اسف على اللي عملته قبل كده، بتمنى تسامحني. مليودس بيقول له لا ولا يهمك يا صاحبي. وبيرجع الاثنين اصدقاء تاني. بيسالوا مليودس انت جاي هنا مع مين؟ فبيقول له كنت راكب مع اسكانور واتشعلقنا هنا. مليودس بيفرح وبيقول له هو اسكانور معاك؟ قال له ايوه، وايلاين وكينج كمان معايا. مليودس بيتاثر وبيقول له طب يلا بينا نتجمع بقى. فبان بيقول له تمام. بيجمع الاثنين قوتهم وبيضربوا الجدار بضربات ورا بعض متتاليه. الجدار بيتكسر وحرفيا قوتهم اسطوريه يا صديقي. بيقابلوا بقى اليزابيث بعدها وباقي اصحابهم. بيوصلوا على مكان الاختبار اخيرا وبيلاقوا الكل هناك، وحرفيا من هنا هتبدا معجنة. بس لحد هنا بقى بيخلص الجزء بتاعنا. لو عاوزين الجزء العاشر اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، والسلام سلام سلام.